انا عايز افهم بقى انت مستقويه القلب كده وسائل الهبل على الشيطانه ليه؟ طب والنبي، انا ما في اغلب مني ودمعتي قريبه يا بيت. لا الكلام ده ما يقعدش معايا، تعالي عادي احسن. طب ما قلتليش ابنك كانت عندك في الورشه بتعمل ايه؟ اعدلي كلامك يا سناء، كله الا دي. بتحبها؟ هو انت ما فيش في دماغ اهلك غير يا حب يا برم؟ وهي الدنيا ايه يا اخويا غير يا حب يا برم؟ طب انت عارف ان عاصم اخويا عينه منها وعايز يخطبها؟ وانا مالي؟ ربنا يهني سعيد بسعيده. انت بتشتغلني يا بقف انت؟ بلاش بقف لو هتزعلك، انا معاك مش عليك. مش عارف اقول لك ايه. ما تجيبي من الاخر يا سناء وتقولي عايزه ايه بالظبط. يا اخويا بنتسلى، مالك واخد الدنيا قفش ليه؟ قولي بقى، مش عايز تعرف حكايتي انا وجوزي ايه؟ طيب بلاش اشوفك يا فندم. ما تزعلش. ها؟ لا مش زعلان يا فندم، تحتمل. وانا هبقى بقششك كويس. شكل جدا. ويلا طير بقى علشان الافندي بتاعي بيتكسف. مش كده؟ تحتمل. الافندي بتاعي بيتكسف؟ ده انت تكسفي الفضيحه ذات نفسها. هو انا بحب ابقى على طبيعتي كده؟ هو ايه خانقه في البيت وخانقه بره تبقى عايشه سودة؟ بص بقى الفزوره اللي جايه دي. انا لا انا انسه ولا انا مخطوبه ولا انا متجوزه ولا انا متطلقه ولا انا ارمله، ابقى ايه؟ تبقي متعلقه على الشجره. قطفني يا معلم، جوزي في السجن. قديمه، انا اللي عايز اعرفه بس ايه اللي رماه على السجن؟ لا عليكي يا خيا. هو يطول تلاقيك عارف الموضوع وبتستعبط عليا، بس ماشي هقولك. اصل هو سرق ابويا وبعدين ابويا امسكه، وبعدين انا عندي مشكله يا زيزو. انت شغلك مع ابويا مش هينفع، مش هيخليك تكبر ابدا، انت لازم تكبر براه، لان لو كبرت براه هيعوز يشاركك. طب انا عندي فكره، ما تروح لقنديل. شركة الأرزاق بالله صاحبها ربنا، مش شرشبة ولا قنديل. أنا مش فاهم بأمارتي أنت عندك كل أخبار شارع عبد العزيز. يا أخويا مش شباك، وأنا كمان طيبة وبفهم الناس كده من العين. فاكر يوم ما أخويا كان بيمسخر بكرامتك الأرض يوم الخميس اللي فات؟ ما تزعلش، ما أنا بقول الحقيقة. كان هين عليا أنزل أخدك في حضني كده. إشمعنى؟ أصل أنا من ساعة ما جوزي اتسجن وأنا حافية على جسر من الذهب. ما ان شاء الله تكوني حافية على جسر السويس. حتى انا مالي، انا مالي. وبعدين بصراحة بقى انا ماليش في ال مالكش يا خرابي يا لهوي. جرأية بنت عبيطة، قصدي ماليش في العط والمشي البطال والشمال. انا حتى عمري ما مشيت مع واحدة. وتمشي ليه وتتعب رجليك؟ ما الخن موجود. خن خن، تعالى معايا وهتتبسط. وانا قلت لك لا. هتندم، لان انت محتاج لي اكتر ما انا محتاجه لك. يلا بينا. يلا على فين؟ يا اخويا تعالى معايا من غير ما تسال، وان ما عجبكش الحال امشي، ولو اني عارفه انك هتلبد. يلا يا اختي قدامي. ادخل يلا. اديني عملت عبيط وجيت معاك اهو، بس دماغك ما تسرحش لبعيد. خش يا عم الحويط، ما تخافش يا اخويا ما بقعدش. انت بتعملي اللي يجي على دماغك يا واد. قلنا ما بقعدش. طب ما تسيب الباب مفتوح. طيب يا عم انجرنت شوفني. ادخل. حلوه الشقه. تمليك؟ وهو ابويا هيشتري تمليك لبنات برضو؟ ايجار يا اخويا، بيحوش عشان يجيب العاصم الفيلا اللي نفسه فيها. امال ايه؟ مش ظابط. وانت يا اخويا ما فرحتناش بيك كده وطلعت دكتور امين شرطه اسم الله. تعال نصيب مشيها حسد. تصدق يا واد يا زيزو اللي حسدوك دول عندهم نظر. يا واد ما تخافش مش هحسدك، ده انا بحسد نفسك ان انت معايا. اوعى يكون ابوكي هرش الخن ده، نروح في ده نلبس اسود احنا الاثنين. ابويا مش حاسس بحد غير عاصم. تعال. هو انت مؤاخذة يعني بتكرهي ابوكي؟ هو بصراحة ربنا يكره. أنا اللي يكشف ستري ويهني أمرمطه وأطلع عين أمه. إنما اللي يخلي باله عليا ويدلعني أحط جوه عينيا من جوه. طب وجوزك؟
ما بحبوش ولا بكرهه. هتقول بتعمل الحبتين دول ليه؟ هقول لك عندي شويه ترلللي. ما تركزش معايا، تعالى بقى. انت عماله تشدي فيا ليه من الصبح يا واد؟ عايزه افرضك بقيه الشقه. عايزه اروح دوره الميه. طب انا كنت هوديك، تعالى. ايه يا زيزو؟ عايز اروح دوره الميه مش عايز دي. يا عم استنى، دي جميله. ايه يا زيزو في ايه؟ دي اوضه النوم عادي يعني. حلوه جميله قوي. فرجيني بقى على المطبخ. مش فيه انا مطبخ. فيه، هفرجك على كله بس مش كده. متعرف الله، هو فيه ايه؟ في محشي ورق عنب. اسخن لك؟ ده ايه البجاحه اللي انت فيها دي؟ الكسف شويه خافي، خليني احس انك انثى. خافة من شيء ما. بيت امك زيزو. بس خد بالك، انت كده كشفت سري وعرفت الخنق. انا لا كشفت ولا كنت عايزه اتنايل على عيني اعرف اي حاجه. انت اللي جبتيني هنا يا عم، وما ناديش عليك وتعمل لي فيها اهبل ومش واخد بالك. اسمعي بقى يا بنت الناس، انا لو وعدتك بحاجه ولا خليت بيكي ولا عملت حاجه معاكي من اصله. يا سيدي انا اللي جريت وراك، انا اللي دحلبتك. يا دنيلي عليا، انا باين احبه زي لبنى ولا ايه؟ اوه ما تشيلي بقى موضوع لبنى ده من دماغك. لبنى دي زي اختي، وبعدين ابوها راجل طيب اصلا. يا واد الكلام ده ما بيقضش معايا. انت هتضحك عليا اما اقول لك بتحبها؟ يبقى بتحبها وبتموت فيها كمان. يا واد خلينا صراحه مع بعض، ده احنا الجوز غلابه. خلينا نبقى مفضفضين كده ونحكي. ها قلت ماشي. ايه ماشي، بس وعديني بقى ان الربع الضارب اللي في نافوخك ده ما يهبش عليا عشان الصحوبيه تحافظ عليها. مش هيهب. تعالى، مش لما ابص بره الاول. معلم معلم. في ايه؟ في ايه في ايه يا معلم؟ الراجل بتاعك صعب جدا، عمال يزعق فيها من الصبح، مش عايز يهود معايا في السهر خالص. مش ممكن. انا مش ممكن ازاي؟ انت اللي خنقتيني، عمال كل حته تشوف اتفصل فيها اتفصل فيها، وفي الاخر توديني اللي مشغلك اللي مشغلنا اهو. يا نهار اسود يا نهار اسود، بتزعلها قدامي؟ مش هيبقى عندك نظره انت بتكلم مين؟ مش شايف؟ اتخنقت منها يا معلم. يلا اتكل على الله من هنا. ماشي يا معلم. حيك عليا. أمريني على قد ما تقدري. عمرك ماشي بقى يا معلم. عايزة بس أنا. لا 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 لا، ما تقوليش أنا، عاوزة عاوزة على طول. عايزة غسالة نص أوتوماتيك، تغسل وتعصر وتنشف. تغسل وتعصر وتنشف من عينيا. بس يا ريت تكون حنين شوية، يعني خليك حنين شوية معايا في الساعة. يا خرابي حنين، ده انت جيتي على الدمن، ده انا كلي متركب على الحنيه. أمريني. دمك خفيف قوي يا حنين. ربنا يخليكي. الغساله يا ابني. انا يا معلم. صباح الفل يا معلم. ايه ايه ايه، احنا معانا بالليل، معانا بالليل يا معلم. الله، ما خير البر عاجله. طيب هلف لفه بقى وارجع لك تاني بقى يا معلم. لفي 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 زي ما انت عايزه، بس هترجعي. رجع. ايه يا زيزو؟ ايه يا زيزو؟ ايه النسوان طلعت فجأة كده من تحت الأرض؟ الله يصلح حالك. ربنا يكرمك يا أخويا. أنا عملت إيه في المصلحة؟ عملت. هو في عمايل أقدر أعملها من غيرك؟ ده أنا أمشي وراك وأنا مغمض. درويش صغير من درويشك عشان أور كده في مولد سيدي عندي البارودي. حبيبي. أنا شافعي. على فكرة بأمانة الواد ده بيحبك. بأمانة؟ يبقى انت فكرت كويس. ها فكرت ايه؟ ده انا ما نمتش من امبارح. اوعى معلم، تحت امرك. اه تحت امرك دلوقتي، مش هكلمك في اللي عملته امبارح لما سبتني ومشيت. اتنين اه مظبوط، انا والمعلم زيزو. انا عشان خاطر عيونك وعيون المعلم زيزو فرر. اطلب لنفسي حاجه يا معلم. اطلب. هنيا. هتسلمني امتى؟ يا عمهم انا قاعد بقالي ساعه بهاتي، ريحني الله يرضى عليك. ربنا يريحك. ده معرض اكل عيش، عندنا شغل وضرايب ومصاريف. هتجيب الفلوس اللي عليك امتى؟ انت يا بتبيع لي غالي، والقطاعي بتاعه بتبيعه ارخص منه، والبضاعه اللي واخدها منك راقده عندي في المحل هناك اهي تسمع صوتك. وحق متجمعنا من غير معايد، انا ببيع بنفس السعر اللي بقوله لك. بس لما الزبون بيفصل في الخمسة جنيه صبيانك بينزلوها. دي بقى معك حق فيه،
وانا هعرف اربيهم لك كويس قوي. يا عمهم انت كده لا حليت ولا رباط. انت عايز ايه؟ اقفل المعرض واقعد اتسير معاك فيها طالعه. نزل ال5 جنيه بالجمله اللي خدتها منك يا راجل. ده انت لو اكتفيت بمكسبك من خصم الكميه اللي واخدها من المصنع فله. ده احنا جايين ننق على بعض بقى. المره الجايه ابقى اشوف اللي انت بتقوله ده. وبعدين انت مالك انت ببيع بكام ولا باخد بكام؟ المره الجايه ابقى اشوف اشيل لك ايه. اتكل على الله. ربنا يخليك لي يا عمو. السلام عليكم يا كبير. ايه قنديل طلعت لسه ماشي دلوقتي. ايوه خليت ظهره زي قفاه. انا عايز انزل له 5 جنيه طبعا ولا مليم. هو هتلاقيه عدى عليك دلوقتي. انت كمان اوعى. حلو يا بورم. طبعا الله. احنا شغالين في ايه؟ في اللحمه المفرومه؟ ماشي حبيبي. يلا سلام. ايه قلت ايه يا زيزو؟ لو مش عايز تفهمني بلاش. لا انت فاهم كويس. 500 غساله فك وتركيب لا خدش ولا خربوش وفي السريع. لا ما هو على حسب المكنه يا معلم. حسب ايه؟ المكنه. المكان اللي هنقفل فيه الشغل. لا لا ده انت صايع. دي جديده المكنه دي. لا 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 حلوه المكنه دي. انت قديم برضه يا معلم. اه طبعا الله. عايز تطر القعده. هتشتغل في المخزن بتاعي. لا المخزن بتاعك ايه؟ انت عايز حد يبقى مخنوق منك يعني لا مؤاخذه يجي يلعبها معانا روسي وانا ابقى اللي منطلق؟ لا لا ما تخافش الامن عندي. هتسلمني امتى؟ قول يا رب. في القريب العاجل بامر الله. طب بقول لك ايه؟ 5 في الحته مرضي؟ طب وكارتة؟ الو يا باشمهندس. انا انديل. انديل بتاع القاهره اللي جيت لك عشان كارت الغساله. لا والله انت مخك دفتر. طب بقول لحضرتك ايه، الراجل بتاعي معاك اهو هيتفاهم معاك. صباح الخير يا هندسه. اخوك عبد العزيز. عند ابو اشرف. عارف. لا ما انا هسأل عليك. ماشي. معاك الحاج اهو. اتفضل. اذبح لي السعر قبل ما اجيلك. يا باشمهندس. هاي. ايه؟ لا لا ورق معانا بقى شويه. ما ينفعش كده. ده احنا يعني هنستفتح بس ب 100 حته. ايه؟ طب بقول لك ايه؟ اديني فرصه افكر. ماشي. سلام يا باشا. صباح الفل يا عمهم. حبيبي وشت عمري. يومر يا قمر امرك ماشي لو حتى عيوني ما تجلاش. عايز 10 غسالات اوتوماتيك من اللي جات لك دي. انا على عيني كله متباع. خليك في الطلبيه اللي جايه. على فكره يا عمهم المكنسه اللي خدتها منك راقده عندي محجره بهش وانش عليها ليل نهار مفيش حد سائل فيها. عاوز تنزل كام؟ 5 في الحته. ورحمة أم عمهم غالية عليا. وده المؤاخذة يعني الزبون بيجي عندك ينفصل وعيالك بيبيعوا. وأنا لو قادر أجيب المصنع كنت اكتفيت بمكسبي وخصم الكمية وبقتها صايمة. لكن أعمل إيه؟ خلاص خلاص هنزل لك. بس عايز أسألك سؤال. أنت غنيت الأغنية دي فين قبل ما تجيلي هنا؟ حد الله يا عمهم. خد. كام دول؟ 7 والباقي لما بيع. قول ان شاء الله. ماشي. سلام 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 يا حبيبي. سلام سلام يا ابن المفتريه يا حراميه. انا عارف جذابه انا قوي. هما اللي تالي ايه لفيتي؟ ما انت نمكي لفيت ورجعت لك. احلى حاجه ان انت لفيتي ورجعتي لي. اقعدي.
ال اسمك ايه؟ صافي ناز. معلش تاني تاني. صافي ناز. صافي ناز. الله الله الله، احلى اسم سمعته في حياتي. بقول لك ما تيجي نمشيها بالقسط، خليها صافي ناز. بقول لك ايه، تشربي ايه يا صافي؟ ممكن ليمون. ليمون 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 بالنعناع، وارميلي فيه خمس حتت تلج عشان صافي. مش بقول لك حلو نصيبي يا صافي؟ نصيبي حلو قوي. ولو احتاجتي حاجه بقى في المحاضرات القديمه قولي لي وانا هساعدك. بجد يا لبنى ميرسي قوي، مش عارفه اقول لك ايه. ايه يا مروه، ما حضرتيش للمحاضره دي؟ كانت لذيذه قوي. الهوا ألذ. ايه يا عم لاميا؟ ايه ايه بالظبط؟ احنا هنبتدي نذاكر زي العالم الدحيحه دي ولا ايه؟ يا ري. تعرفي بقى ان انا كان نفسي ابقى زيك، بس اعمل ايه بقى، الشطاره طبعا. الموضوع مش موضوع شطاره يا لولو، انت اصلا عمرك ما هتعرفي تعملي زيي، لان دي فرصتك الوحيده في الحياه لازم تمسكي فيها كويس جدا. لكن انا بالنسبه لي عادي، ممكن اسافر اي حته اكمل تعليم. لكن انت بقى يا حرام، لو ما كملتيش هتشتغلي بياع عند بوه في المكتبه. فكرتيني بموضوع المكتبه، تصدقي انت بنت حلال. يا جماعه انا مكتبه بابا في شارع عبد العزيز عامله ديسكاونت كبير قوي للطلبه، وخصوصا يعني طلبه صيدله اللي عايز بقى كشاكيل، اقلام، ها تصوير ورق، اي حاجه، حتى الكتب. احنا عاملين خصم جامد جدا. انت ايه اللي بتعمليه ده؟ ايه مجنونه انت؟ بعمل ايه؟ بعمل دعايه لمكتبه بابا، ما انت عارفه بقى اكل العيش مر. شايفه المجنونه اللي بتعمله كده؟ هتفضحنا يا جماعه. احنا عندنا مكتبه في شارع عبد العزيز عاملين خصم 50% اللي هيمسك العيال ده. ممكن ورقه؟ اه طبعا اتفضل. الله، والخصم ده بقى للطلبه بس ولا استاف التدريس كمان؟ لا حضرتك تاخد اللي انت عايزه من غير ما تدفع ولا حاجه. ماشي يا لبنى. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، بس احنا قابلنا بعد الظهر. ايه يا لبنى، فكرتي في اللي قلت لك عليه ولا لا؟ اه طبعا فكرت، بس يعني افتكر مش هينفع نتكلم هنا يعني. عن اذنكم يا بنات، في موضوع كده لازم اتكلم فيه مع دكتور مازن. عن اذنكم يا بنات. اتفضل يا دكتور، بس خلي بالك اصل لبنى من كتر وقفتها مع باباها في المكتبه بقت بنت سوق وشاطره قوي في الكلام، يعني ممكن تبيع لك الرخيص غالي قوي. متشكر على النصيحه قوي. يلا يا لبنى. اتفضل يا دكتور. شايفه السفله بنت البياع بتغزني؟ في ايه يا مروه، ما تسوقيش فيها بقى. ايه تعبيراتك الشيك دي انت كمان؟ هي علمتك ولا ايه؟ وبعدين انت معايا ولا معايا؟ هي حرب يا بنتي، ما تزوديهاش بقى يا مروه. ويكون في علمك انت مشكلتك مش في لبنى ولا في اي بنت تانية، انت مشكلتك الوحيده يا ماما هو مازن وبس، لانه مش معبرك، وده طبيعي جدا لان مازن ستايله غير ستايلك ودماغه غير دماغك. بس دي حاجه ما تقللش منك، حاولت افهمك وانت مش عايزه تفهمي ولا عايزه تسمعي بجد كده كتير. ميرسي قوي يا لولو على نصيحتك الغاليه دي، اوعدك هاخد بيها. ايه هتمشي ولا امشي انا كده؟ اوكي يا مروه. لا انا اللي همشي، لان بجد كل الكلام اللي عندي خلص، ما بقاش عندي اي حاجه اقولها. باي. يلعن ابو التعليم المجاني اللي بيرمي اشكالكوا علينا. ها لبنى، فكرتي في كلامي؟ وافقتي تبقي من حريم السلطان ولا ايه؟ مش هعرف بس حريم السلطان دول بيعملوا ايه عشان اعرف اقرر. وبعدين بقى دي مره لسه قايل عليك انك بنت سوق وتفهميها وهي طاير. شوف يا دكتور مازن، انا لما بقف يعني في مكتبه ابويا لازم اعرض مزايا الحاجه اللي الزبون هيشتريها. ممكن حضرتك بس تعرفني يعني مزايا انضمامي لحريم السلطان ايه؟ ماشي يا لبنى، يعني مادتي هتنجحي فيها ناجحه ما تشيليش همها، وهوديكي في اي صيدليه من بتوعنا في الصيف تتمرني وهيطلع لك قرشين، مع ان انا شايف انك لو بقيتي معايا ده شرف لوحدك. طب ما انا ممكن اعمل مع حضرتك اتفاق تاني يعني. ايه؟ انه انا احول مكتبه ابويا دي لصيدليه ونحط عليها اسم التنباري، والمكتبه في مكان يعني حلو في شارع عبد العزيز، والفلوس اللي تيجي تيجي بالنص، وتسيبك بقى من موضوع حريم السلطان ده. هو احنا ناقصين اجزخانات يا لبنى؟ انا عايزك انت وردي عليا بقى من الاخر من غير لف ودوران. من غير لف ودوران؟ يا ريت. لو كنا في مكان تاني غير المكان ده وحضرتك مش دكتور وانا مش طالبه في الكليه كان ردي عليك هيكون رد تاني خالص. انت غلطت في العنوان يا دكتور، روح شوف لك بنت تانيه. واذا كان بقى على مادتك انا بعرف انجح فيها كويس قوي من غير ما اكون عضو في حريم السلطان.
يا عم زيزو، ما انا قلت لك على اللي فيها. اللي فيها ايه بس يا عم انور؟ دي كارته وطالعه من غساله جديده. بيحصل تلاقي الغساله دي بس طالعه من خط انتاج شمال. شمال ايه بس؟ دي وليه كارته انور واقعه في عرضي وغلبانه. ما تروح للي باعها لك رجعها له. يا ست ابنها بعتها من بلاد بره. يعني قبل ما تشحنها وتوديها وترجعها تاني هتكلفها يجي ضعف التكلفه. ما تشتريها من هنا ارخص. وانت بقى هنا. انت هلا خد هلا خد هلا تعال هنا. تعال هنا. انت ابن مين يا محمود؟ مش هتاخد الكوره. خلاص بقى يا انور خد يا. يا عم ده مجدي العسال بس يا مجدي العسال بيركب اللوح ال 4 مللي ب 128 جنيه وبيركبه ب 12 جنيه. نبي يا عمر. خلاص يا انور لا مش هديها لك. امشي يا هات لابوك. طب فهمني بقى ايه حكايه الشمال ولا يا ولاد الشياطين. بص يا عم المصانع دي ما بتبقاش حته واحده على بعضيها. يعني مثلا جسم الغساله من حته، الموتور من حته، الحله من حته، الالكترونيات بتاعتها من حته. الحركه دي كلها بقى هي اللي بتخفض التكلفه. تلاقي مصنع الالكترونيات حب يوفر فبعت كارت بتاع حاجه ثانيه ركبت في الغساله. طب هو المصنع ده برياله يعني ما بيجربش غسالاته قبل ما يطلعها؟ ما اعرفلكش بقى. وتلاقيه مصنع في بير السلم بيشتغل جنب الحيتان اللي هناك. طب والعامل؟ انت بقى ربك يرزقك بغساله اصلا تاخد الكارتة بتاعتها وتحطها مكان الكارتة دي وتجرب. بس انا بقى متاكد انها مش محتاجه كارتة، ده ايس هات بس عشان تعمل شويتشنج. الشويتشنج دي بقى انا ما اعرفش فيها، انت اللي تفهم فيها. احنا نجيب الايس هات كويس ونركبها عليها، لو اشتغلت نلقط بقى نمره الايس هات دي والكود بتاعها، نبعت نجيبها ونشغلها فيها وندورها وخلاص. يعني انت بدل ما تغير الكارتة كلها عايز تغير الاي سي بس. بالظبط كده. ادينا بنوفر للست الغلبانه. عارف يا زيزو لو كل الناس بتشتغل زي كده كنا كلنا عيش صح. بقولك ايه؟ خير؟ انت مش معاك سيوله؟ وعايز تشتري مواتير وبراميل غسالات وكده يعني؟ ما انا قلت لك قبل كده قعدت تقول لي دنجا دنجا. طيب روح انت وارجع لي عشان عندي ليك حته دين صفقه فيها قرش حلو سريع. بس خلي بالك يا انور القرشين اللي معايا مش بتوعي، اهم حاجه الامان. يا عم بس خلص روح شوف شغلك وارجع لي. سلام. سلام. سلام يا عم زيزو. شكلك هتقلب تاجر على ايدي ودنجا دنجا. انا جاي لك في الكلام اهو اعمل لطف فهمني بس. هو موضوع هنتكلم فيه. اتفقنا يبقى الحمد لله. ما اتفقناش يبقى ولا كانك سمعت مني اي كلمه. في يا شرشابي بقالك ساعه عمال تتكلم وانا مش فاهم منك حاجه خالص. انا عارفك لما تقعد تلوك كده في الكلام يبقى جاي تتكلم في خراب مالطه. خراب ايه بس وبتاع؟ اعوذ بالله. يا عم انت انا جاي لك في مصلحتك قبل مصلحتي. صل على النبي عليه الصلاه والسلام. انا استخرت ربنا وقلت عايز اوسع الشغل شويه. وقلت بقى ايه في محل في دماغي عايز اخده هنا في شارع عبد العزيز. وبعدين اللي يطلبه ياخده وانا مش هفاصل معاه. طب وانا مالي؟ ما تروح لصاحب المطرح واتكلم معاه واشتري. ما انا قاعد معاه اهو بس هو يبيع وانا شاري. والعلمة محدش هياخد خبر بأي حاجة ولا في تقسيط ولا يتبقى لك. تمضي تكيس على طول. حد قالك يا شرشاب إن أنا عايز أبيع المكتبة؟ مكتبة يا راجل أنت؟ أنا عايز أشيل البيت كله. مين قالك إن أنا عايز أبيع من أصله؟ علي بالي اللي قال لي بقى إن أنت عايز تبيع بس وحياة أبوك ما تجيب سيرة لحد. انت عارف بتوع شارع عبد العزيز هيفضلوا يتنططوا ولا هم لا هيبيعوا ولا هيشيلوا بس يفضلوا يعلوا السعر وخلاص. بقول لك ايه؟ لقوا عجلتك؟ عايز تدفع لي حقها فوق ثمن البيت؟ شرشابي اتكل على الله انا مش فاضيلك. طب وليه بس كده؟ ده انا حتى مش راضي اقول لك انا ممكن اخد البيت بحق الشفعه. عايز تطردني من السوق؟ عازل من شارع عبد العزيز اسيب بيتنا؟ بيتنا اللي ورثته من ابويا؟ ابويا بنى البيت ده طوبه طوبه وصاني عليه قبل ما يموت. يعني اخاك كان بنى هرم خوفه. وبعدين سوق ايه اللي هطردك منه؟ وانت فاهم ان انت في السوق؟ الشارع كله يا ابني قلب اجهزه كهربائيه وانت لسه مصمم على الكراريس والمسطره والبرايه. عيب. خد لك قرشين يا لطفي، جوز الولاد وشيلك اجدعها شقه في القاهره. وحط بقيه الفلوس في البنك وعيش من رايحهم وريح دماغك. بقول لك يا شرشان انا عايز اقفل وراح اصلي العصر ممكن؟ ممكن طبعا وانا ممكن اجي معاك بس الحق بس هعدي على البيت اتوضى وهحصلك على الجامع على طول. واحنا قلنا حاجه يا عم فوت قدامي يلا. المره دي بقى في حاجه هقولها لك
أنا اللي بقول لك بقى، أنا مش هجيب سيرة لأي حد خالص. الواد ابني يا سيدي بيحب لبنى بنتك. آه. ومصمم إنه يتجوزها. أنا قلت له هذا عبيط. شوف لك لواء تتجوز بنته ولا حاجة عشان يسندك ويزقك. لا مصمم يا سيدي القلب وما يريد. إحنا ما عندناش بنات للجواز يا شرشابي. وبعدين فعلا قول لابنك يركز في بنت اللواء ولا بنت المأمور. أنا بنت لسه قدامها كام سنة قبل ما تتخرج. بعدين كفايه بقى صدعتني، انا عايز اروح اصلي. عايز تقعد اقعد اشرب قهوتك. سلام عليكم. طيب يا لطفي، بكره تيجي تبوس الايدين وتقول لي اشتري وانا اقول لك باقي هنا. مع بعض مع بعض وبحنيه. قلبي بيوجعني. بقول لك ايه يا معلم، الاقيش عندك حته من الشغل القديم؟ أني شغل قديم؟ حتة غسالة اوتوماتيك كده تكون قديمة ساقطة من أي بيعة. أشوف لك، بس مش عايزين نلف وندور مع بعض يا زيزو. ماشي. أيوة يا ابني، عندك حتة اوتوماتيك قديمة؟ أمال جديدة يا أحمر؟ فيه؟ طب خليه. لا خليها دلوقتي. ماشي. تعمل إيه؟ سيبني بقى معلم أجرب حاجة كده بدماغي. انت ركبت الكارته ونفعت؟ لا، ما هو لا مؤاخذه يعني، ما دي تفرق. اللي انا عايز افهمك ان ممكن كارت. يا زيزو انت هتقعد تتهته يا معلم؟ مش النظريه، لا مؤاخذه يعني، كارته زي دي افرض ضربت في قلب الغساله هيحصل ايه؟ عد بقى المرتجع ونشيلها احنا. روح المخزن نعمل مبادالك، بس مش كل شويه تنط لي وتجيب لي فكره جديده يا معلم. على رايك احنا خلاص بقت مصاريفنا جوه بعض. وبعدين يعني انت راجل هتقبض لي 15 باكو ورسول الله ورحمه ابويا يا معلم، ولا دم يسيل زي النار دي؟ انت ما تعرف انا كنت مزنوق قد ايه؟ ده انا كنت واقع من 18 يا معلم. ولا دم يسيل زي النار دي؟ الراجل في اسكندريه على نار ومستني الرد. ساعتين زمن واجيب لك المفيد. بس يا معلم والنبي وصي الناس عليا في المخزن يسيبوني براحتي وبدماغي، وعايز ابقى لوحدي. ماشي؟ ماشي. سلام. واه، سيبك من وه وبه والبتاع دوت، وهاتي من الاخر. زيزو خدك الاوضه امبارح وتودد معاكي في ايه؟ كنت طالبه منه حاجه واشتريها لك ومش عايزاني اشوفها. خلاجاتي جوا في الدولاب والشقه قدامك اهي، فتشي ودوري براحتك يا بنت. طول ما انت ما بترديش عليا عادل كده على طول، الفار بيلعب في عبي اكتر. تقولي لي حكايه اللي اسمها مريم دي مع عبد العزيز، واقول لك كان بيقول لي ايه؟ يا بنت خالي، لحقت تغيري وتسحبي كلامك؟ مش انت اللي قالالي ان جاي تعيش هنا مع جرايبينك، ومش في دماغك خالص حكايه جوازك من الواد ده؟ انا قلت لك غير كده؟ انا بسالك على اسمها مريم دي عشان لو عبد العزيز موافق عليها خلاص نخلصوا في الموضوع، ويبقى جزره قدامها جحش. جحش لما يرفسك. حسيني بلفظك يا بنت. طب اقول لك وتقولي صح ولا لا؟ قولي يا بنت رتيبه اللي عمري ما شفتها دي. عبد العزيز ما بيفكرش في اللي اسمها مريم دي نهائي. هي قدامه ايوه، لكن يفكر فيها جواز وحب وكده ما ظنيش. وانت ايه اللي خلاك تقولي كده يعني يا اشجاي؟ سميها نصحة حريم يا ورد خال، اللي واكله راسه ومعششة في قلبه صح. هي واحده ما عرفش طول منها حاجه. طب ما تقري الكف ولا تفتحي له المندل احسن. اسمعي مني وبكره تشوف. طب انت شفتي عليه ايه مخليك تقولي كده يعني؟ بيبان يا ورد خال، الراجل اللي طايل كلمه حلوه من حبيبته وسكته سالكه معاها بيبان عليه، بيبان في عينيه وفي كلامه، تحس ان قلبه هيفط من صدره لما تيجي سيرتها. لا يا بنت يا اشجان، انتي مش سهله ابدا. يعني ايه؟ حاجه عفشه دي؟ يا بنت اعدلي كلامك يا بنت، حاجه عفشه دي عندنا يعني حاجه وسخه، عليها دبان، زباله يعني. ماشي، يعني كلامي طلع صح. قولي لي يا اشجان، انتي حبيتي جوزك اللي مات في الطار ده؟ اللي زي مرت خالي لو حكت عن الحب تضحكي عليها. ليه؟ اللي اتجوزيه ده كان شبه اسماعيل فتين. الله يحرق مراكبك يا مرت خالي. الله يحرقك انت ويحرق اليوم اللي شفتك فيه، وبطلي مرات خالي دي بتحسسيني ان انا عندي 120 سنه. خلاص حقك عليا مرت خالي. طب يلا قومي شوفي اللي على النار. هتتفقع في مرارتك، فقعتيني. ما واخداش بالك اني من ساعه ما جيت وانت قاعده على الكنبه دي طول النهار؟ ايه؟ عايزه تبعتيني اسرح بالغنم ولا ايه؟ لا ما قصديش، بس قعده المره مكببه كده بتكسحها. كسحها لما تكسحها. واري النهارده انا جايب لكم معايا هيروين. اسمه العلمي الداي مورفين او الدايستيل مورفين،
وده بنقدر نحصل عليه زي ما تنبأت قبل كده زميلتك لبنى لطفي عن طريق الاستيليشن اوف كرود مورفين. وطالما ان الهيروين از ديفلوبمنت اوف مورفين يبقى لبنى هتروح على البورد وتقف مكاني وتدينا شورت اكاونت عن المورفين وتاثيره وخصائصه. ميرسي يا دكتور. زي ما احنا عارفين ان المورفين هو برينسيبال اكتيف ايجنت ان اوب اللي هو الافيون، وزي ما احنا عارفين ان هو ليه تاثير مسكن مباشر على السنترال نيرفس سيستم، وده بجانب ان هو كمان مسكن قوي جدا، فهو كمان ليه اعراض جانبيه بيسبب بليرد فيجن وبيسبب دراوزينس، ومن اخطر اعراضه ان هو هايلي ادكتيف. فالمرضى اللي بيضطروا للعلاج بالاوبيوم بيجي لهم ارق شديد وكوابيس. لبنى، ممكن تقول لنا انت اول مره تم تخليق المورفين؟ سنه 1803 على ايد العالم الصيدلي الالماني فريدريش ادم سيرتومر، وسماه مورفيوم على اسم اله الاحلام الاغريقي مورفوس. هاي لازم تعرفوا ان كل المواد دي بيحظر تداولها بدءا من نبات البوبي اللي بيشتق منه الاوبينيوم زي ما درسته قبل كده في ماده البوتاني. السلام عليك يا صفي، شويه شاي شداد. الشاي يا استاذ زيزو. حط الشاي عندك واخلع. الا انت مش هتعلمني عشان اساعدك بتعمل ايه؟ اوه، ما انا قلت قبل كده المعلم عندي مش عايز حد يوجع دماغي. حلمك علينا يا اسطى، احنا غلابه زي بعض. امسك اخويا، نور كده على الماتور، قرب بالبلدوس. ايوه على الماتور ده. تشتغل في الاجهزه ازاي انت؟ معلش يا اسطى، يعني واحد واحد عليا. الله 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 ينور الله ينور. ايه الحلاوه ده يا اسطى؟ ايه الحلاوه ديت؟ كده كله تمام. عايزك بقى تعلق لي البلدوس ده في السقف. ماشي. وتبقى تجيب لي حاجه افرش عليها العده هنا وترحها لي المكتب ده على بره كده. ماشي. عايزك كمان تفرط شويه دسترات هنا يا شافعي، مش عايز افضل رايح جاي. كل ده انا هعمله يا اسطى. امال انت هتعمل ايه؟ بس سيبني انا اتعلم الشغلانه ديت، كان زمان خلصت الحاجات دي كلها. ما كانش حد غيري بقى حبيبي. اسطى بقول لك ايه؟ انت شلت الصبحيه حاجه كده من غساله جديده حطيتها في الغساله اللي انت صلحتها الصبحيه، طب انت شلت ايه وحطيته ايه وعشان ايه؟ شوف يا شافعي، انا احب الحاجه تطلع من تحت ايدي ما تشتكيش ولا اشوف وشها تاني. يلا يا خفيف، اسحب الفيشه ولم الغساله. اشيل الفيشه؟ ايوه يا اخويا. استاذ زيزو، انا عايز اقول لك على حاجه، بس انا بخاف من الكهرباء. خاف من الكهرباء؟ روح بقى اقعد في حته ناشفه، روح. المعلم عندي مستعجل على الحاجات دي، انت هتخلصها له امتى؟ اه انت كده بقى دخلت في اللي مالكش فيه. اتفضل اطلع بره، اقف على باب ما تجيش غير لما اندهلك. ارزاق، هكون ابويا علمني السمعه كان زمان ما يخطش لحد. يعني دخلت فيه شمال ما سكتلكش. راجل من العصر الحجري. راجل قديم عايش ورا خالص. اتم وتلاقي بنته اتم ازاي؟ ما شاء الله عليك يا شرشابي. عجبتك؟ ده انت نيلت الدنيا فوق دماغ الواد، ده كان عمال يقول لي وهو نازل ان انا هاخد بابا ونروح رقبه فاتحه. اه انا مش فاهم الواد ده جايب وساخه المخ دي منين؟ تقصد ايه يا شرشابي؟ لم الدور مع الراجل وروح قول له انك كنت بتهزر ولا اي حاجه. نبى رب تاخده هو وهي وتخلصني. وانت طالع بالليل ما تنساش تجيب العيش الفين والجبنه الرومي وانت جاي. هو وبنته خليهم يبقوا ثلاثه. عندك زي دي؟ بتهيألي بس عادي يعني لو مش عندي موجودة. كنت قلت لي انت انور على مصلحة كده عايزني فيها. كنت حسك يا زيزو، خلي المصلحة تمشي. ليه؟ حد وقف لنا فيها؟ اقول لي واقفين فيها كتير، بس المهم تقسم لمين بقى؟ هي دي يا معلم؟ يا ابن اللعيبة، هي عندك منها كتير؟ وكتير ليه يعني؟ مش الغساله بتاعت جارتك وخلاص ولا ايه؟ لا، ما انت فاهم بقى، الحاجات المتركبه دي مش زي الاصلي وبتبوظ بسرعه. لا، الحاجات اللي عندي نظيفه. لو تصدق اخوك الاي سي دي تعيش لحد ما الغساله تبقى حته صفيح. هلا بالحق، ركبت الكارته مكان الكارته التانيه وبقت زي الفل كمان. لو قول لي انور، هي الكارته دي زي ديكها بالظبط؟ يعني مفيش فرق بينهم؟ هي هي، الاي سي بس هي اللي مختلفه. مصانع شرق اسيا بقى اللي بدير السلم. غير الاي سي وعيش حياتك. هركبه وبعدين ابقى ارجع لك، بس انت راسينا على المصلحه الاول.
سفارات بتاعت الدش. يا زيزو الدش بيتنظر يا اخي. هنحط فلوسي على فلوسك ونجيب لوكشة ورزينا الله. ايه مصلحة السفارات دي مع انها لسه ما ضربتش في السوق، بس انا مش وراك فيها وانا مغمض. خلص شغلك بس وارجع نرتب ورقنا. ماشي، بكام بقى ريس؟ يا سيدي لما تشتغل هديك ضمانه يومين. ربنا يخليك يا ابو نور. سلام. زيزو اوعى تسيح بقى في المصلحه بتاعت الدش. زيزو ما تجيش هنا تاني، ما تجيش هنا تاني يا زيزو. هسلم اخويا. لا بس انت بدعتي النهارده يا لولو. طب يلا شدي حيلك واعمل مجموعه وانا هشرح لكم الاورجانيك كيمستري. بس بقول لك ايه، المره دي بفلوس بقى. بس كده يا ستي انا هي اللي افندم. هتيلا بينا وصلت معايا ولا ايه؟ التاكسيات كتير. بطلي رخامه بقى وتعالي. انا اسفه يا ستي كنت منفعله شويه. ماشي يا مروه، بس صدقيني لو اللي حصل ده اتكرر تاني انا مش هعرفك ابدا. لا خلاص والله، انت عارفه لبنى صعبانه عليا قوي. انا عارفه ان هي ملهاش اي ذنب في الظروف اللي هي فيها. انا مش فاهماكي، انت بتحسسيني ان لبنى دي بتشحت مثلا. يا بنتي لبنى ظروفها احسن من ناس كتيره قوي. طب والنبي تعرفي تصالحيني عليها؟ انت مش محتاجين وصايد، لبنى طيبه واكيد هتسامحك. تفتكري؟ تعالي اوريكي يا ابني بقى. مخفاه الزفت اللي انت عملت تشربه ده حرام عليك نفسك. كمان يعني كمان مش واخد عليه يا ابني. ما هو لازم نجرب الحاجات دي لانه محدش واخد منها حاجه نفس. وبعدين ده هم دول اليومين اللي بنعيش على ذكرياتهم. يا عيني انت بقى جاي من السويس عشان تصرف فلوسك هنا في الهباب ده. بقول لك يا عم وليد، مش عشان اصحاب تدخل في حياتي الشخصيه. هو انت هتعمل زي ابويا؟ ده انا اخترت تجاره عين شمس مخصوص عشان ابعد عنه واريح دماغي منه. حياه ايه وشخصيه ايه يا شريف؟ انت هتعمل فيها بني ادم؟ بقول لك يا شريف، انت شكلك مش بتاع مذاكره، وشكلي هقول لك باي باي قريب قوي. حاضر حاضر. صباح عليكم يا باشمهندسين. اهلا بكر، ازيك؟ عليكم السلام ورحمة الله. ماشي يا شريف، هسيبك انا بقى براحتك عشان تقعد مع اصحابك. ها ايه يا عم وليد؟ ما لسه بدري، هو اخوك زيزو ماسك لك العصا على الساعة كام بالظبط؟ يا عم لسه الساعة 6 المغرب. اقعد اقعد. لا لا، اصل انت باين عليك مش ناوي تذاكر النهاردة، وانا بصراحة مش فاضي للعبة بتاعك ده. يلا سلام. هو تخد الحباب زي سباكيت تاني ده؟ انت اخو زيزو مين فيهم بقى؟ انت تعرف زيزو مين فيهم بقى؟ انا اعرف زيزوات بعدد شعر راسي. جرايا بكر كده ما يصحش يا جدع، الله عيب. وليد ده صاحبي اخو زيزو عبد العزيز، تعرفه؟ لا مش انا، هو. لا انا اعرف زيزو حب العزيز. مع السلامه يا شباب الجماعات. سلام يا بكر، ما تاخرش المره الجايه. والله يا ابني عيب. ينفع ينفع اللي انت بتعمله في نفسك ده؟ ايه الاشكال اللي انت مصاحبها دي يا ابني؟ ما هي الاشكال دي هي اللي بتجيب لك الحاجات دي، والحاجات دي هي اللي بتقيم الدماغ دي، فما تضطرش تنزل للاشكال دي عشان تشوفها. قفلنا وجبرنا وبعنا. احنا قفلنا وجبرنا وبعنا وكله قسطة. اسمع بودانك يا مولانا. طب وايه الجديد؟ ايه اللي وصلنا له؟ ما هو هو وصلنا له. بس بالكارتة اللي معاليك جايبها من اسكندرية. لا طب ايه الجديد؟ ما تفهمني. الجديد ان غسالة سيادتك شغالة من غير الكارتة بتاعتك. صلحت اللي فيها؟ الاي سي. ايه الاي سي؟ الاي سي الاي سي الاي سي الاي. طب استنى استنى استنى، فهمني ايه الاي سي؟ ما تشغلش بالك، قول لي انت بقى، هي الكارتة كانت هتيجي بكام؟ 27 جنيه بالجملة. ايدك بقى على 7 جنيه تمن الغسالة اللي شغالة زي الساعة السويسري دي.
الله، تكلم بجد يا زيزو يا باشا؟ ما انت سامعها بودانك، شغالة ولا مش شغالة؟ شغالة شغالة، عليا النعمة. انت ايدك تتلف في حرير. لا حرير ايه، انت كل صباع من صوابعك دي يتحط في ورق سلوفان. شوف الصباع يتباع بكام. وانا بقى كنت ممكن العبها معاك روسي وانزل على اسكندرية اشتري ايسيهات واطوعك في 20 جنيه في الحتة. شوف بقى في 500 يبقى بكام. عمرنا ما هنختلف يا زيزو، بس انت خلصني وانا هخليك تنزل محافظات تبيع زي ما انت عاوز. يا عم عيب، ده انا معاك وربنا لو حتى عايز تعيد تصديرهم. هيبقى امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله من الليلة. انا بس اروح البيت اجيب هدمتين وفرشة كده عشان اريح فيها. انا مش همشي من هنا غير لما اخلصك بامر الله. صدق يا زيزو، انا عمري ما غلطت لما قلت ان انت غير ابوك خالص. سلام سلام. انا بجد غير ابويا، وبكره تشوف يا هنديل. لا، ودي قبل اخد الكارت عشان تردي لي زياره. تقول لي لا ما اقدرش، انا من البيت للمكتبه للكليه. طب انت كمان كنت مصدره لي الوش البلاستيك وعامله لي فيها سيده الجامعه الاولى. لو سمحت يا ناس. ايوه. ممكن الشنطه بعد اذنك؟ ليه، هو في قرار جديد بتفتيش الشرط ولا ايه؟ عندنا تعليمات بدل. والتعليمات بقى بتقول شنطتي انا بس؟ لا، والانسات كمان. بس يا ريت تفتح لنا الشنطه يا فندم. غريبه قوي موضوع التفتيش ده. تلاقي في حاجه ضايعه منهم بيدوروا عليها. ايه ده يا انس؟ ايه ده؟ ممكن الكرنيه؟ ايوه الكرنيه. ثانيه. هي ايه الحكايه؟ انا مش فاهمه حاجه. اتفضلي معايا يا انس. اتفضل معاك فين؟ انا مش فاهمه. اتفضلي معايا يا انس من غير شوشره عشان ابلغ. تبلغ عن ايه بس؟ مش تفهمني انا الاول؟ اتفضلي معايا يا انس وهتفهمينا كل حاجه جوه الوقت. كلمي بابا يا مروه وخليك لاميا. ماشي. بروح وراك اشتري من وابوك، القلب بقى مفتوح. اشجان من ايه والجروح. اشجان. ايوه. الفين مفك تيست وشدود لحاجه. بفك تيست اللي معلقه هنا ده وشيت لحم اخضر كده. نقدر نقدر. ايوه تمام. تعالي بقى. ليه بتعمل ايه؟ بس انت كده معايا ايه؟ هتلمي عزالك ولا ايه؟ حاجه زي كده. في حد مزعلك ولا حاجه؟ والله انا بتعب اسنان. امي امي مزعلانه يا شيخ. لا زي ما اقدرش اعمل لها حاجه. مفيش يا اما، هجيب بره قبل كده اسبوعين ثلاثه. خير يا ابني، كفالنا الشر ليه؟ عندي مصلحه كده اما هقضيها ان شاء الله. طب خير يا ابني، اعمل المصلحه دي فيها خير، وهتاكل وتشرب منين ازاي بس؟ ايه ما تعتبريش هم الاكل والشرب يا اما، هقول له الموضوع عليه بس مش هستنى. طب والحته دي بعيد عشان نجيب لك وكل وخنجات وكده. لا انا هتصرف. اه بقول لك يا اما. نعم. انا سايبك هتحط في المكتبه مصروف اسبوع. ها؟ طيب. انت تقدر تجيبي؟ طيب. هتشيل المرتبه لوحدك يا ابني بس. سيبك بس. اهو يا ابني. ايوه خدي بقى منهم 30 جنيه. اه عندهم 30 جنيه. خدي بقى 20 هنا. ايوه ده مصروف وليد، ولو احتاج تاني اديله. ها بس احنا لو احتاجنا لك في حاجه بس نجيبك منين يا ابني؟ انا هبقى اطلع عليك كل شويه المتر التاني. طب ربنا يفتحك. بقول لك ايه؟ شنطه العيد انا هطلع اخدها تاني. ها؟ لا انا هجيبها لك. انت بتجيب ليه؟ السلامه يا ضنايا. انا هنزلها واطلع. السلامه يا ضنايا. السلامه. ايه يا بنت اوعي كده، راح مشوارو جاي بسرعه. طب قولي يا زيزو رايح فين والنبي؟ بس هي بنت الناس الوقت شايل يا محمد. وانتي مالك انتي؟ حد كلمك؟ قولي يا زيزو رايح فين؟ رايح في داهيه ارتحتي. اوعي بقى تاخدك ما ترجع يا بعيد بحق جه النبي. والله يا بنت لو ما طلعت لك قطعك تقطيع. انا عايز افهم انتي مالك. قولي يا زيزو رايح فين؟ ها اوعي يا بنت طلع اشجان. هو معلش يقول لك انه جرى فتحته وهننضف في الشقه فوق وهيتجوز بعد شهر. تقولي يا اشجان جد يا زيزو؟ دي شنطتك؟ ايوه شنطتي، بس الحاجات دي كان عندك معمل النهارده؟ ايوه كان عندي معمل، بس حضرتك انا ما خدتش الحاجات دي من المعمل. يا فندم احنا اصلا اول مره نبقى خارجين من الكليه وحد يطلب يفتش شنطنا. هو في حد مبلغ عن لبنى بالذات؟ بالظبط كده، لان لبنى متبلغ عنها انها بتهرب مواد كيميائيه بغرض استخدامها في تركيب واستخلاص مواد مخدره. حضرتك ده اكيد بلاغ كايدي. ومين اللي ممكن يفكر يزيكي بالشكل البشع ده؟ ما اعرفش، انا اصلا ماليش اعداء. تفتكري مين ممكن يعمل كده؟ معرفش لبنى، معرفش. انا مضطر اكتب محضر بالواقعه واحوله الصبح لاداره الكليه عشان تتخذ الاجراءات اللازمه. محضر؟
يا فندم الموضوع ابسط من كده بكتير، ده مجرد بلاغ كايدي. الموضوع لو بسيط مش هترتب عليه اي ضرر للانسه، انما المواد دي لازم تتسلم لاداره الكليه عشان يحللوها ويشوفوا ايه اللي ممكن يطلع منها. يا فندم صدقني لبنى دي اشطر بنت في الدفعه، يعني استحالة تهرب حاجات من دي. وكمان حضرتك ممكن تسال فني المعمل لو في حاجه نقصت من عهدته، هو اكيد هيبلغ في ساعتها. هو ده اللي هتقوم بيه اداره الكليه يا انسه. اتفضل يا عم لطفي، ادي ال 4000 جنيه هما، انا عايزك بس تقشر مش تؤمر. والله لا عايز فلوس ولا عايز امد ايدي لحد، بس اعمل ايه بقى؟ الظرف اللي عندي لا بيصبر ولا بيرحم. انت يا اخويا ما مديتش ايدك لحد غريب غير لاخوك، بس المهم بقى صالح كده يتجدعن ويشد حيله ويسددهم اول باول. صالح ماله ومال السداد؟ بقول لك يا لطفي، ابنك جاني وطلب مني الفلوس دي عشان يسافر، وانا بيني وبينك قلت له لا. بس قلت له لا ليه؟ عشان يقف جنبك هنا ويساعدك وينسى موضوع السفر ده، انت هنا محتاج له في المكتبه. ليه كده يا ابني؟ ليه تعمل كده من ورايا؟ انت ايه عايز تتأثر رقبته في الشارع كله ولا ايه؟ يا ابويا انا عامل ايه طب دلوقتي؟ ما التأشيرات هتخلص ودي فرصه ما بتجيش كل يوم، بعدين يا سيدي يعني الحاج علام اخوك مش غريب. بقول لك يا لطفي، انا فلوسي دي عندك انت اخويا. انا بيني وبينك قاطعهم من لحم الحي، وكل ده عشان خاطرك انت. تمام؟ متشكر. لا متشكر على ايه؟ انت راجل في السوق وكبير وفاهم، القرش هو روح التجاره، لكن العشره والمعروف يا اخويا اللي بينا تحكم علينا ان احنا نعمل اكتر من كده مع بعض. طب استنى استنى استنى. ايه؟ استنى مكتب لك وصل امانه، ما حدش ضامن الموت من الحياه. ايه يا عم لطفي وصل امانه ايه؟ عيب عليك اما تقول كده. احنا اخوات يا راجل، دي الفلوس عندك تزيد ما تقلش. متشكر. يلا. السلام عليكم. السلام عليكم. حاجة. شد حيلك. السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا قوي. ألف شكر. استنى هنا. يا حاج لطفي، حاج لطفي. لك يا ست الكل، عايزة حاجة هتلاقي مكتب قدام على الشمال، مش فاضيين دلوقتي. أوعى أوعى. أنا عايزاه في حاجة بخصوص بنت لبنى. مالها بنتي؟ مش أنتي صاحبتها اللي جبت لها مرة قبل كده؟ أيوة يا حاج. مالها لبنى؟ أنا آسفة يا حاج، لبنى ممسوكة في قضية تهريب مخدرات من الكلية. يا نهار أسود. طب ممكن حضرتك يعني تاخديني معاك نوصل لها؟ سوري يا حاج مش هينفع، أصل أنا عندي مواعيد متأخرة، بس أنت لازم تلحقها قبل ما يرحلوها على النيابة، أصل دي جناية يا حاج. حاضر حاضر. سلام يا حاج. مع السلامة. شايف تصرفات بنتك؟ هنعمل إيه دلوقتي؟ نعمل إيه في إيه؟ إيه في المكتبة وتعالى نروح لها. طب هات ده أنا هطلعها أحطها فوق وأنت قفل بسرعة وهتفضل. يا صالح تعالى إيه؟ نقفل المكتبة ونلحق أختك. عبد العزيز. تعال الحقني يا عبد العزيز. خير يا عم لطفي في إيه؟ لبنى يا عم عزيز ماسكالة في الكلية، في مشكلة مش عارف في ايه. مالها يا عم لطفي؟ مش عارف ماسكالة في الكلية، بيقول في مشكلة. وانت ايه اللي عرفك وانت قاعد هنا؟ صاحبتها انا جت قالت لي دلوقتي ومشي بعربيتها. خرسك. ولا عبد محمود القربي تعالى. يا مؤاخذة يا عم لطفي، احنا هندخل بس الحاجات دي عندك لحد ما نيجي. طب يلا يا ابني يلا بسرعة الله يخليك. استنح ليه؟ ما تشيل شنطة القطة دي ودخلها جوه. نزل هنا نزل هنا. يلا جبت المفتاح؟ طب هاي اقفل يا ابني. معقولة يا عم لطفي لحد دلوقتي في الكلية؟ انا لسه جاي لي دلوقتي. فين تاكسي يا عم لطفي؟ تاكس. اوعى يا ابني. تاكس تاكس. لا مؤاخذة يا اسطى معلش، جامعة عين شمس. اركب يا عم لطفي. رايح فين؟ رايح فين؟ رايح فين؟ بكرة على الأصل. وقد تم استجواب الطالبة المذكورة سين. دي شنطتك؟ فأجابت نعم، وحال فتح الشنطة عسر بداخلها على عدد 2 أنبوب معمل بهم مادة سائلة مسدودتين بسدادة مطاطية. سين، بماذا تفسرين وجود هذه المواد بشنطتك؟ جيم، لا علم لي بها. سين، هل أخذتيه من معمل الكلية؟ جيم، أنا لم أخذ شيئا من المعمل، وتم الاستجواب في حضور زميلتها. كرنيك يا أنسة. حاضر. كنت معاها في المعمل النهاردة؟ أيوة يا فندم، وما حصلش إن أنا شفتها خدت أي حاجة، وعمرها ما خدت حاجة قبل كده. صدقني يا فندم ده مجرد بلاغ كايدي. ما انا مهما اقول لك مش عايز تفهم. اجيب لك آلة حاسبة تاخدها معاك البيت وتفهم على مهلك؟ ده خفة الدم والفخاخة اللي انت فيها. ايوه طبعا لازم افهم ولازم احسبها.
لكن قسما غضبا لو طلعت ضحك عليا في مليم احمر. والعيش والملح اللي بينا اهو ابتدينا نكذب اهو. الحته في الكارت واقفه 30. نعم يا اخويا. انا مزيز هياخد 10. وياخد 10 ليه؟ عيل زي ده كفايه عليه قوي 5. ده لو مسك في ايده 5000 جنيه هيتصعب علينا، محدش هيعرف يلمه. الواد ده لازم نخليه معانا، خلى النشافه بقت غساله، وبعدين انت ما تعرفش مكسبنا هيطلع قد ايه. انا هوافقك، بس قسما عظما كمان مره لو ضحكت عليا لولع فيك في شارع عبد العزيز كله. لبنى بابا العين يا بابا انا مستعملي عايزاها يا بابا. ايه يا باشا؟ بص يا باشا عايزين نعرف ايه اللي حصل بالظبط. انا اخوها الموضوع بسيط، هنحاول تحقيق اداره الكليه وهي اللي هتاخذ اللازم، ولو غريقه ما تقلقوش. والله ما عملنا حاجه. سامحني فهمني بس بنت حصل منها ايه؟ اتهمنا بايه عشان ابقى فاهم؟ بنت حضرتك لقينا معاها حاجات وهي خارجه من الكليه، هي بتنكر وتقول انها مش بتاعتها، التحقيق الاداري هو اللي هيثبت ده او هيقول فيه. على اذنكم. يا بابا انا ما عملتش حاجه والله ما خدت حاجه والله والله يا عزيزه صدقني ما خدتش حاجه. اهدي طيب اهدي عشان نفهم عشان نعرف نتصرف. تعالى يلا يا عبد العزيز يلا نروح. يلا يا عم معاك 5 هتاخد 10. توكل على الله. شوف بقى يا عم لطفي اديني المفتاح. يا لطفي انت كنت فين انت وبنتك والمحروس؟ تعالى يا زيزو. دقيقة واحدة يا ريس، دقيقة واحدة بس والنبي. تعالى هات المفتاح، انا حاجاتي جوه هجيبها واطلع لك ان شاء الله المفتاح. شكد على عزيز يا ابني. مش عايز حاجة؟ ايه؟ مش عايز حاجة؟ لا كتر خيرك يا ربنا يخليك. عم الشارع يا ما كنتش بتسأل على شغل ليه استغبيت؟ مين ده يا معلم؟ أنا أهو. كنت فين أنت والمحروسة وأبوها؟ كنت فين مين؟ عمك لطفي. أه لا لا ما أنا كنت معدي كده واخد بالك؟ فلقيت الراجل تعبان كده كشف في نفسه نادى عليا، رحت داخل لقيته تعبان قوي، جبت بقى البنت ورحنا ودناها المستشفى. ابتدوا تقوم من ضغطه طلع كام؟ لا لا الله طلع كام؟ 130. هو يعني 130 كل يوم 130؟ ده 130 فوق وكام تحت يا معلم؟ 90 تحت. والسكر ده كان ده السن العادي يا ابني، ولو اني مش مصدقك لكن تعالى انا عاوزك. مش عارف ايه عدم الثقه دي يا معلم، مش واثق فيا في اي حاجه بقولها. يا جدع عماله بقالي ساعتين بناهد فيك عشان تنزل لي 20 جنيه، مفيش فايده فيك يا ست. انت طلعت مصاري من ابويا من الصبح بس قلت لك مش هنزل ولا جنيه. ما عجبك الكلام ده يا معلم؟ في ايه؟ كانت واخده ثلاجه وكانت واخده مروحه وبتاعت ناموس وقال عايزه تعمل مصحه وتنزل، قال 20 جنيه. 20 جنيه؟ في ايه؟ نزل لها 10 جنيه ولو مش عاجبك روحها. ربنا يخليك يا راجل. يلا ادعي للمعلم، ادعي للمعلم قدامي. فاكر من زمان كده لما قلت لك تعالى اشتغل معايا؟ كان زمان زجاوتك دي ضربت في 10 في 20 في 100، كان زمانك على الاقل دراع اليمين. كل شيء نصيب يا معلم وربك بيقسم الارزاق. ونعم بالله. قول لي بقى بتجيب الكارته القنديل من ايه؟ كارته تقيله مؤاخذه مش واخد بالي. الكارت يا واد اللي بنعمل بيها المصلحة. مصلحة مصلحة مش فاهم برضه يا معلم يعني. والله ده اللي قلته. كلها كمان 3-4 تمارين كده وتخش السبق، وفي السبق هيبقى لك مشجعين ويمكن تكسب كمان. سبق ايه يا معلم بس ومشجعين ايه؟ سبق الجري يا رجليه في شارع عبد العزيز يا رحمة. ركز يا واد معايا، العنباية لها وقت تطيب وتستوي فيه، اوعى تقطفها بلوانها، فاهم؟ فاهم يا سيدي المعلمين، توكل انا على الله؟ تكر ما تأمرنيش بحاجة؟ ما أمر عليك ظالم يا ابني.
الله خلفت عبد الرحيم. يعني اروح منك فين؟ اروح منك فين يا صالح؟ يا عم الحاج انت حد عمل لك حاجه دلوقتي؟ يسيب الغيبه وصلنا عشان نطمن على اخرك. وانت قاعدين زي الحريم. لا اله الا الله. يا عم انا عبيت ما طلعت اشيل الفلوس ونزلت لقيتك مشيت، وبعدين مش الواد اللي اسمه زيز ده معاك بالواجب؟ عايز مني ايه بقى؟ وانت ما حصلتناش ليه؟ ما قلقتش علينا ليه؟ يعني النهارده لو موت اختك بتشحد يقف جنب مني؟ يا ابويا ما انا بقول لك لما نزلت لقيتك مشيت، قلت اروح انجز انا في مشواري بسرعه وارجع اشوف انت عملت ايه؟ مشوار ايه بس وزفت ايه؟ انت ما عندكش دم؟ شفت بقى ابتديت تغلط ازاي؟ مع ان انا ما كنتش بلع، ده انا خدت الفلوس اديها للراجل عشان الحق التاشيره. تاشيره؟ تاشيره؟ روح يا ابني، روح الله لا يسيئك، روح. انا عارف اني مهما عملت مفيش حاجه هتعجبك، طمني بس الاول عملت ايه في موضوع لبنى ده؟ روح يا ابني، روح الله يصلح حالك. براحتك بقى. على خير تاني. ما اعرفش يا بابا ما اعرفش. يكونش المعيد الغلس اللي انت قلتي لي عليه ده هو اللي عملها عشان يخلص منك. مش للدرجه دي يعني. ما بتدافع عنه كده ليه؟ مش بدافع عنه ولا حاجه، هو ممكن يعاكسني يتمنظر عليا عشان ابن رئيس القسم، بس يعني مش قوي كده. امال مين؟ مش عارفة يا بابا، عشان كده مش عايزة لا اتهم حد ولا اظلم حد. طب هي الحاجات اللي لقوها معاك ديت يعني اي حد ممكن يشتريها من بره ولا ايه ده؟ مش فاهم انا. مش كل المواد. الحاجات اللي لقوها معاك ديت قلب الله حطها في الظرف من انهي نوع؟ مش عارفة، هيبان بكرة بعد التحليل. يعني احنا في موقف خطير. ما مرش عليا موقف زي ده في الجامعة قبل كده عشان اعرف، بس يعني لو المواد دي طلع فيها مادة مخدرة هيبقى خطير. ربنا يستر بقى، ربنا يستر. تعالى كده بقى، محتاجة محامي يجي معاكي ويقف جنبك ويقول لك هتقولي ايه وما تقوليش ايه. انا اللي مكلمني بس مين؟ مين ليه مصلحة انه يحطم لك حياتك ومستقبلك ليه؟ مين ده؟ انا بكره اروح الجامعه واشوف ايه اللي حصل هبقى اقول لك بقى. شوف الواد كيف كان عايش في البيت لوحده. عايز ايه؟ انا اكون عايز ايه يعني؟ هو انت ما تعرفش تتكلم ابدا وايدك جنبك؟ عمري. قول لي بقى انت كنت عايز تقول ايه؟ بس وطي صوتك لحسن اختي تسمعني. طب ما تسمعها، وانا كده كده مش هتكلم غير لما نخش الخانة. النهارده مش هينفع، اصلها طالع في دماغها تنظف الشقة أوضة أوضة. انت اتصعبت يا بت ولا ايه؟ اشمعنى المرة اللي فاتت؟ ياض المرة اللي فاتت كانت راقدة عيانة في أوضتها. الله، طب ما نشوف ايه اللي عيانة، نخش بقى. طب والله لو ما قلت لي انت ايه المفاجأة اللي انت جاي تقولها لي لكون داخلة وسايباني. استني بس كده مالك؟ اسمع، خدي اتفرجي على ده وادعي لي. ايه ده بقى ان شاء الله؟ فيلم عربي؟ عربي؟ قديمة قوي انت ولا ايه؟ اجنبي يا بت، وبعدين انت مالك؟ ما تتفرجي وخلاص. هو اكله وبحلقه. شوف انت بس اختي كانت نايمه امتى واندهيني بقى. طب بس قول بقى ما تبقاش رخم. ما هو طالما ان انا هين عليكي ان انا انزل زعلان كده ومكسور الجناح يبقى مش هقول لك. يا تقول بقى، بس بقول لك ايه، ما هو يا كده ليلى تاخد شريطك يا عم ومش هتشوف وشي تاني. مالك حمائي قوي كده ليه النهارده؟ طب تعالي. انا دفعت فلوس التاشيره. نعم يرحمك. انت صعبات يا بت ولا ايه؟ انت مش عارفه ان امي ميته؟ انت هتسافرينا بقى. وايه يعني يا عبيطه؟ ما احنا على اتفاقنا برضو. اتفقنا؟ اتفقنا ايه يا صالح؟ انت كده بتضيعني وبتخلع. يا بت اضيعك ايه؟ ده انا اللي من غيرك اضيع. شوف ان انت بس اختي كانت نايمه امتى واندهي. طب لا بقى يا صالح،
انت مش هتسافر غير لما نكتب الكتاب زي ما اتفقنا. واكتبه ازاي؟ اروح امك وابوك وامك مسافرين. خلاص يبقى ما تسافرش وخليك قاعد لحد ما يجوا في الاجازه. لا والنبي يا بنت، انت عبيطه ولا ايه؟ ده انا ما صدقت اخد التاشيره. وبعدين يا عبيطه، السفر ده مش هيغير حاجه من اللي بينا. نتكلم بقى بعدين على الرواق. سلام. استنى انا بس مسيبنيش تاني. بقى نتكلم بعدين. الليل الصبح. نعم يا سيدي. يا عم بص لي، عايز ايه؟ مش تتكلم معايا عادل يا صلوحه. يلا يا عم والنبي اتكل على الله، مش ناقصينك. بقول لك ايه يا انت، انا محترمك عشان ابوك راجل طيب، لكن وديني ممكن اعلم عليك على ما تفتكرني بيها العمر كله. ولا شغل ساعة عبد العزيز ده ما تعملش عليا. ايه؟ اتفضل يا عم. في ايه؟ البس الشاي بتاعك جاي متحطر عليا. مؤاخذة يا حاج لطفي، عشان المفاتيح. وبخلي بالك من صالح شويه، عشان يعني انت راجل محترم وطيب، ما عملكش وضع في العمر. قلنا يا اخويا خليك في حالك. شكر يا عبد العزيز، شكر. بص لي بقى وصدقه ده كمان. حاجة لله يا ابو، اديني حاجة لله اتعشى. ده انا زي ما انت شايفة مكسح، اما انت بقى عليكي جوز كوارع. وحياة امك لا مكسحات بجد عشان تقضي بقية عمرك زحف وتستحق الشفاء عن حق. ست سناء وربنا ما كنت اعرف انك انت. انت مقضيها عامة زي ما انت مقضيها زحف يا واد. صدق ان انا اللي حربيك. ايه يا واد انت وهو في ايه؟ ما كل واحد يروح لحاله. ابوس ايدك، بلاش توديني للمعلم شرشابي. لما انت خايف من الضرب عامل فيها ابو الرجاله وبتعاكس نسوان الشارع ليه؟ لا الواد ده سرق منك حاجه؟ هو يقدر بس بربيه عشان ما يبصش لاسياده بعد كده. وصلي على النبي بس عشان ما تعمليش فضايح، مش عايزين لما. انا حاسه اني ما اسيبوش قدام المعلم الشرشابي. انا هجيب لك حق. خلاص ابوس هتجيب حقي منه؟ سيبيهولي بقى يا سناء بقى، ما تعملناش فضايح بقى. ابوس ده كلها اتلمت. يلا يا حبيبي توكل على الله، توكل على الله. يا ده انت اللي بتعمله ده يا جدع، ايه اللي بتعمله ده؟ حد يقع الوقعه دي؟ يالا حد يقع الوقعه دي؟ لا ده انا كده عمري ما هسامحه فيهم الاسود. يا ستي قلت لك استني بقى، انا هجيب لك حقك على جنب كده. بس يا زيزو اعمل فيها اللي يرضيك والنبي. كتير الحنيه دي يا زيزو. يلا يا جدعان كل واحد يشوف مصلحته. اتفضل يا اسطى، توكل على الله، توكل على الله. يا معلم شرشابي، يا معلم شرشابي. الحق يا معلم. بنتك سناء عم تتخانق في الشارع. سناء، سناء يا معلم. اتفضل يا معلم. يا فين يالا الخناقه دي؟ اهي عزيز جايه من هناك اهي يا معلم. انت ابوكي واقف، الله يخرب بيتك. من هناك مفيش اي حاجه يا معلم، الحمد لله كله تمام. انت يا بنت كل ما تنزلي في اي حته تعملي لنا مشاكل يا معلم. اصل الواد مرعي عليك. انا عايز اعرف ايه انا عايز افهم يعني الواد يعاكسني وما اتكلمش؟ ما انت عامله له كده لازم يعاكسك يا معلم. ده هو الواد مرعي ايه؟ نزلك اساسا هو انت على طول منظري مش عاجبك؟ هو اللي اتنزل عليه. ايوه مش عاجبني طبعا. ايه عايزه ايه؟ ما تقول لنا احنا نجيب لك اللي انت عايزاه. يا معلم ما يصحش يا معلم، احنا قدام المعرض ما يصحش. انت مال اهلك انت؟ واحد وبنته بيتكلموا، تتدخل ليه؟ ده موضوع عائلي. خور ياد من هنا يالا. ماشي. وانت كمان خور اطلعي لام. يعني مش هجيب الدواء لامي؟ هجيب انا الدواء لامك يا رب يكون سم هاري. اطلعي يالا، يلا يلا بنت. خوري جاتك داهيه. وبعدين معاك يا زهر، هتفضل مع ندني لحد امتى؟ ايه يا دنيا؟ ايه يا دنيا؟ هتفضلي مساساه مع ناس ايديهم طايله وناس لا؟ انا اللي قلت غمزت وبصحى بلاقي ايه؟ بسريايه سبتها تقع ليه؟ دي بتجيب الحظ. لبشت جتيت الله يخرب بيتك. انت بتروحش بيتك ليه؟ سألت عليك الجماعة قالوا لي غايب بقاله جمعة. أروح أعمل إيه؟ اللي ما هوش يعش عياله يروح يعمل إيه؟ أنا حاسس إن دماغي هتتفرتك يا بكرو. بقول لك إيه؟ معكش حتة بني. عيب عليك، وضع فرقة واتساكة صاحبي. أهي. هي دي يا معفن؟ هو ده اللي بعرف أكشه من إرشادات الزبايد. أنا خايف يا بكرو. اروح اقص الاقي الدور كله بح والمصلحه خلصت ونرجع نتسول ونسال حق النشوء تاني. انا بقى مسكت في اول الخيط بس مش عارف الاقي اخره. احنا لسه هنلضم ابره في كوم قش. انا بقول لك انا عايز حاجه في السليم المعوج عشان نخلص خالص. اول مره تبقى متسرع. العمليه دي عايزه تستوي على نار هاديه. نار هاديه؟ واللي قاعدين في البيت دول يموتوا من الجوع ويبقى ذنبهم في رقبتي. طب اسمع مني بقى ودورها في الجبجوبه. ارغي. انا قابلت لك مين؟ مين؟ وليد. حصل لنا القرف يا عم. ولا جايبه يطلب ايد بنتك؟
بقول لك وليد ده اخو زيزو اللي حابس دبنا وماسك علينا التسجيل ابو بابين. يا ابني انا مالي ومال الزفت ده، انا في المصلحه اللي هتروح دلوقتي. وليد ده بيذاكر بعواد اسمه شريف، شريف ده كيف، وانا اللي بسلكه في البودي وبيدفع فوري. يعني احنا هنأدمن وليد اخو زيزو ويبقى هو سكتنا للتسجيل اللي معاه. هو ده الخيط اللي انا ماسك اوله، بس مش عارف الاقي اخو. اسمع يا باكو، وليد ده ليه في الكيف؟ كيف يعني؟ لا، عيل كده لطيف، ما بيدخنش. ما بيدخنش خالص. صح. هي كده يا دنيا. لما هو ما بيدخنش، هنخليه يشرب ازاي ويأدمن؟ ارميك في الميه دلوقتي؟ انا ايه منك ولا من مين؟ وقعت الحشيش يا شبرا، الله يخرب بيتك. قلت لك رميتها ليه؟ يعني ايه مش فاهم؟ امال راح فين؟ الله، وانت قاعد في المخزن بتعمل ايه؟ اقفل المخزن وروح دور لي عليه، ان شاء الله تجيبه من تحت قطيع الارض. استنى. واسم مين؟ مؤاخذة يا معلم، أنا عارف إني اتأخرت عليك، بس وربنا كان عندي مشوار. لا أنا زعلان منك يا زيزو، إحنا متفقين إنك أنت هتفرغ نفسك وتفضي نفسك، وأنت عارف اللي فيها، في 500 قتيل تحت، عايزين نغسل ونطفي. طب أنا أعمل إيه يا معلم؟ يعني أنا بميت إيد؟ ما أنا لميت فرشتي وعدتي وقعدت أهو معسكر مغلق في قلب المكان. على فكرة، معلم شرشابي قابلني وقعد ينبر، يكلمني عن المصلحة وشوية يقول لي الأيسيهات، هو عارف حاجة؟ وبعدين؟ لا أنا لا 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 عيب، أنا حبيت أقول لك بس. طب بقول لك إيه؟ موضوع الإسهاد ده ناقصك حاجة؟ أنا ممكن أكلم الراجل بتاع اسكندرية يبعت لك شوية. لا يا معلم، أنا بأمر الله هدبر اللي يغطيني ليلتين، وهسأل في بقية الكمية وأرد عليك. ماشي. طب أنا هتوكل على الله؟ السلامة. أنت مش عايز حاجة مني؟ لا مش عايز حاجة. أنت عايز حاجة؟ 120 جنيه. 120 جنيه؟ 120 جنيه. ليه؟ بقى شغل بقى، بلم حاجات كده رفايع يعني، وبعدين اخصمهم بقى انت، ما احنا بنجمع مع بعض. الله يصلح حالك كده. 140؟ 140 دول؟ 120. وانا قلت كام؟ انت نسيت 120. انا قايل 140 يا معلم. لا انا جمعتها غلط. 140 140 140. يبقى كده ليك في رقبتي 120. سلام. ايه ده شغل عفاريت ده ولا ايه؟ يا بكره حاسس ان انا دماغي بتولع. ده انا دماغي اللي بتصير يا شبرو. فين افكارك اللي كانت في السليم المعوج وجراش الجراش ونوباركنج يا معلم؟ الجراش ما فيهوش ولا فكره. ولا فكره؟ مش ناوي ترحمني من صدى الصوت ده؟ طب الحق سدارتك يا اسطى، الغباس غطف البايه. 100 100 بحر النيل كده. هنعشي العيال النهارده يا اسطى. طول عمري بقول لك الصبر مفتاح الانبوبه، بس مين اللي يفهم؟ لقيتها باكرو. على النعمة انت عيل مطقطق وكلك مفهومية. مين بقى اللي يقدر بوابي؟ اسمع، خليك مع الواد وليد لحد اخر المشوار. ايه ده؟ هنأدبده يا اسطى؟ ان شاء الله حتى ما طفحه. انت مش بتقول ان الواد شريف صاحبه هو سكتك في البني وبتسلكهوله؟ وما يعرفش حد غيري. حلو، يبقى نأدمن وليد ونقدر ناخد منه التسجيل. طب ايه رايك بقى ان زيزو هو يبقى السبكه اللي نصطاد بيها السبك الكبير؟ مين؟ زيزو يا اسطى. زيزو تفتكر هيوافق؟ لا مؤاخذه، ام كانت دايما تقول ايه؟ عندك ام؟ كانت فيه يعني زمان. كمل. الزن على الودان امر بالسحر، وده ابوه بايت وفي رقبته عيل بيتعلم وامه ما وراهاش معاش، بس ديله ودراعه ازاي؟ هو ده المهم. يا سلام يا باكرو، كده انت سلمتها لي متشفيه.
وليد اخو زيزو ودراعه الضعيف، لما نلويه زيزو جن ونخ. قوم قوم يا واد بينا. يا عم نقوم نروح فين؟ استنى يمكن بحر النيل يحدف علينا بلطيه اخت الرابيتا. لا لا لا، البلطيه اللي بره اكبر بكتير. طب هات السيجاره دي. قوم بينا. خليك انت قادر تقوم. قوم يا جدع بقى. طب اخد نفس طيب. قوم يا واد. ابعت لي شويه اشعه عند استاذ انور يا نصر. خلص بالصلصه يا عم سلامه. سلام ورحمه الله وبركاته. يا واد فتح يا واد. كل يا شباب. كل زيزو. كل زيزو. ابن حلال، ده انا لسه كنت رايح لك المحل اهو. استنى بس يا زيزو. معاك جنيه ونص فكه؟ ليه يا عم؟ بس بجيب تمن حلاوه. خلاص يا سيدي، معلش يا عمنا الحلاوه دي عليا. باشا جميل. اسمع بقى حلاوه، عملت لي ايه في الايسات اللي انا طلبتها منك؟ مش هي الغساله بتاعت جارتك في اوضتي؟ ايه بقى لازمه الايسات دي كلها؟ يا جدع خليها بيني وبين نفسي كده وانا ابقى فطمك. يا ابن المؤذيه. يا ده راح اجيب تمن حلاوه، ليه كلت اللانشون؟ ده هو حب كرانشون يا عم انور. حب كرانشون يا عم انور. كرانشون يا عم. يا انور. ياخد النكوكه. يا انور. يا انور ما تعملش عقلك بعقل الواد. كنا بنقول ايه؟ الايسات. اه صح. جيب لك الكميه اللي انت عايزها كلها. الكفوك دول وزياده كمان. ها هتحاسبني على كام بقى؟ خلي بالك انهم مش ليا. 5 جنيه. فاصل انت بقى مع زبونك في 7. رجوله انا وفواتيرك بقى وكده. ها حضره مش قال الاوان بقى نحط القرشين بتوعك على القرشين بتوعي ونقول يا هادي؟ والله العظيم انت رجوله يا قمر. بقى اسف دخلني معاك في مصلحتك وقاسم كمان. لو خايف بلاش. وانا خايف منك برضه يا صاحبي. ماشي يا كينج. بص بقى، هي خبطه واحده ونقف على البر التاني ونقرا الليله رايحه فين. بس وحات رحمه ابوك ما تقول حتى لامك واخوك. يا جدع رقبتي وبامر الله بكره الصبح فلوسك تكون حاضره قدامك. ماشي؟ قشطه. سلام. يبقى اشرب انت الشاي بقى. يا زيزو. ايه ده؟ الشاي ده على حساب مين؟ على حساب زيزو. قشطه. بص بقى، خده وهات لي فخفخينه. فخفخينه؟ عم انور انا نفسي استفيد منك بحاجه. عم انور مش كده؟ عم انور انت هتجنني. الفخفخينه هذا على حساب زيزو. ايه رايك بقى معلم زيزو في النظافه اللي انا عملتها ديت؟ قلنا الله ينور عليك يا برنس. بص بقى، انا ليا طلب عندك. كلم المعلم قنديل بحبحت قرشانات عليا لحسن شدد عليا قوي. المعلم قنديل شدد على اخوك كمان وهقعدت ايده على الكل. هنعمل ايه؟ صاحب راس المال جبان يا صاحبي، واللي يحط القرش بتاعه في مصلحه كان قبره اتفتح. يا اما ربنا سترها معاه يا اما القبر بتاعه بلعه، وساعتها بقى ما تجص عليه الا الرحمه. نفسي اعرف بتجيب الزكاوه دي منين؟ بالايام. عندك قصه؟ عندك قصه؟ بالله عندك قصه؟ عندك حبيبي ده شقيان وتعبان. عندك هنا الفرشه لو حبيت تريح ساعتين ريح. خلاص ما تشغلش بالك. لا 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 يا حبيبي، عمك انت تعبان اخويا. جدعنتك بقى يا شافعي ان ما احسش بيك نهائي، لا رغي ولا كلام ولا لكلكه ولا اي حوارات تفتحها معايا طول ما انا شغال. اعمل لك كوبايه شاي قبل ما انام. لو احتجت انا هبقى اتصرف. ماشي. مش هتحس بيا خالص. نسمه. يا الله. اخرب بيتك، انت لحقت تنام عشان تتأخر. يا ابن الايه يا مصحصح؟ ده انا دخت في مساله الجرد دي وما فهمتهاش، تخيل. يا ابني عشان تعرف ان الحاجات اللي مش عاجباك دي شربها بيقوم الدماغ دي. لا والله انت بتنايل والنبي اتنايل. يا ابني ده تخيل يا ابني، ده اكسبريشن سمعته من الكيفه. بس بقول لك ايه؟ لو الواد ده بتاع الحشيش ماشيين انا الاول. اه انا مش ناقص وجع دماغ. يا عم طنش تعيش. خرب بيت الحشيش اللي هيوديك في داهيه يا ده. ليه يا بس يا عم شريف؟ ليه يا بس يا بكر؟ اتفضل، مفيش ذبايح. انت عارف يا صاحبي ان انا اخر سجارتين بتلف فيهم. سنفول يا باش محاسب. اهلا، ازيك؟ طيب ماشي بقى، انا
هسيبكوا عشان تعرفوا تظبطوا دماغكوا كده ومعكننش عليكوا. ها سلام. على فين يا وليد؟ ما لسه بدري يا ابني، اقعد انفخك مسألة تانية. ما معلش نكمل بعدين، اصل انا كده اتأخرت. مستعجل ليه يا عبد الوسطى؟ هو الكتاب ده مفيهوش صور؟ بعدين اخوك كان ليه علام جامد قوي زمان. الله. اخويا مين؟ زيزو؟ لا، اخوك اللي هو ده، واعوذ بالله من قولة اخوك. بس اخوك زيزو ده واخد السبع دخان، لفيت عليه في كل الزيزوهات اللي اعرفها بلقيتوش، كأنه فص خل وداب. يبقى اكيد ملوش في البني ولا في الحاجات دي. طب انت تعرف البنت إلهاب؟ إلهاب مين دي كمان؟ يا عم البنت إلهاب البيضة التخيطة دي. الله، الا مالكش لا في البني ولا في الابيض، امال ليك في ايه يا ابني؟ مع ان الاتنين هما نفس الاتجاه. طب انت تعرف عني كده؟ انا لا اعرف الهام ولا انغام. يلا سلام. بس لي على عادتك. يلا سلام يا وليد، ما تتاخرش بكره زي دلوقتي ان شاء الله. صحيقه، شوف دي بقى. ايه دي يا صاحبي؟ دي صفه ابليس. جرى يا بكرو، ما انت كل مره بتقول نفس الكلمات دي وفي الاخر بتطلع دي شبه دي. يا عم اسمع اللي بقول لك عليه، كل اهل قريش كانوا بيشربوا بالضيق، هم راحوا جهنم بشويه لفيت سجاره. لا لا، خد انت تعامل، انا لسه ضارب لي بتاع خبورين طالعين من نافوخي. يلا بالدجاح ان شاء الله. احنا هنستنى كده من غير ما نعمل حاجه؟ ربنا يبعته يا بنتي، انا هين عليه انزل ادور عليه بنفسي. والله انت كده كتير يا مرت خالي على الفاضي، يعني هو مدام بيروح يذاكر كل ليله عند صاحبه يبقى نقلق ليه؟ يا بنتي بقول لك اتاخر على الميعاد كل ليله، اجيبك منين بس يا عبد العزيز تشوف اخوك؟ صلي على الاشفع فيكي وقومي ننام، خمس دقايق وهنلاقي داخل. عمره ما عمل. اها بيخبط. اها ما تزعجلهوش، خليه ياكل لقمته وينام. مين حضرتك؟ مساء الخير. سلام عليكم. دي شقه وليد عبد الرحيم فضل؟ ايوه. طب هو مصروف في الاسم والمخدرات. سبتي يا مصيبتي يا ابني. الحقوا بقى قوموا له محامي لحسن، ده كده ممسوك تلبس. يا لهوي يا اخويا، يا لهوي انتوا يا جدعان. استغفر الله، بس يمكن في حاجه غلط. حاجه غلط ايه؟ ده مقبل والواد في الاسم. اجيبك منين يا عبد العزيز؟ مين يجيبني يا ناس؟ مين يجيبني يا ناس؟ انا عارفه مكان عبد العزيز زين، هاخده في رجلي واجيبه. اجي معاك؟ لا لا خليك يا عبد العزيز هيتصرف. اخوك وليد راجل البيت وقال انه متلبس بمخدرات وهيرحلوه على النيابه. يا نهار اسود، لم كل حاجه يا شافعي وسلمي لحد ما اجي لك. انت هتتاخر، احنا لحقنا. الفكر سارح والاجر جارح، ماليش في الدنيا دي. سميره، اللي جابك هنا دلوقتي يا بت؟ عايزين فلوس، عايزين فلوس. ما انت بقالك اسبوع مغايب. وعرفت مكان هنا ازاي يا بت؟ انا مش جاي لك انت اصلا، انا جاي لعم زيزو. زيزو مين يا بنت المجنونه وعمك مين؟ عرفت مكان ازاي وعايزه منه ايه؟ يابا انا كنت جايه ادور عليك هنا، هو شافني وانا بعيط، جالي معايا عند امي وخد الواد على المستشفى، دفع فلوس العلاج واداني امي فلوس واداني فلوس، وانت ما نعرفش عنك حاجه. طب خلاص خلاص، كفايه يابا كفايه، روح انت دلوقتي وانا هتصرف. هتتصرف؟ ما انت بتتصرف الصراحه. ايه انت بتعمل معايا كده ليه يا زيزو؟ بتعمل معايا كده ليه يا جدع؟ ايه يا دنيا؟ تضربي ليه يا وليه؟ انا ضربت يا خالد الجنبو. استنى نشوف هترسي على ايه. ازيك يا مفتاح؟ اهلا يا زيزو، اخوك جوه في الحجز وعايزين نطلعه يا عمنا، ومحدش هيحلها غيرك. لا خلاص، المحضر اتكتب والمخدرات في كتابه. المخدرات دي ما تخصنيش يا عم مفتاح، تخصني انا. بتقول ايه يا عبد العزيز؟ اسكت انت خالص، اثبت في محضر كلامي ده يا عم مفتاح. ايه يا زيزو؟ احنا مش فاضيين للعب العيال بتاعك ده. روح. لا بقى يا عم مفتاح، بقول لك المخدرات تخصني يعني تخصني. بقول لك اعمل محضر. الله، انت جاي تبطل عليا ولا ايه؟ والله احطك في الحجز لما يبلغ صح. ما نعمل لك ايه طيب؟ ايه الخناقه دي يا مفتاح؟ مؤاخذة يا باشا، الواد ده جاي يرمي بلاه عليا وبيقول يعني. عارف زيزو يا باشا؟ عارفك، عارفك كويس. مش انت اللي ورشه ابوك اتسرقت ومش عايز تعمل محضر لغايه دلوقتي ومشيت بجنازته بطول الشارع؟
ايوه يا باشا حصل. سيادتك انا جاي اعترف بحيازه المخدرات يعني اللي اتمسكت مع اخويا. انا عايز اعرف انت كنت عامل كارت الارهاب ده لمين؟ كارت ارهاب ايه بس يا باشا؟ انا اخويا ممسوك عندكم وليد. ماشيك انت وجيش الصعايده ورا جنازه ابوك في شارع عبد العزيز. ما تخلينا في الواد المحبوس ده يا بيه. سيادتك انا جاي اعترف يعني المخدرات دي بتاعتي انا بتخصني. اصل انا يا فندم كنت بخبي الحشيش في الكتاب بتاعه على اساس يعني امي ما تاخدش بالها وتمسك المخدرات يعني، وهو نزل يذاكر مع واحد صاحبه حصل اللي حصل. انت بالظبط الكلام اللي بيقوله ده؟ اسكت انت بقى روحني. لا تعالى يا باشا. ضربني يا باشا وانا ماشي في حالي والله العظيم. هو اللي ضربك برضه يا شبر؟ ما مين اللي شلفط وشه كده؟ الاحداث اللي بتضرب ده بعد ساعتك. ثبتني بالبكوة يا باشا وانا ماشي في حالي بجري على قوت عيالي، وفي لحظه صمت طلع عليا وفتح المطوه وعايز ياخد اللي معايا وانا معيش يا باشا. ايوه والدم اللي في دماغك ده نزف من مناخيرك. خلاص خلاص انت وهو. بقول لكم ايه؟ امشي من هنا عشان انا مش فاضلكم، ها؟ اللي هدخلكم الحجز واعمل لكم محضر واعرضكم على النيابه. انا اسف يا باشا انا مش هتنازل عن حقي، دخلنا الحجز تعرضنا على النيابه حق يا باشا. قوت قوت عيالي. خلاص خلاص يا شباب خلاص. بقول لك ايه؟ تعرف زيزو؟ زيزو؟ زيزو مين فيهم يا باشا؟ هكون مين فيهم؟ انت هتمثل فيلم؟ هكون انا يعني؟ اسف يا باشا اسف. سعادتك بعد اذنك انا عايز اخش الحجز ده وعند ناس جوه. حاضر هدخلك الحجز. افتحها يا فندم يا باشا. تفتشهم الاول وتعمل لهم محضر وترميهم في الحجز لغايه ما افضلهم. حاضر يا باشا. تعالى زيزو انا عايزك المكتب. خليك انت. تعالى يا زيزو. فتش هو الاول يا عم. استنى فتشك انت الاول. مفيش حاجه. تعالى يا ابني. ما تدخلش ولا ايه يا ابني؟ لا. اقف يا ابني انزل يلا بدل ما اعتلك يلا. ماشي. تعالى. اسمك ايه انت وهو؟ عارفك انت شبر. اسمك ايه؟ بكر. ايه؟ بكر. بكر الشهير ببكر. كتكونينا في شكلكم. افهمنا يا زيزو. اخوك متبلغ عنه انه بحيازته مخدرات، ولما المخبرين مسكوه لقوا فعلا في الكتاب بتاعه مخدرات. مخدرات يا بيه بس؟ ده الولد ما بيحطش السيجاره في بقه. ما هو حل اللغز ده عندك انت يا زيزو. لو قلت لي مين اللي سرق الورشه بتاعت ابوك هنقدر نعرف مين اللي دس المخدرات لاخوك وبلغ عنه. وانا يا باشا اعرف مين اللي سرق الورشه بس. بقول لك ايه؟ ما تعملش حادق عليا. انا متاكد انك عارف مين اللي سرق الورشه. أنا بخبرتي بقولك إن اللي سرقوا الورشة لسه حاطينك في دماغهم وبيلو دراعك بموضوع أخوك. يلو دراع أنا؟ ده أنا الضحية يا باشا مش الجاني. بقولك يا زيزو ما تضيعش وقتي معاك. نبقى يا باشا بلاش نتكلم في الموضوع ده، خلينا في الواد المحبوس جوه ده. خد أقوالي زي ما قلت لحضرتك واحبسني مكانه. الولد عنده كلية بكرة يا باشا. ما ينفعش اللي أنت بتقوله دوت، ما ينفعش أعمل كده. مش هينقذ أخوك غير إنك تقول الحقيقة. اسمع كلامي، اعمل محضر بسرقه الورشه بتاعت ابوك واكتب الاسامي اللي انت شاكك فيها وسيب الموضوع عليا انا. وديني وما اقعد مع هسيبك يا بكر. عايز تضيع مستقبلي انا؟ خلاص يا عم وليد اهدى بقى. اهدى انت عايز تضيع مستقبلي؟ ده حاطط لك حشيش في الكتاب صح ولا غلط؟ يا جدع اهدى قلت لك اقعد بقى ارتاح. اوعى يا جدع. خلاص بقى بالعرق السعيد اللي نفر منك ده زي ما زرقناك فيها. اطلعك بده. اطلعك منها؟ هتطلعني منها ازاي يا ناصح؟ ما خلاص المحضر اتكتب وكل حاجه خلصت خلاص. يا جدع روق. اتعامل ياض. بعد اذنك يا عم حبوكشه. اذنك معايا. اقف يا ابني انت وهو يا اقف يا اقف يا اقف عدل. اسمع الصمت كله حازي. كله يقلع. ياض يا حبيبي مش انت ياض هما. اقلع يا اقلع يا اقلع يا اقلع يا استاذ وليد هتقلع. اقلع اقلع انا بس يا جدع اقلع ما تقلقش. تلبس التيشيرت ده. اقلع هذا البنطلون ده. عم مش هينفع البنطلون يا جدع. ما انت هتاخد بنطلون الاستاذ ما تخافش. يا عم مش لابس حاجه تحتيه. يا جدع قلت لك اقلع يا اقلع. وانا هلبس البنطلون بتاعه وهو مش لابس حاجه تحتيه. ما تخافش انا كاشف عليه. اقلع اقلع. حازي ياض اديله الشبشب. شبشب ايه؟ اديله الشبشب ياض. شبشب ايه يا عم ده بتاعك؟ يا جدع بقول لك اديله. امسك ياض اديله الشبشب ياض. انت هتغيب عليا وتنسى العيش والملح والصعبيه والحجز اللي ببيت ده؟ طب عشان خاطر اديله الشبشب. طب اديله فرده واحده. يا جدع عشان خاطر اديله الشبشب. اها ايه؟ لا يا عم انا مش فاهم اي حاجه على فكره. اسمع يا هات ورق. يزدق
اسمع يا عم وليد، اخو زيزو اللي مغرقني بجماله. انت هتقول ان انت نازل الصبح بتجري وبتسخن عشان تخش سباق اختراع الصحيه اللي في المدرسه. مدرسة ايه يا عم؟ انا في كلية. يا عم ما فرقتش، انت جاي تعلمني هنا وتصحح لي اللغة، ما خلاص على كده. وانت بتسخن وبتجري على الاخر كده، هجموا عليك المخبرين، خدوك على الاسم، لفقوا لك الكتاب. يا سلام، واسمي بقى اللي مكتوب على الكتاب. تمام، امان الامان يا عم، كله في الجراج. اهو. حبيب قلبي، اهو كده، انت كده انقذت مستقبلي. تمام كده؟ حبيبي حبيبي ما تعملش كده، اسمع بقى، اسمك على الكتاب اهو، بس ان شاء الله ما يكونش مكتوب على الصفحات اللي في الكتاب عشان ما نغرقش في قلب الكتاب. لا ما تقلقش. اسمع يا ادهم، اسمك وليدي اه. انا عشان اخرجك من المشوار ده، دم ساح، وده دم احمر من ارض الخروب. بس وحياة زيزو. زيزو. اللي خارج. شبره خارج. شبره خارج. اللي يبربش. اللي يبربش. اللي يغمر. اللي يغمر. اللي يفكر انه يبربش او يغمر. اللي يفكر انه يبربش او يغمر. يا فهمتوا؟ اه. نسكت سرقة حبل غسيل، انصحني بيها شبره. تعالى يا بابا. انت ما تعرفش ان السرقة حرام؟ حرام يا؟ حرامي؟ حبل غسيل يا ريس. تمام. ارجع توب يا ولد. حاضر. ارجع اقف توب يا ولد. وشك توبوا كلكم يا ولد. خد يا تعالى اطلع اركب العجله دي، هات لي بلح من الدخله. حاضر. اركب العجله دي. يلا. جبتها والله. شغال الجزير. شغال الجزير يا ولد. شغال والله. شغال. خد يا ولد وانت اطلع لي السلم ده. حاضر. يلا اشتغل. يلا كده. يلا. يلا. مرضي يا عم؟ مرضي يا ولد. تمام. ها يا زيزو. انت لسه مصمم عمل لك المحضر برضه؟ وتشيل الليله على اخوك؟ بس اعمل حسابك انت اخوك هتتعرضوا على النيابه وممكن يكون فيها اربعه استمرار. انا اعمل اي حاجه عشان اخويا يخرج منها. صوت فضيحه فكك بوزه مدفون يانا بدل ما فوقك يانا. يا جدع بس ايدك، انت اول مره تمسك حراميه. خلصت خلاص. ايه يا اخويا اللي خلصت خلاص؟ يعني الخناقه اللي بيني وبين صاحبي اكتشفت ان قلبه زي البفته البيضاء. زي البفته البيضاء؟ يعني ايه يعني؟ يعني زي ما اتصمت زي ما اتفضلت، واحده من واحد وانت بتفهم. افهم من كده ان انتوا اصطلحتوا يعني؟ اتصالحنا تمام التمام وما يهونش علينا زعلك. خلاص يا اخويا، خد امضي منك روح ويلا هويلا. يلا بقى يا حبيبي. امضي. عد بقى الجمايل دي يابا. جمايل ايه يا عيلة الرجال انت؟ يعني عشان ما يبقاش في كتابة محضر وترحيلات وعرض على النيابة وحاجات كده يعني. مش عايزين منكم جمايل معفنة، يلا هونا بقى. وانت؟ اسمع يا جدع، استنى اخوه بره يا جدع، تعالى بس اقعد في الهواء. مش فاهم. يا جدع خلاص، الواد فهم هيعمل ايه وكله هيبقى تمام، كلها ساعتين وهيبقى اوكي خلاص. ومخدرات يا شباب. يا عم انت هتلغي وتطير لنا الدماغ اللي عملناه في الحجز ولا ايه؟ اسمع بقى انت وهو، انا عادل باشا بيترجاني عشان يفتح محضر لسرقه ورشه ابويا. عادل باشا؟ عادل باشا اخويا، تعمل لي فيها غيبوبه هتقل معايا في اخويا، هقل معاك في حياتكم. جرى ايه يا عم القبضاي؟ قلت لك خلاص الواد هيرجع كليته وهيبقى تمام التمام. اديني قدمت لك السبت، قدم انت الاسبوع كله، قدم بقى يلا. بس كلمني هنا. ايه يا حبيبتي، ما احنا خلصنا كل الكلام جوه، ومتهيألي فهمتني كويس واطمنتي، بعرف مش هاخدر بيكي. لا بقى بصراحة يا صالح، أنا مش هطمن غير لما تكتب كتابك عليا زي ما وعدتني قبل ما تسافر. يخرب بيتك على الصبح يا بنتي، ما أنا قلت لك أول بس ما أسافر وأستقر والدنيا تمشي معايا شوية، هبعت لأبويا توكيل يتجوزك وأبعتك ليا، وبعدين ما أنا عرفتك أنا مش هرجع هنا تاني غير لما أبويا يموت، عشان أورث يعني وأخلص. طب وأنت هتسافر إمتى يا صالح؟ ولا أعرف يا بنتي، أنا اديت الراجل الجواز والفلوس ومستني يديني التأشيرة، بس قولي أسبوع 10 أيام بره مصر، بس وحياتي لا بنت أجيبك ونتجوز تعيشي معايا عمي. يا نهار اسود، يا لهوي انا طلعك هنا يا واد انت. يا لهوي انت فاهمك ايه؟ انت تخرس خالص، انت ليك عين تتكلم فانت ناجح. يا لهوي تدخلوني يا بنت، بطلي فضايح، ده كان جاي والله جايب لي شويه حاجات كنت طالبها منه. يا حاج لطفي يا لهوي اهدي بس، والنبي اهدي والنبي اهدي عشان خاطري. انت تخشي جوه بدل ما اقطع وشك. يا لهوي تدخليني يا بنت. يا بصيرتي والله يا ابويا. يا بصيرتي يا بصيرتي انت بتهرب يا ند، والله لا انزل لابوك واقول له. الحمد لله على سلامتك يا بنات، وحشتني قوي. عملوا فيك يا حبيبي؟ بهبلوك؟ قول لي احكي لي عملوا فيك ايه؟ ما خلاص بقى يا اما، ما الراجل قدامك زي الفل اهو.
يا حاجة دعاء الكروان اللي احنا فيه دوت ما يصحش كده. الحمد لله ان وليد رجع بالسلامة يا حاجة، وبعدين بقى خليه كده يقوم يستحم وياخد دش حلو وينسى اللي شافه ويتعشى عشوة حلوة ترم عظمه. ايوه يا ايوه. طيب شكرين يا رجالة. ايه ده ايه ده ايه ده، مش دي ريحة فراخ محمرة ورز مفلفل؟ الله يبارك لك، شوية بتنجان مقلي كمان. دقيقة وحضر الوقت. راح فين بس؟ تعالي اقعدي هنا، نازلين على طول احنا. ما يصحش كده يا زيزو، طب عشان خاطر الرجال. اهي الحاجة حلفت، ما يصحش بقى تنزل الحلفان يا زيزو، انت بخيل ولا ايه؟ عشان خاطر دب اللي ساح ده، ده كل مع بعض. طب انا هقوم انا بقى رايح شوية. لا يا ابني لا، انت تاخد دش وتتعشى مع الرجال، ده انت وشك بقى زي اللقمة. لا لا ماليش نفس، انا جعان نوم. يلا نحضر العشاء. ما تنسوني بقى وتسيبونا انساكم بعد اللي عملته فيا وخليت لوستا بتاعي يفتح عليها بطوته ويتزا العيش والبلح والصحوبية. يعني هتعمل ايه يا بكرو؟ هترش زيت وسخ نتزعلع فيه يعني؟ صبرو. ايه يا بكرو؟ ولا ايه انت وهو اعمل ايه بس عشان تحلوا عن قفايا وتسيبونا ناكل عيش؟ اقول لك يا زيزو، اللي عملته معانا ده ما يطلعش من الجمجمه ولا بالطبل البلدي. شوف المصيبة اللي جات لي من ورا ابنا، هو فين؟ اوعى تخبوه، لسه نازل قدامي دلوقتي. مش عارفك انه هو، هدخل بيتكم يعمل ايه؟ انا ماسكاه بايدي وهرب مني من الشقة، بيستخفلوني دارين على حل شعرهم. حاسبي بس من غير غلط. غلط؟ هو اخوكي خلى فيها غلط؟ انا سامعاه معاها في اوضتها، وعلى ما خرجت من اوضتي كان طلع بره الشقة. انت فين يا قليل ادب يا اللي اسمك صالح؟ لو راجل تطلع لي. وطي صوتك وانا هجيب لك حقك. اذا ما اتصرفتش انا هبلغ عنه واحمي اختي، لو ايه كمان هوديها عند الدكتوره اطمن عليها لحسن يكون بينهم. حاسبي على كلامك وشوف انت بتقولي ايه. يعني مش عايزين تقولوا هو فين؟ طب اهدي بس. ايه ده ايه ده الدوشه اللي انتوا عاملينها دي؟ اهو شفتي كان نايم ولسه خارج من اوضته، حرام اللي افترى. هو ايه اللي كان نايم؟ هو في مين دي اصلا؟ انت تصعبت على مين يا واد انت يا ولا؟ لو ما حدش عارف يلمك انا بقى هعرف اتصرف معاك كويس قوي. في ايه يا ست انت كمان مالك؟ بتقول انك كنت عند هاله في اوضتها. قالت مين يا بنتي؟ دول ما لهمش غير في رامي البلا. يلا يا بنت انت امشي من هنا. يلا انت راجل؟ لا عامل لي راجل قوي يا اخويا. ودي بتعمل ايه على سرير اختي يا حاج؟ محفظتك دي يا صالح؟ محفظتي بقى ما شبهها ما معرفش. اه هي محفظتي، ايه المشكله يعني؟ مش انا عبد العزيز كله عارف البت دي مش مظبوطه. الكلام ما منوش فايده دلوقتي يا حاج. انا الصبح هودي البت للدكتور، ولو كان فيها اي حاجه انا هبلغ عنه وهجيبكم شهود من غير سلام. حسبي الله يا ملوكي، حسبي الله يا ملوكي. بص بقى يا اخويا، انت وهو التسجيل بتاعكوا تحت ايدي، وانت عارف وهو عارف، ولو كنت عايز اعمل بيه حاجه كنت عملت بيه محضر عند عادل بيه. بس انا بقى انا اقول لك ما عملتش كده ليه يا ابضاي؟ قول يا ترماي. انت لو تنتقم من قنديل والشرشابي وبلاش تنكر يا عمنا، لان دي مساله واضحه زي الشمس. انت سايب ورشه ابوك مقفوله ورايح تتدحلب في زواريق قنديل، قريبتك جايبك من المخزن هناك. قول ان انا هرشك وانا صدقك. طبعا هيأنكر يا اسطى. يعني ايه هيأنكر؟ ومش عرفني بقى انت اللي قايلها. انا ما عارفاش كيف عبد العزيز يدخل السبب الدور علينا كده. عبد العزيز عارف كويس بيعمل ايه. عارف ايه وما عارفش ايه؟ هما دول اللي حطوا لولدك الحشيش في الكتاب وكانوا هيودوه ورا الشمس. مستني ايه عاد عشان يكسر راسهم؟ ما دام جابهم يا حد هنا يبقى ناوي يكسر سمهم عشان يعرف يشتغل في شارع عبد العزيز. اللي عارفهم اللي يرشني بالميه هرشه بالدم، لسان في خاف ما يختشيش. الكلام ده عندكم في البلد هناك، انما هنا الناس بياخدوا بعضهم على عيبهم، واللي ما تحتاجيش وشه النهارده بكره تحتاج القفايا. اشجار عبد العزيز عايز الوكل. ياما حاضر يا عبد العزيز. شهيه مطرح ما يسري يهري، ان شاء الله يدفعوه قبل طلوع النهار يا رب. يا بت ده مش طايقاهم كده، شاهلي بقى عشان يدفعوا ويمشوا. يلا خلاص خلصتهم.
بقول لكم ايه بقى، ما نجيب من الاخر ونشتغل مع بعض، هتبقى المصلحه واحده حبايب وصحاب. يا حبيبنا ما احنا جايينك عشان كده، عشان المصلحه جاهزه ومستنيه قلبك الجامد. مصالحك كلها شمال يا شابو، انا بصراحه ربنا كده مش عايز اضيع مستقبلي ومستقبل الناس اللي في رقبتي. مع انك رايح شمال الشمال مع سبق الاصرار والترصد، دخولك في زواريق قنديل شمال الشمال وفي السليم المعوج يا اسطى، انا مش هخرب عليك واعتبرني فيها، لو ليها فيها مصلحه انا هساعدك. ما تستغربش يا زيزو، زمان انا كنت ضد ابوك وسرقت ورشته لان كان ليها فيها مصلحه، النهارده لو مصلحت معاك ضد قنديل انا همشي فيها. انا كده شبرو خدام الجنيه، فتى مات قلبه وعاش عبدا لنزواته. انا كمان عبدا لنزواته. وابنك سعيد يا اسطى، قصدي يعني ان المصلحه دي هتكفيك وتكفي بيتك؟ اللي خلاك تعمل كده مع ابن عزيزه؟ مع انك عارف اللي كرهك فيا وتتمنى لهم الموت. مش عارف يا اسطى، والله ما عارف. الواد ابنك ده زي القمر، حتى وهو مسخسخ ومتدهول وعيان. خساره فيك، ما شيلته كده صعب عليا، رحت واخده على المستشفى على طول. الا من حقه هو عامل ايه؟ بقالي كتير ما شفتوش يا زيزو، نفسي اشوفه وابوسه واخده في حضني واطبطب عليه. زيزو اللي عملته مع ابني ده على قد ما كبرك في نظري، على قد ما ضايقني منك يا جدع. والله وتضايق مني ليه يا اخي؟ لان اللي عملته مع ابني ده خلاني عرفت ان الراجل مش هو بس اللي يتجوز عشان يخلف، لا، الراجل هو اللي يعمل اللي انا مش قادر اعمله. انا عايز فلوس يا جدع ونفسي اشوفهم. لا اله الا الله، لما حبساجي خير يا صحيح وبتعرف تعيط اهو زي البني ادمين. خد يا اسطى، خد يا اسطى. ايه دول يا زيزو؟ مش عشان، عشان الواد سعيد، وانا ان شاء الله ازوره واجيب له حاجه حلوه كمان. خلي فلوسك معاك يا جدع. يا جدع خد، بقول لك مش عشانك. الله يا جدع، انت بتعاملني كده ليه يا جدع؟ حرام عليك بقى، انت بتعاملني كده ليه يا زيزو؟ انت عايز تكسر عيني وتجيب مراخير الارض. صلى على النبي يا اسطى، خد الفلوس يا اسطى، خد بس واعتبرهم عربون يا اخي، عربون الشغل اللي بيننا. وامر الله هفتح ورشه ابويا وهتوقفوا فيها. طب انا ينفع اطلب طلب بمناسبه الحديه دي؟ قول يا عم بكر. خلي الشريف معاك بس اديني التسجيل ابو بابين. كل انا لا يمكن اصدق ان ممكن لبنى تسرق الكيميكالز من المعمل. يا جماعه احنا لازم نقف مع زميلتنا في المشكله اللي هي فيها دي، لازم نطلب من اداره الجامعه ان يسمعوا شهادتنا في حقها. لبنى جت اهي، لبنى، لبنى، احنا كلنا متاكدين انك بريئه. شدي حيلك، شدي حيلك يا لبنى. احنا متشكره قوي يا جماعه، وان شاء الله براءتي تظهر باذن الله. ان شاء الله يا حبيبتي، وانا مش هسيب اللي عمل فيا كده. يلا احنا كلنا معاكي، كلنا معاكي. يلا يا حبيبتي. مش كنت سمعت كلامي وجبنا معانا محامي يقول لنا هنعمل ايه ما نعملش ايه؟ نيجي كده يا بابا، ان شاء الله مش هنحتاج محامي. المحامي موجود يا عم لطفي. زيزو انت ايه اللي جابك؟ لما انا ما كانش ينفع اتاخر يعني. على فكره عم لطفي انا والاستاذ كنا عند استاذ مروان جوه ماشي، وقال لنا ان هو ممكن يلم الموضوع يعني في قلب الكليه، وان شاء الله ربنا يرزق برايتها. ربنا ما يحرمني منك ابدا يا عبد العزيز. ربنا يخليك يا عم لطفي. هو ده المحامي؟ الاستاذ فخري بقى ايه؟ خيري. الاستاذ خيري جابس لا وايه بقى؟ بيشتغل في شركه المايه ماسك الشؤون القانونيه وبيكتب شعر. شوف يا ست الستات، انا بفضل الله ما عنديش مكتب، لكن بعون الله اجيب لك براءه من اول جلسه. شفتي؟ اتفضلوا اتفضلوا. ربنا يستر. ده الاستاذ مروان مستني من بدري. اتفضل يا عم لطفي، اتفضلوا 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 اتفضلوا. مساء الخير يا استاذ مروان. اتفضل يا عم لطفي.
واقف بره ليه يا استاذ؟ تعالى بس. اهلا وسهلا، اتفضلوا. اهلا بيك، انا والد لبنى. كنت بس عايز اعرف حضرتك ايه الاجراءات اللي بتتم في الحالات اللي زي دي يعني بعد اذنك. انا شرحت لابن حضرتك كل حاجه. ابني؟ ايوه. احنا هناخد اقوال الانسه في محضر، وهيتم التحقيق مع كل الاطراف من اول فني المعمل اللي المواد دي في عهدته لحد شهاده زمايلها اللي كانوا معاها في سكشن المعمل. وانا اؤكد لحضرتك ان المتهمه اللي هي الانسه لبنى بريئه من كل التهم المنسوبه اليها، براءه الذئب من دم ابن يعقوب. عبد العزيز، واطلب من حضرتك دلوقتي تفتح الاحراز. يا استاذ فخري. خير خير خير. الكلام ده سابق لوان يا استاذ، لان المحضر هيتاجل لحد الانسه ما تقابل الاستاذ دكتور وكيل الكليه. طب انا هقابله امتى؟ دلوقتي حالا. هو اخذ خبر بالموضوع وهيقابلك بعد ما يخلص اجتماعه مع اساتذه القسم. اتفضلوا ارتاحوا. نقعد نرتاح ايه؟ انا ورايا شغل كده هتعطلوني. صل على النبي. عبد العزيز معلش معلش، اهدى كده اهدى كده. لا اله الا الله لا اله الا الله. اقعد يا استاذ. والله احنا جايين نهديه. معلش يا عم لطفي بقى ارتاح. معلش ريح. معلش يا استاذ مروان، بس ممكن كوبايه ليمون عشان الاستاذ اعصابه يعني تقفش. مش كفاياكي وقفة الشباك دي؟ لا وبسم الله ما شاء الله جابونيز. ابوكي مش قالك بدل المره الف ما تقفيش في الشباك والا هيطين عشتك؟ يا دي النيله عليا وعلى اللي جابني بدري. خلوني عايزه اروح الشباك المعفن. اقعدي هنا وتلقحي واسمعيني عادل. شوفي يا بت، اما اقول لك انت قطعتي قلبي حرام عليك. كفايه عليك يا بت، كفايه البلوه السوداء اللي عملتيها في ابوكي وكان هيولع فيك. يا بت تلمي، يا بت عيب، يا بت كلام الناس كتر وجوزك في السجن. اهو ديكي قلتيها، جوزك في السجن وانا تعبت وعايزه اتطلق. نعم يا روح امك. ايه عادي ما فيهاش حاجه، هتطلق للضرر اللي فيها. لا ما فيهاش، بس ابوكي طلب منك كذا مره انه يطلقك منه وانت اللي كنت بترفضي. ممكن افهم بقى ايه اللي اتغير؟ اهو انا بتغير كده وخلاص. وبعدين انا كنت ساعتها متخانقه مع ابويا ومعنده معاه، اقول له ازاي؟ مش لازم اقول له لا وانقطه؟ ومش هو اللي ساجن جوزي؟ اقول له ازاي يما؟ هتقولي له ولا اروح لمحامي يطلقني؟ خلاص على راحتك، بس اقطع دراعي من الحته دي. اما كنت يا بنت شايفه لك شوفه وناوي على خراب بيتي. ليه يما؟ كل ما اكلمك تقولي لي ناويه لي على هبابه. مش معقول هيهون عليكي يعني يما لما شباب يروح حضر وانا مستنيه المخفي يطلع من السجن؟ يعني انا ماليش نفس اجيب لي عيل ولا اتنين واقعد اربي فيهم؟ يما حرام عليكي، ولا البيت ده اللي يموت فيه ويموت وكانه كلب خشب. كلب خشب؟ انت يا بنت بتجيبي الكلام ده منين؟ من بقي. هتقولي له يطلقني ولا شوف لي اتنيل لي حته؟ لا يا اختي قولي له انت. هو انا استجرى اقول له ياكلني قلمين ولا يرمي عليا يمين طلاق؟ قولي له يا حبيبتي واستلقي وعدك منه لما كلامك ما يعجبوش. طب هقول له، هقول له بالعند فيك وان شاء الله حتى كلامي ما يعجبوش. هتصرف. ما انا زهقت ياما وهقول جاي. انا هحرق يا ابني، هحرق بضاعه في شارع عبد العزيز كله، وهحرق شارع عبد العزيز نفسه كمان. ايه ده بس يا عم؟ علام ما عملش حاجه تستاهل انك تزعل قوي كده. بقول لك العيال بتوعي شافوا العيال بتوعه طيارين بياخدوا الزباين يدخلوهم محل بالعافيه. طب ما انت اول واحد عم بتعدي في السوق. الله، هو انت معايا ولا معاه؟ انا معاك بس بحاول افهم منك. علام محرم بضاعتي تدخل محل زي ما اكون ببيع مخدرات. يا سيدي لو يقدر يقف قدامنا يورينا نفسه. ما هو واقف لنا يا اخويا ومتلحم كمان. بيقول انا ماليش في الخبص ولعب العيال اللي بتعمله انت وانديل. انا وانت بنعمل لعبه عيال انديل بصراحه. اه يبقى محدش مبوظ سمعتنا غيرك انت يا معفن. من النهارده بقى انت وعلام في جنب وانا لوحدي في جنب. ما تتكلمش وانت مولع كده. لا هتسمعني يا انديل، العيال الصغيره دي لو قبت براسها لفوق مش هنعرف ننزل رؤوسهم تاني تحت. وبعدين انتوا طالعين بموضه، قال الله وقال الرسول والدقن والسبحه والكلمتين الناعمين، واحنا كلمتنا واحده، احنا ما بنفاصلش. فهمني، حتى لو بضاعتنا ارخص من بضاعتهم برضه الكلمتين الحلوين دول لهم تم. طيب قول ها وبعدين؟ فين قلبك الحديد يا انديل؟ فين قلبك اللي كان بيسابق الشياطين؟
انت ناسي لما كنا بنجيب البضاعه المتهربه من بورسعيد ونغرق بيها السوق ونرعب الدنيا كلها رعب؟ فين الكلام ده يا نديل؟ يا عم ما تلم لسانك بقى وتبرد عشان اعرف ارد عليك. خلاص 500 حته اللي عندك في المخزن المضروبين اللي هيصلحوا لك الواد زيزو، هم دول اللي مطمنينك وحاطين في بطنك بطيخة صيفي. الله، انت هتعيرني ولا يا شرشابي؟ ما احنا دفنينه سوا. لا يا اخويا انت دفنه لوحده، اهدوا لقيناه. اللي هي ايه بقى؟ احنا بقى نمضي مع بعض، ننزل الواد زيزو يخلص كل الغسالات دي، هننزلها بسعر في السوق مش ممكن حد ينافسه. ما احنا مهما نزلنا في السعر برضه كسبانين، نحرق شارع عبد العزيز كله. طب بقول لك ايه بقى، الواد اللي انت بتتكلم عليه ده انا مش لاقيه، عمل 5 حتت واختفى. انت مجنون ولا ايه؟ ايه اللي معليه الدول؟ ابعت هاته من حضن امه. فين دي انت الصعبط ولا ايه؟ الحقيقه لبنى يا بنتي اللي انا عارفه كويس انك طالبه متميزه هنا في دفعتك، لكن بقى اللي لازم تعرفيه ان الكليه هنا ليها سمعتها وقوانينها اللي بتحكمها. ايوه بس انا ما خالفتش اي قانون. ايوه بس الحاجات اللي لقوها في شنطتك ديت للاسف قوانين الكليه بتعتبرها مخالفه كبيره وبتعاقب عليها اشد العقاب، خصوصا لو كانت مواد مخدره او فيها مركبات بتساعد على تصنيع المواد المخدره ديت. وانا باكد لحضرتك ان الحاجات اللي لقوها في شنطتي دي مش بتاعتي، ولا اشتريتها ولا حتى خدتها من المعمل. عموما انا هتخذ معاكي اجراء مبسط لتخفيف حدة الموقف وبالتالي امتصاص للغط اللي ممكن يصار حواليك. انا متشكره يا دكتور بس اسمح لي، يعني انا مصممه يتعمل تحقيق شامل ويتم استجواب كل الطلبه اللي كانوا موجودين في السكشن لحد ما الحقيقه تبان. وانا يا بنتي بحترم ثقتك في براءتك، عشان كده احنا هنأجل التحقيق قدام الشؤون القانونيه لحد ما المواد دي تروح المعمل تتحلل ونتعرف عليها. وتاكدي يا لبنى ان لو ليكي حق هتاخديه بالكامل، وإن المتسبب في الجريمة ديت هيعاقب أشد العقاب. أنا متشكرة يا دكتور. ربنا يخلينا سعادتك. طيب يا جماعة تقدروا تتفضلوا. طب مؤاخذة يعني ستك، ممكن نرجعها تحضر محاضراتها عادي في الكلية؟ آه طبعًا، أوي أوي. لبنى طالبة ممتازة، وإحنا هنا في الكلية بنعتز باللي زيها. أيوة يا مروان. نأجل التحقيق لغاية ما يوصل تقرير المعمل. بالظبط. وزي ما احنا بنعتز بيك يا لبنى يا بنتي، احنا برضو حريصين كل الحرص ان احنا نوصل للحقيقة الكاملة، سواء بقى كانت في صالحك او كانت للأسف ضدك. متشكرة قوي يا دكتور. العفو يا بنتي. شكرا يا دكتور. شكرا سيادتك. ربنا يخليك يا دكتور. سيبوني بره ليه؟ أنا إيه؟ سيبوني بره ليه؟ ليه؟ مش قد جدا. لعلمك يا محترم انا لن اتحمل اي عقد عقوب قدام الجهات المختصه القضيه بتاعتي. انا اعترض. ترس هنا يا استاذ فوزي. صل على النبي يا استاذ، صل على النبي، صل على النبي. يا عبد العزيز دي مذهله يا سيدي، ده انت دماغك متكلفه، انت صاروع. انا اجيب لك حقك. لبنى على اذنك يا بابا. ايه اللي انا سمعته عني ده؟ انا كنت عند باباك من شويه. باباك؟ اسم الدكتور طنباري. هو وعدني ان هو يظهر الحقيقه. والحقيقه بقى اللي هي ايه؟ ان انا بريئه. طيب يا لبنى، عموما لو احتاجتي حاجه تعالي ما تتكسفيش. ماشي؟ السكشن بتاع حضرتك كله هيتسال، وطبعا انت لو سالوك هتقول ان انا يعني لو يمكن اعمل حاجه زي كده، صح ولا لا؟ على اذنك. مين ده؟ المعيد هنا. ساقط يعني؟ بقول لك معيد بيدرس هنا. معيد على نفسه. الله، انا مالك فيه ايه؟ الله، ما احنا مش صغيرين برضه تلطعينا كده. اتفضلي. بابا اما تيجوا نشرب حاجه في الكافتيريا. لا لا، خليك انت لمحاضراتك، انا همشي انا وعبد العزيز. متشكر قوي يا عبد العزيز. يلا يا استاذ فوزي. ايه يا عم؟ يا عم لطفي، فخري فخري. انا فاكر فاكر. تعال تعال يا استاذ. لا مؤاخذه يا استاذ، اتفضل اتفضل. انت ما تناديش معايا، ده هيجيب القناه الاولى بتاعت اسوان وحلايف وشلاتين كمان. هي بقول لك ايه؟ عمري 6 سنة. عمري ما شفتش الواد زيزو الكهربائي يا جعوره؟ انا اسمي جعور مش جعوره. صدق بالله انا كل ده فاكره جعوره. ما تزعلش. طب ما شفت الزيزو
مش معنى سيسو ما اللي يعمله سيسو انا ممكن اخدم حضرتك فيه. انت كهربائي؟ لا انا مش كهربائي بس اتعلمها عشان خاطر حضرتك يا ست العرايس. على ما تتعلمها بقى كل انا رحت شفت فين زيزو. طب رايحه فين يا ست سناء؟ رايحه فين يا معلم شرشابي؟ يا معلم ست الكل بنفسها. ازيك يا صالح؟ محدش بيشوفك يعني. موجود يا ست الكل. بقول لك ايه، ما شفتش زيزو الكهربائي؟ زيزو شفت مش هوصفهولك. ايه يا اخويا احنا هنشتغل بعد على الصبح، عارف ولا هتفرهدني؟ يا ست اهدي عليا شويه، ده انا عارف كل حاجه بس قوليلي. اقول لك ايه، هو منين بيودي على فين؟ من احسان لهاله يا على الكراكون يا على المأذون، انت وبختك بقى. تعرفت منين ان شاء الله؟ العصفوره قالت لي. العصفوره منها لله. استني يا ست سناء الحقي. ايه يا اخر صبري عايز مني ايه؟ المعلم الشمشابي متنفرس كده على الاخر وانا خايف لحسن يجرى له حاجه. تلاقيك انت اللي نرفزت. والله ما انا قلت له تاني. قول لي يا واد قلت له ايه؟ ما عملتليش حاجه خالص. قلت له ايه يا لك؟ ما قلتلوش، هو عايزه كده متنفرس والله. فلا لني ايه؟ انت بت ايه اللي منزلك بمنظرك ده من فوق؟ هو انت على طول منظري ده مش عاجبك؟ الحق عليا يعني، انا بشوف طلبات البيت بدل ما انزل زن عليك. زن؟ هو في زن انيل من كده؟ في ايه؟ عايزه ايه؟ مش عايزه حاجه. النهارده الصبح اتكهربت وكنت هموت وتخلص مني. عايزه زيزو الكهربائي. يا رب انت وامك بحق جاه النبي في ساعه واحده. عايزه ايه يا اختي؟ عايزه المعفن الكهربائي زيزو. زيزو؟ طب اطلعي وانا هندهول. يا بنت خلاص اطلعي فوق يا بنت وهبعته لكم. طب والنبي يابا بسرعه ما تاخرهوش. يا زيزو قول يا اسطى. كتير كده يا عمرو ولا كتير ولا حاجه؟ شوف يا اسطى يا زيزو عم السكه كانت زحمه. يا ريس جاي. تعالى. حاضر يا ريس انا جاي. تعالى كل معايا لقمه. ما ديك شايف بقى يا عمرو يا عم سيبك منه تعالى كل معايا لقمه. معلش مره ثانيه بامر الله. ايوه رياسه يا عم حاسب يا عم. بس انت أمور يا رياسة. يا ست ايه بقى؟ ده انت من وانت قد كده وانت مشاكس. اه غلبان يا معلم وربنا. غلبان. ده غطسان فين يا ابني؟ بندور عليك بمنكاش بقالنا كتير. انا تحت امرك يا ريس اهو. والله عمك قنديل قالب عليك الدنيا. ده ايه انا وعدت وخليت بيه؟ انا مؤاخذة يعني انا مين عشان اوعد واخد؟ انا غلبان. اه غلبان قوي. وربنا غلبان. وربنا لو قعدت اكلمك ثلاث ساعات ما اطلع منك بجملة. بدل بقى ما اطلع منك بجملة اطلع صلح السخان اللي انت بوظته. طب نص ساعة بس يا معلم. ولا دقيقة. بنت الكهرباء كانت هتروح فيها النهاردة. اعملها اتنين لينيا وغير بقى وحط لهم فيشه جديده. امرني امرني يا ريس. يلا يا اخويا بسرعه بسرعه. اه يا زمن. بس هذا جعور. لا يا معلم. انت اتخرصت ليه؟ اغيرك واجيب واحد بدلك ينادي ولا ايه؟ لا انا صوتي ما وجعنيش خالص يا معلم. يلا يا اخويا. عندنا غساله عاديه، عندنا غساله موتوماتيك. موتوماتيك؟ تعال يا حاج خدي لك هديه. وقرب يا ابن الحلال وقبلك شيئاً. قرب الناس من المحل يخرب بيتك. شاي بالنعناع يا سيدي المعلم. تسلم ايديك يا سناء، حطيها عندي لحد ما اخلص. وخلي امك تيجي تستلم بنفسها الفيشه، مش كل شويه تحرجيني مع الراجل. ما الفيشه هي اللي كل شويه بتسخن. ما انت لو صنايعي شاطر مش هتخليها تسخن. فيشه سافله. عندها امك. امي نايمه في اوضتها. طب بقول لك ايه يا زيزو؟ ايوه يا ستي. ما تعرفش من غير لمس بقى. الله خلاص يا اخويا من غير لمس. جسمي بيقشعر. خلاص خلاص. ما تعرفش محامي كويس؟ اعرف بس عايزاه ليه؟ اصل انا عايزه اتطلق. تتطلقي؟ الراجل لسه مرمي في الحبس تروحي تتطلقي؟ بقول لك ايه ما تستهبلش عليا، انا عايزه اتطلق علشان. عشان مين يا اختي؟ عشانك. مالو؟ اسمع بقى يا بنت الناس عشان ما نلعبش في دماغ بعض.
احنا اتفقنا اللي بينا صحوبيه، استجداع، استلطاف، مش اكتر، ولا نسيتي؟ يا عبد العزيز حس بيا شويه يا ود، انا بقيت احلم بيك. يا ربي، هو انا كل ما اركز في المصلحه ورقمه العيش تطلع لي مصيبه من تحت تقطيع الارض كان العكسات مصروفه لي؟ ويعني يا اخويا، هو انا كنت سالتك بتعمل ايه عند قنديل في مخزنه؟ خرب بيت ام المخابرات اللي مشغلاها. هو انت فاكر ان في حاجه في شارع عبد العزيز بتحصل وتخفى عني انا؟ بقول لك ايه يا زيزو، ما تقابلني بكره. لا بكره ولا بعده ولا بعد شهر كمان. عندي خبر هيخليك تترمي في حضني وما تطلعش. يا ست خبر ايه؟ حل عني بقى وسيبيني. لبنى هتتقري فتحتها الاجازه الجايه على عصر. مش هيحصل. يبقى تقابلني بكره عشان تعرف بقيه الموضوع. يا مراري منك يا سناء يا بنت الشرشابي. ايه لما التركيز اللي انت فيه ده؟ خلاص يا حاج، انا ظبطت الفيشه بامر اللي ما فيش حاجه. تقولي حاجه تانيه ولا اتكل على الله؟ رايح فين يا روح امك؟ لا جرايه يا طنط، انت مش حرامي فطوره الميه؟ ايه مالك؟ مالي؟ تكمل لي يا اخويا لما تبقى تململك في ضلوعك. بقول لك ايه يا ام، انا عارفه الحركات بتاعتك دي كويس قوي، عايزه تعمليهم اطلعي عندك التليفون بره وقولي للشرشاب اللي انت عايزاه. لا 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 لا, لا. ده انت فجرتي على الاخر، وعايزه تاكلي قلم على وشك عشان تفجري. ما تصلي على النبي يا حاج امهار الله. سلام يا حبيبي، في ايه؟ مفيش حاجه حصلت ده كله. هلا ولا حصل؟ امشي انت يا زيزو، اما شوف ايه موضوع الوليه دي. امشي. امشي انت يا زيزو. يا ولاد المجانين، ما تنساش بكره هستناك. امشي يا زفته. نعم. عايزه مني ايه في يوم اللي مش معدي ده؟ عايزه اعرف ايه اللي في دماغك بالظبط؟ ما هو كل يوم والتاني تبعتي تجيبي زيزو الكهربائي، قال ايه؟ فيشه الحمام ضربت. مش عليا انا الكلام ده، اكيد في بينك وبينه حاجه، بترتبوا حاجه من ورا ظهري. عايزه اعرف ايه اللي بينك وبين الكهربائي قبل ما فشفش عظمك وانت واقفه؟ اللي بيني وبينه حب من طرف واحد، بجري وراه بتدلدق عليه وبتحايل عليه وتقلان عليا، مش راضي. وبيني وبينك هيرضى بيا ليه؟ ده انا واحده خارج بيت، ياما خليني شايله في قلبي وسكت احسن لو انفجرت هولع فيكم كلكم. لا 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 لا، ده مش انت. ايه يا بنت الكلام الفارغ ده؟ ايه يا بنت البجاحه والجراءه دي؟ ازاي تكلمي امك بالشكل ده؟ ما انتش مكسوفه على دمك لما تقولي انك انت مدلدقه روحك عليه وهو مش موافق؟ انا بقى مش هسكت، ولازم ان ابوك ياخد خبر. اه ابويا ده بالذات السبب في كل المصايب اللي انا فيها دي، اللي جوزني للجعر بتاعه بهلول الحرامي اللي بيشتغل عنده، ولما سرقوا زياده شويه سجنوا ورماني ورا ظهره زي ما اكون كلب خشب مش لحم ودم. ولعلمك اذا عايزه تروحي تقولي له قولي له، انا مش هخاف من حد بعد كده، واذا مد ايده عليا همشي واسيب لك البيت الطربه فوق دماغك. غوري غوري، من وشي جاتك مصيبه. مش هقول لك تاني يا انور، الفلوس دي هي اللي هحتكم عليها انا واللي ورايا. وانا قلت لك قبل كده برقبتي، واذا كنتش واثق فيا يا عم احنا لسه على البر. لا واثق فيك، بس انت بقى لو مش واثق في المستورد بتاعك ده فكك من السفارات وتعالى اقفل معايا غسالات. يا عم انا هكتب معاه ورق، مش سمك في ميه. وبعدين الراجل عمره ما قال لي معايا. جمد قلبك كده بس واتكل على الله. يا زيزو انا حاطط كل فلوسي زيك. يا راجل يعني مش مخزن حاجه تحت البلاطه كده في الكلوب اللي فوق ده؟ لا لا، تحت البلاطه والكلوب دي تتنظر يا زيزو. ماشي، توكلنا على الله. وعملت ايه في سكه التوزيع؟ يعني انا اخد منه ووزع فوري، بس في السر. ها، عشان الحيتان الكبيره تحل عن قفال. خدت الايس اب بتاعتك؟ اه صحيح، في علبه الحلاوه الطحنيه بتاعه دي. ادي 50 معاك، هم دول 250، يبقى كده تمام. تمام، اعمل لك فاتوره على 7 جنيه الحته. ماشي يا جمايلك يا ابو الانوار، اتكل انا على الله. سلام. طيب انا هنجز واطل عليك، واطل عليا بكره زي دلوقتي. ها ماشي. الله يخرب بيت زيزو على اليوم اللي شفناه فيه. انا مش قلت لك هاتولي من تحت الارض؟ متحنط عندك بتعمل ايه؟ ايه؟ اديله السماعه عشان اديله على دماغه. ايه يا سيدي المعلمين؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ الله، مش في اتفاق بينا؟ مش كلام رجاله؟ مش في شغلانه لازم نخلص منها؟ ولا انت كنت بتعمل شويه في الاول كده وخلاص؟ ها؟ بقول لك ايه؟ قول لي بالظبط انت ناوي تعمل ايه؟ يا سيدي المعلمين، ما انا في الموقع اهو. اه، جاري تنفيذ المهم على اكمل وجه. لو ربنا المشوار ده ما كانش ينفع اتاخر ابدا.
اه بامر الله اسلمك 20 حته على بالليل. ماشي يا معلم، سيبني بقى عايز اركز، هبقى اكلمك بالليل. اه ماشي ماشي ماشي. سلام. اتفضل 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 اتفضل. بقول لك يا شافعي، انا يا اسطى عايزك بقى بال 5 جنيه دي تشبرقنا فول وطعميه. ها اوعى تنسى الطرش. ماشي يا اسطى. بقول لك ايه، انت مش هتريح لك ساعتين؟ ده انت من الساعه 2 بالليل واقف على رجليك يا جدع. مش وقت، وتوكل انت على الله. ماشي يا رجاله يا شافعي، عشان احتاجك وتنزلوا اللي خلص وتطلعوا لي الجديد. انا يا اسطى بقول لك ايه، انا عايزك تكلم المعلم قنديل ينزل لنا طبيخ من عنده فوق في البيت. ها لحمه، فراخ، اي حاجه بدل حرق القلب اللي احنا فيه ده. فدي بقى عندك حق، بس انا هسيب المهمه دي عليك. شافعي انا يا اسطى. هات ال 5 جنيه كده اهي، خد ال 20 دي. اه هات لنا معاك 2 حاجه ساقعه. حاضر. وبجنيتين شوكي. ها حاضر. اتفضل كده يبقى حسابنا 350 جنيه بركه. ماشي يا معلم، روح بقى طالع لما الحاج يجي ان شاء الله. بس ده مش نظام مع الحاج. امال فين الحاج؟ معرفش والله فين الحاج. طب ما تشوفوا لنا فين عشان خلينا نشوف اكل عيشنا. يا عم انا اعرف فين كنت نادهت. عايز تسيب حاجتك اهلا وسهلا، عايز تاخدها وتيجي بعدين اهلا وسهلا. الله، انت باين عليك مالكش في الشغل ولا ايه؟ يا عم انت مالك ليه في الشغلانه؟ انا ماليش انت كمان. الله 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 الله، دوق يا عم صالح. خير يا بركه؟ ايه فين الحاج لوطه؟ فين يا عم علي؟ موجود يا عم، اهدى بس كده وصلي على النبي. فين يا عم صالح؟ ما تطلع تشوف الحاج، انا لسه شايفه طالع فوق من شويه. يا اخويا اطلع عندها ما دام شفته. يا سبحان الله، في ايه يا عم؟ انت عندك ظروف ولا ايه؟ يا عم مش ناقصه خف الدم والنبي يا علي. يا عم اهدى. طب انا هطلع انا اشوفه. فك بس الكرافته شويه كده واهدى. خير يا بركه؟ اقعد وانا هجيب لك عصير. خلي بالك من المحل بقى يا اخي. اتفضل طير بسرعه يا عم علي. ايه يا عم صالح؟ كيمو هتسافر كده يا عم وتسيبنا؟ اسني يا عم. ايه الاخبار؟ عمدي عامل ايه؟ عاملين ايه؟ كله فل الحمد لله. انت يا عم اللي طريقك اخضر وفتحت معايا. النقطه ده من اولها. تشربوا ايه الاول بس يا عم؟ هات اي حاجه. مش تشوف الراجل يا عم وتمشيه؟ يا عم هو مش عايز يسمع الكلام. المهم تسيبك منه. الناس قافلين النهارده، عايزين نعمل حاجه حلوه كده بالليل. والله هموت يا حبيبي. انت ماشي؟ عموما يا حاج انا عملت باصلي وجيت اتكلم معاك قبل ما اروح المستشفى. نسمع حل الاول. ما تتكلمي يا بنت، ما دام ماما موتك. يا ست اهدي اهدي، هلا مش صغيره يا بنت. احكي لنا حصل ايه بالظبط. عايز اقول لك ايه بس يا عم؟ تقولي ايه العلاقه اللي بينك وبين صالح بالظبط من غير اي كسوف، عشان لما اكلم ابوك في التليفون اعرف اقول له ايه. ايه يا علي انت واقف عندك تعمل ايه؟ طب بخبط على الحاج لطفي. ما حدش هو ما حدش موجود جوه ولا ايه؟ انت كنت جاي لي بقى عشان الراجل بتاع الكراريس مش كده؟ ايوه بتاع كاريس. اصل جه العم صالح تحت وصالح مكسل قوي يطلع، فانا طلعت بقى. ايوه هو بتاع الكراريس. انا بقى مشيته وجاي بعد المغرب. ماشي. ما تتفضل. لا شكرا. سلام عليكم. كلمي حرام عليكي، قولي كل حاجه قدام ابوه، تعبتيني. صالح كان سامح. عالي شوف المصايب اللي عملها لنا اخوك. شوفي قال لي قولي لي يا دكتوره، لو كل ده كان حصل لك تقولي لي ابوكي كان هيعمل ايه؟ ما تتكلمي يا هاله. صالح جه البيت قبل كده ودخل اوضتي وحسن نايمه. استغفر الله. كمان وانا نايمه يا سفله يا ليله الادب. هو كان وعدني بالجواز وفجاه قال لي انه مسافر بره، بس انا مش متاكده انه هيوفي بعده. انا حاسه انه هيخلع ويسيبني غرقانه. اللي انت بتقوليه ده مستحيل اصلا. طبعا دلوقتي مستحيل، بقى اللي ترمي نفسها في النار يستاهل كل اللي يجرالها. ايه ده بس؟ انا هجيب صالح وافهم منه ايه الحكايه؟ الحكايه بنت هي حاجه اللي رايح وجاي على الجامع. ابنك ضيع مستقبل البيت وخلي بيها وهرب ويقول ما شفتش ما اعرفش، لكن يمين بالله لو تخلى عن اختي لاكون فاتحه في شارع عبد العزيز كله. لو ايه كمان؟ هعمل له مجلس رجاله في كل شارع شويه، ولو كان عرض الناس عندك عادي، لكن في رب وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم. يلا يا ستي. يلا يا اختي. يا ساتر يا رب. اتفضحنا بالشارع كله. يا ساتر يا رب. اهدى بس يا بابا اهدى. انا بس خرب بيتك يا صالح سيبنا. يا ابن اللي هي العيب. الواد ده طول عمره مركز. امال اقعد اعمل هنا ايه يا ابني؟ اقعد في المخروبه دي يعني؟ صباح وفل يا صالح باشا. العصير الساقع كده، 2 عصير مانجو وواحد تمر هندي كده، الحساب 7 جنيه ونص يا باشا. عند ابويا يا معلم. عند ابوك يا صالح. ما تشبطنيش ما تشبطنيش مع الحاج يا عم. يا عم هو الراجل ما بتاخرش عليك، فك نفسك بقى. صباح فل يا رجاله. شكرا. سلام عليكم. اقعد اشرب حاجه. حبيبي قول لي بقى يا عم، حجزت ولا لسه؟ والله ابوكي مهمل، ان شاء الله الجواز هيجي وعليه التاشيرات واطلع انا بقى من البلد دي واخلص. صحابك بقى فرصتيني برضه حمدي. عيب عليك يا جدع، ده انت اخويا. انت قاعد هنا ولا على بالك؟ ايه مالك؟ فتحت في ايه؟ انت تخش جوه من غير شوشره كده وفهمني اللي حصل. انت مش هتحترمي نفسك بقى؟ انا مش عايز ازعلك عشان خاطر الناس دي. الناس دي؟ انا
عايزه افهم ايه اللي بينك وبين البت هاله دي. انت يا بنتي هتصدقي كلام البت المجنونه دي وكدبي اخوكي برضو؟ يا اخي دي ناويه تفضحك في الشارع كله وهتجيب رجاله تشهدهم عليك. يا ماما لو مش خايف على نفسك خاف على ابوك، خاف عليا. يا حبيبتي هي مش هتقدر تتكلم، يعني هتروح تفضح نفسها؟ مالكيش دعوه انت بالموضوع ده واطلع منه. البرود اللي انت فيه ده. طب اطلع اتكلم مع ابوك اللي هيطق فوق، اطلع قول له ان مفيش حاجه بينك وبين البت اللي اسمها هاله دي. يا اختي والنبي خليك انت في مصيبتك وحل عني بقى، واذا كان على ابوكي انا عارف ان البت هاله واختها فوق دلوقتي، انا هرسيها الحوار كله بالليل، مالكيش دعوه انت، خلي بالك من المكتبه وحاسبي الواد علي، باي باي. يا رب خده، يا رب خده وريحنا منه بقى. لا اصحاب العقول فرحه بقى. يا خالتي انت بس بتضحكي على ايه؟ يا بنتي والله بقى لي مده ما ضحكتش. لا ده انت قلل خالص يا مريم. طب بس قولي لي اكلمه اقول له ايه؟ عادي بتحصل، قولي له مريم جت تخطبك مني. لا اذا كان كده بقى يبقى عندك حق، وعلى كده بقى هتجيبي له شبكه بكام والمؤخر قد ايه عشان ابقى عارفه يعني. يا خالتي انت بتهزري؟ طب والله انا سايباك وراح اتكلم معاه. يا بنت اقعدي هنا، الله يقطعك ويقطع جنانك. لو كتاب اللي احنا ما كناش بنات. يا خالتي مالك محسساني كده انك جاي من ايام الفراعنه؟ لم لسانك يا مريم، لحسن اطلع اقول لامك الكلام اللي انت بتقوليه ده. طب خلاص خلاص، انا بس يا خالتي خايفه على زيزو، هو مش هيلاقي عروس احسن مني ابدا، وبعدين انا مجهزه نفسي ومش هطلب منه اي حاجه، وبشتغل دلوقتي عند دكتور كبير قوي في مستشفى وبقبض مرتب حلو قوي قوي قوي. طب اهدي بس يا مريم وفهمين، زيزو عارف وموافق انكم تتجوزوا؟ ولا علامكم الجدع من دول مالوش راي ونسكت يبقى السكوت علامه الرضا؟ يا خالتي انت بتهزري، انا بتكلم بجد، انا فاهمك زيزو خايف يدخل دنيا، لكن انا بقى الشاي وديه اتاخرت اهو عشان تاخدوا راحتكم في الكلام. يلا يلا عم بخشفي، كان وراكي ايه؟ لا هو ايه ده لله، انا بتكلم مع خالتي في كلام سر. هو اللي يتكلم كلام سر يا مفضوحه انت، يتكلم بصوت الجرس ده؟ وانت ايش تكون انت عشان خاطر تسمعي كلامنا؟ يلا هوينا هوينا على بلدك. وعلى فكره يا بخت من زارو خفف يا حاجه. عيب يا مريم. حاجه عليا حاجه عليا، كنت هقول لك وصفه لعبد العزيز تخليه يدوب فيكي ويموت عليكي كمان. جد يا اشجان؟ طب استني استني، خدي خدي شرب كوبايه الشاي وروقي دمك. اول هام اشجان، البنت مش ناقصه مراجيح، دي راكبه الهوا خلقه. لا لا والله هتكلم جد. طب ما تقولي بقى وخلصينا. الشاب في سن عبد العزيز بيخاف من الارتباط عشان المسؤوليه والخلفه، كمان بيخاف يخسر حريته. مرته هتقول له كنت فين؟ اتاخرت ليه؟ عايز البس، عايز اكل. طب ما اذا كان على كده انا مش هساله على اي حاجه خالص. اقول لك على حاجه تجمد قلبه وتشجعه على الجواز. اي ايش جن قولي لي. الحب. الحب؟ طب انا بحبه والله العظيم بحبه، بس انا يعني بتقل بقى والحركات دي. ينيلك بيت، ده الدنيا كلها عارفه انك بتحبيه. مش بتكلم عنك، انا بتكلم عنه هو. ما انا اذا كان عليا عارفه والله العظيم ومتاكده ان هو بيحبني، بس هو متردد. لكن انا بقى نفسي كده يقول بقى قدام كل الدنيا بحبك يا مريم. لا لازم تدفعي لي عاد عشان اقول لك ده. ادفع لك ايه؟ يبقى زي ما خالتي قالت انت بتشتغليني بقى. جرب يا ابو البنات وخد جهاز البنات، تعال يا ابو العيال وانا اشتغل لك شيال، عندنا التلاجات والتلفزيونات، خش يا هانم خش يا بيه. خف في ايدك مع الزباين شويه عطيه، دول حبايبنا. شرشابي مبسوط ومرضي ولا لسه زعلان من صاحبك؟ الا مبسوط، ده انا متكيف قوي، احنا بنكيد الاعادي دول كلهم، بس انت بقى وليني بالبضاعه على طول علشان شايف الرجل عامل ازاي في المحل. طيب ما بقول لك ايه، ما انت لازم تفهمني انت ناوي تبيع بكام عشان ما نكسرش بعضينا. شوف التكلفه هتبقى كام وزود بالجنيه. طب ما تعلي شويه عشان نقرب من علام واصحابه. ونقرب منهم ليه؟ ما تسيبهم يولعوا. وبعدين انت عارف اللي ينفخ في الشرشابي يولع فيه، واللي ينفخ في البارودي يا شعليله. ايدك على المعلوم. طب ليه قله الادب دي؟ ما احنا قاعدين مبسوطين اهو. اما ابقى بيع بأديك، قوم روح محلك، قوم روح محلك، قوم شوف رزقك. يا باي ما كنا قاعدين حلوين وبنضحك. اقول لك عايز الفلوس ايه؟ عم زيزو. ازيك يا معلم؟ عامل ايه؟ ايه مالك قاعد لوحدك كده ليه؟ حد مضايقك ولا في حاجه العيال ما نفذوهاش؟ لا بصراحه ربنا في فكره كده طقت في نافوخي، قلت اقولها ورزق الله. اقرا يا باشا. لا ما عنديش وقت انا، انا عايز اسمع بس. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه. احنا هنعمل حاجه اسمها عرض مخصوص. ازاي؟ ايه عرض مخصوص؟ قول لي ازاي؟ ها؟ ازاي؟ ازاي؟ النهارده انت عندك الغساله بتاعتنا دي
من بيعها بسعر اقل من السوق والجميع يعلم ذلك. اه ما انا بقى استفيد بفرق السعر ده؟ يعني مثلا العيال تشبر السعر بتاع الغساله وينزل بيه حته حته ويديله حته غساله ثانيه من نوع ثاني او ثلاجه او تلفزيون فوقيها بحيث يبقى اجمالي التخفيض واحد. انت تتوه مني ليه يا معلم؟ انت مستني تليفون لما لا لا معاك ركز معايا يا راجل. معاك معاك والله ورحمه ابويا اللي هيكسبك هيعديك. انا معاك انا معاك انا معاك. يعني مثلا انت الغساله بتاعتك دي ممكن تبيع فوقيها مكوه بخار مروحه شفاط ويبقى اجمالي الخصم كله على بعضه 10% بحيث الغساله تاخد معاها حته تانية ويبقى فرح جنب طهور. الله ده حلو قوي، اول مره اشوف فرح جنب طهور. حلو. طب لو الزبون بقى عدت مشترياته 1000 جنيه نعمل ايه؟ ها؟ نعمل ايه؟ قول لي نعمل ايه؟ انت قول لي نعمل ايه؟ اقول لك نعمل ايه؟ نديله خصم 25% على بعضه بقى كله يبقى على بعضه. حلو حلو قوي. حلو قوي. ايه رايك؟ حلو حلو. حلوه؟ حلو حلو. تلميذك يا ريس. يا حبيبي تلميذك. ايه الدماغ دي؟ ربنا يبارك. لا 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 انت ولو تاجر ابن تاجر. ربنا يبارك. لا 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 الدماغ دي الدماغ دي لازم تتباس. حبيبي يا معلم. ايه اللي في دماغك ده يا عم؟ الحمد لله على السلامة. دي كبيرة قوي يا عم. ربنا يبارك. والله كبيرة. اقعد. لا 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 يا عم. يا عم ارتاح ايه؟ ده انت حاجة جميلة جمال يا راجل. أنا ما شفتش كده. لا خمرتها في مخي النهاردة بجد. لا لا. أنت عارف بقى طبعًا أنا ما بدفعش عربون ولا بدفع مقدم لحد. دول عشانك أنت وعشان جمالك. الله. اللي قلته ده كله. أنا قلت يعني هتديني حاجة مكافأة إنتاج. لا ده في الآخر بقى بعد ما نخلص شغلنا كله. عينيا ليك. ماشي بس خلي بالك من حاجة. ما تكتبش على الفاترينه ولا اي حاجه حكايه العرض ده عشان ما نتشمش. دي حاجه بين البياع والزبون. وتدي العيال مكافاه اوفر تايم بحيث الواد من دول يهجم على الزبون يركب على ودنه وهاتك يا زن بقه ما يتقفلش. وكل لما يتكلم في حاجه يقول له سعر الغساله كذا بحيث يديله بيها مثال. تمام 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 يا ريس. تمام. تأمرني بحاجه؟ ربنا يكرمك. والنبي ربنا يكرمك. والنبي ده انا مش عارف او يعني ملبوخ. ربنا يخليك. اشكرك ازاي مش عارف. يبارك لك. الف سلامه. الف سلامه يا عبقري. على شافعي مره معلم. تعالى هنا. بص بقى انت ادم واحد عندي هنا في البياعين، عايز افهمك على موضوع جديد. ها؟ موضوع مهم جدا 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 اسمه العرض المخصوص. ما دام عملت كده يبقى بالراحه بقى وطقطق ودانك عشان افهمك. ماشي؟ اسمع يا سيدي. عجبك واقف في الحال ده يا قنديل انت وصاحبك؟ لو يرضيك كده يبقى ماشي. انا قلت لك يا عم الحاج 100 مره انا ماليش صاحب في الشغل. انا عارف انت عاوز تتكلم على ايه. على الغساله الجديده اللي نزلتها في السوق بالسعر الجديد. انا اقول لك حكايتها. واحد بيصفي مخازنه والتجاره شطاره. اشتريها ولا لا؟ ولا اشتغل في الفسيخ والرنجه؟ بعدين بقى النوع اللي من الشغل ده احنا بنسيبه للصبيان الغلابه. بقى تحمد ربنا. بعمل لكم رجل في شارع عبد العزيز، مش احسن ما بتوع الموسك والعتبه يجوا يوقفوا لكم؟ بعدين لازم نبيع بالرخيص، هنقعد نبيع بالغالي، الغالي ما يرضيش ربنا، حرام. لا ازاي؟ لكن مش حرام عليك يا اخي توقف حيالي وحال الشغيله اللي معايا علشان خاطر حضرتك تاكل وتبيع وتنبسط. المهم ان انت ما تنشفش دماغك وتسمعني. كنت عايز اقول لك على حاجه الاول. حاجه كده افتكرتها يعني قديمه. قول يا ابن البارودي. ابويا الله يرحمه. قول الله يرحمه يا عم. الله يرحمه. الله يرحمه ابويا كان حكيم. والله كان حكيم. مش حكيم عيون يعني او حكيم بيدي حقن، لا حكيم يعني حكمه، عنده حكمه يعني. مره قال لي حكمه، قال لي بص يا قنديل اللي ياكل لوحده يزور. لا استنى في واحده تانيه جايه. قال لي حكمه تانيه، قال لي اللقمه بتنادي اكلها. والله بقول لك يا انديل هات من الاخر، انا خلاص فاض بيا منكم ومن اوضاعكم. ماشي هديك بضاعه من الجديده 20 حته قطاعي. قلت ايه؟ قلت لا اله الا الله.
ولما تديها لي بسعر القطاعي بتاعك ده يا انديل هاكل فيها عيش ازاي انا وانتوا مولعين في السوق بره انت وصاحبك؟ غسالتي ارخص من اللي عندك واللي راقده في السوق كله. اقول لك حاجه، عاوز تكسب هات عربيه حط فيها البضاعه واخرج بره شارع عبد العزيز، بره القاهره كلها، انزل على طنطا وبانها وكفر الشيخ، ولما ترزق ادعي لي. وكمان عايزني اشتغل لك موزع يا انديل على اخر الزمن. اه يا زمن، بقول لك ايه، انا مش هخلص معاك. هتجيب لي 20 حته دول امتى يا انديل؟ كمان 3 ساعات يكونوا عندك، ودي الفلوس كاش على المعرض عندي، واللي عاوز انا جاهز. واحد بس ما يعرفش حاجه عن الموضوع ده، اسمه الشرشابي. بتقول ايه؟ والله زي ما اقول لك كده يا معلم، الواد تابع اخبار لسه جايين لي ان هو كان عنده ولسه طالع وكان مزقطط كده وفرحان على الاخر. بعدها لك راس الحيه. احنا فينا كمان ضرب في الظهر. قول لي. نعم يا معلم. بعد ما طلع من عند علام راح على فين بالظبط؟ راح على المخزن بتاعه يا معلم. افتح يا سناء يا بنتي، هتفضلي قافله على نفسك كده طول النهار؟ افتح يا سناء، هقول لابوك يجي يكسر الباب ويكسر دماغك معاه. طب افتح يا دنايا، انا امك حبيبتك عايزه اقول لك كلمتين. افتح يا بنت الله يخليكي، افتح يا سناء. اتفضلي اضربين يا سناء. يا بنتي انت عارفه قد ايه انا بحبك، انا امك ماليش في الدنيا دي كلها غيرك. بلاش يا بنتي تنفذي اللي في دماغك ده، ابوس ايدك. انت عارفه ابوكي قرش ملحتنا منه لنفسه كده، ايش حال بقى لما يعرف حكايه الكهربائي؟ هيعمل فينا ايه يا سناء؟ انا اللي عارفه كويس قوي ان هو مش حاطط على حجره غير ابنه الظابط، وانا لو كنت طلعت واد كان زمانه حطني فوق راسه. واديكي ما طلعتيش واد، طلعتي بنت، والبنت لازم تمشي طوع ابوها، وابوها يبقى مين؟ عمر الشرشابي. مش هيسيبك يا سناء، مش هيسيبك تعملي اللي في دماغك. انت يظهر ما تعرفيش ابوك يبقى مين في شارع عبد العزيز. الكلام ده على شارع عبد العزيز مش على بنته. لازم يعرف ان في واحده لحم ودم متحنطه جنبك في البيت. تعبت ياما عديت، وبعدين مش عارفه راسي من رجلي. وهي حبستك في الاوضه طول النهار، هي اللي هتعرفك راسك من رجلكي؟ يا ستي ادعيني بفكر هعمل ايه. طيب وبعدين انا عايزه افهم، بذمتك ودينك هو انت والراجل جوزك ده ناويين على ايه؟ انتوا عايزين تحنطوني لغايه لما الراجل الاهبل ده يطلع من السجن؟ هكون عنست، هكون مفيش. وبعدين انا لو لحقتني اجيب لي عيل هرضعه شهرين ويلا حسن الختام. طب نسيبنا بقى من الزفت اللي في السجن وخلينا في الزفت الكهربائي ده، لغايه دلوقتي انت مش ماليه ايدك منه. قلتيها له يا بنتي بصريح العباره كده، انا هتطلق يا زيزو، هتطلق علشانك يا زيزو. رد عليكي قال لك ايه؟ ما تيجي نقضيها كده صحوبيه. فهميني بقى يعني ايه صحوبيه بين ست في ظروفك وشاب عازب، فهميها لي يا وليه. ومين قال لك ان انا كنت همشيها صحوبيه؟ احرق قلبي عليها قبل ما تفضحني يا رب. امشي اطلعي بره، دي عليا براحتك. امشي اطلعي، مش عايزه اسمع دعايا. انت يا بنت، مش انت قايله ان هو حاطط عينه من لبنى بنت لطفي؟ يا بنت ده انت اللي قايله لي. حتى لو اهو اخويا عاصم رايح يخطبها وهتغور من وشه، وانت بدل ما تقعدي تطلعي تدعي لي عليا، ادعي لي يما بالسعاده، نفسي في الواد يما. طب افرضي بقى ان المخفي اللي في السجن قبل يطلعك، وان الاستاذ الكهربائي وافق يتجوزك وجه لغايه هنا عشان يطلب ايدك، تفتكر ابوكي بجلاله قدره هيمد ايده في ايد الواد اللي جاي بيته يصلح له السخان؟ ما تخافيش على دي، وهاتيها واحده واحده عليا، مش كله فوق بعضه كده. وبعدين انا هقنع زيزو ان الشرشابي هيروح للحد عنده ويقول له بقول لك يا زيزو خد البت دي، انا مش عايزها. ايه رايك؟ طب ما تتصرفيش في اي حاجه لما تقولي لي الاول. اه لازم تاخدي مشورتي، احسن انا وانت نلاقي نفسنا مرميين في الشارع. واخده بالك؟ هنترمي في الشارع، خليكي فاكراها دي. حاضر ياما. ما يمكن البنت دي مش مظبوطه اساسا وجايه ترمي بلاها على صالح. بتقولي ايه؟ انت بتقولي ايه؟ احنا هنضحك على بعض. انت ما شفتيش اول ما احسان طلعت المحفظه وقف اخوكي يهرتل بالكلام ويدافع عن نفسه عامل زي ما يكون حرامي ومسكوه؟
ايوه ماشي، بس يعني لو طلع كلام البت دي صحيح احنا هنتصرف ازاي بقى ولا هنعمل ايه؟ والله بقى مضطر، بدل ما تقعد تسوق سمعتنا في شارع عبد العزيز كله وسمعتك انت بالذات، مضطر اتجوزها له. انت بتقولي هالة دي تبقى مرات اخويا انا؟ عندك حل تاني قولهولي لحسن انا خلاص عقلي قرب يشد مني. مساء الخير. قول صباح الخير. هنبتدي بقى. شوف يا بنت الناس والله انا جاي من بره دماغي لذيذه كده ورايق ومش عايز بقى رغي كتير والكلام بتاعكوا ده. لذيذه؟ انت صنف جنسي مليتك ايه عايز افهم؟ فهمني، ده انا هقوم ارتكب جريمه لليلادي. جريمه؟ وعلى ايه يا حاج؟ روق انت بس. ويا سيدي عشان ما تقولش ان انا بقى برد عليك ولساني طويل وبرغي كتير انا هسكت خالص. الله يخرب بيت شياطينك، الله يخرب بيت شياطينك. يا ابني فهمني اعمل ايه في المصيبه اللي انت جبتها لنا دي؟ برضه. طب اقول لك على حاجه حلوه، انا هخش اوضتي كده دقيقه واجي لك على طول. السلام عليكم. عم الحاج سامع كلام الواد بيتكلم كده ليه؟ ايه يا عم ده؟ ايه يا عم الحلاوه اللي انت فيها دي؟ انا قلتها كلمه وعمر نظرتي فيك ما هتخيب. انت عارف وقفتك معايا دي عمري ما هنساها لك، وهردها لك وهتقول هنديل البارودي قال لي يا لعبه الايام وانا ورحمه ابويا يا معلم عمري ما هسيبك الا لو انت قلتها. مش عايزك يضغر من وشي. يضغر من وشي؟ ده انا اتخرس قبل ما اقولها لك. بس بقول لك ايه، بلاش حكايه رحمه ابويا دي، بلا منها قوي. ربنا ما يجيب قلق لما زيزو يحلف بالغالي يبقى لازم تصدق. ها اخبار العرض المخصوص ايه؟ هيقول مخصوص؟ هيقول ده بقول اولان. انا سايب المعرض بره مولع طالبين 20 حته، غير ان السوق لسه عايز كمان وكمان وكمان، وانا ايه بقى متكل عليك يا حلو يا اسمر. سيبتي ولا تخشي ولا مش عارف ايه؟ انا جيت لكم في ايه؟ ايه ده؟ ايه انت اللي في ايه؟ ايه الشنطه دي؟ هقول لك، بس خلينا الاول في موضوع البت اللي اسمها هلا دي. يا بابا البت دي اصلا مش مظبوطه، وانا واخدها زي ما هي كده، وما عنديش استعداد اصلح غلطه حد غيري. ما تروحش بقى هي تبلي نفسها فين ولا مع مين وتيجي تلبسهاني. الله يخرب بيت شياطينك. فهمني، انت ايه علاقتك بالبت دي؟ ما انا بحكي فيها يا عم الحاج من الصبح، بس انا واخدها زي ما هي كده مبليه يعني. تحترم نفسك كده وتتكلم كويس. بس يا بت انت مبليه ولا مش مبليه؟ انت مالك ومالها يا ابني يا حبيبي؟ لا ابوك بتاع الكلام ده ولا حد من عيلتك له في الكلام ده خالص. ليه عايز تسوق سمعتنا؟ يا عم اديني سايب لك بيتك النضيف دوت عشان تستريح من وساختي وما تشوفش وشي تاني. سلام عليكم. استنى يا بليه يا مصيبه انت. فهمني اعمل ايه مع الست دي؟ ولا اي حاجه خالص يا ابويا، سيبهم يخبطوا راسهم في الحيط. بابا انا عارف ان انت ماشي في الكلام ده، بس اسمع مني، مش هيقولوا حاجه. ويا عم عشان تستريح خالص انا كده كده ماشي وسايبها لك مخدره. مسافر ومش راجع تاني، انا خدت الباسبور والتذكره. شوفوا شوكوا بخير. صالح لبنى الحين بدأ السكر. انا عايز خلاص هيقوم عليا بقى. توكل على الله يا مولانا، كده بالصلاه على النبي عندك 9 حتت جاهزين. ده غير اللي وديهم لك شافعي على المعرض، ولو عايز الرجاله تنقل دول دلوقتي ماشي. لا ما تحملش حاجه. خلص ال 20 اللي انا قلت لك عليهم. وايمن بيقول لك ايه؟ انا عامل لك حته عيش وانما ايه هترم عظمك تمام التمام. الصلاه على النبي. افتح يا قنديل، افتح يا قنديل، انا عارف انك جوه. ايه ده؟ ده صوت شتشابي. الم النور ونعمل ميتين ولا ايه؟ ميتين يا عم، احنا قاعدين في البساتين. انا هروح افتح يا قنديل. خلاص يا اخي خلاص، ايه الدوشه اللي بتعملها دي؟ اتفضل. كنت عند علام بتعمل ايه يا راس الحيه؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انت قاعد تعسعس علينا ولا ايه؟ في ايه بالظبط يعني؟ بقول لك ايه؟ رد الكلام بالظبط وما تدورش وتلف. قول كنت عند علام بتعمل ايه؟ قسما بالله لو ما استنى بس. نطلع بره نتكلم في اي حته. يلا. ونطلع بره نتكلم ليه ما نطلع؟ ولا زيزو لم عدتك واتكل على الله، عايزين نتكلم مع بعض. لا. ايه؟ بتقول ايه؟ بقول لا يا معلم، يعني خدوا انتوا بعضكم روحوا اي منطقه تانية اتكلموا فيها، عندي شغل لازم اقفله. انت بتكلمني انا يالا بالطريقه دي؟ لا انا اتقال لي لا. خلاص خلاص انا هقول لك اللي فيها. انا اديته 20 غساله. اديته 20 غساله؟ اه. وانا خانق السوق عليه تديله 20 غساله؟ ليه؟ انا هقول لك وافهمك، انا اديته بالقطاعي. ياكل لقمه عيش ويبيع بره. بره القاهرة كلها وبره شارع عبد العزيز، ونفضل بقى أنا وأنت في شارع عبد العزيز، نثبت السعر ونخلص من الجثث اللي عندنا ونفضل اللي جاي بقى، ما تفهم ولا أقول كمان؟ الله يصلح حالك، عين العقل يا معلم والله.
طب ما قلتش ليه كده من الاول؟ ايه عايز تبقى انت المعلم وتمشيني وراك؟ ما عادش اللي مشيك وراه يا معلم. بقول لك ايه؟ ما تروحش العلام تتمنظر عليه وتكسر عينه عشان خاطري. تعالى بقى عشان نروح نبص على الصبيان اللي لادي الشوارع كلها بص علينا. يلا حبيبي يلا عشان ما نروحش في ده. يلا يلا يا شرشابي خلصني بقى. سبقنا انت يلا. يلا يا حبيبي. يلا. زوق الشارع. بوجو طنطن. هانت. هانت يا معلمين. لا انا كده حظي وحش معاكي قوي وده اللي مخليكي مش مقتنعه بكلامي. انا مش قادره افهمك يا ماما. ما هو عشان الموضوع بتاع لبنى حصل وانا وهي متخاصمين وده اللي مخليكي بتشكي فيا وهو ده برضو اللي مزعلني منك. يعني يا مروه انت عايزه تفهميني ان هما لو طلبوا شهادتك مع لبنى هتشهدي؟ طبعا هقول اللي اعرفه. هقول ان هي شرحت لنا معدل تحويل المورفين للهيروين. لا ده انت بجد مستفزه. طب ودي فيها ايه؟ ما هم لو سالوا الدفعه كلها هتقول كده برضو. مروه انا لاخر مره هسالك السؤال ده، انت ليكي يد في الموضوع اللي حصل للبنى ده؟ لا انا كده هزعل منك قوي. انت عارفه ان الموضوع ده جريمه كبيره جدا وانا عمري ما فكر بالشكل ده الا اذا بقى كنت فكراني مجرم. ايه ده احمد؟ احمد يا احمد. ها يا احمد ايه الاخبار؟ انا لسه جاي من قطر الاتحاد دلوقتي حالا. بلغتهم بقضيه لبنى، لقيتهم عارفين كل حاجه وبلغوا العميد ووكيل الكليه لشؤون الطلبه. وبعدين يعني ايه اللي هيحصل؟ تقرير المواد والتحليل اللي هو في شنطه لبنى هيطلع النهارده. بجد انا قلقان على لبنى قوي، ربنا يستر. انا بقى عكسكم خالص ومتاكد ان الحكايه دي هتطلع متلفقه وان شاء الله برايت هتظهر قريب. مش سعيد عبد العزيز موجود ولا معاكي ختمه وهتختمي ولا رجعوا البوسطه يجي يستلموا من هناك؟ طول بالك يا ولد الناس جايه لك اهو يا مرت خالد. مرت خالد جواب جاي لعبد العزيز. طب ما تستلميه لحد ما يجي. اتفضل يا استاذ. متشكرين يا مدام بس حد يمدلي بالاستلام الله يكرمك. مديلك فين؟ ان شاء الله هنا. ما انت بتعرف تكتبه اهو. سلام عليكم. مش باين علي علام ولا ايه؟ سلام. مين اللي بعته الأسجان؟ جدي فاضل. تلوك عرفت الجواب ده في ايه؟ خير يا رب. ايه يا بنت؟ مالي؟ بتعيطي ليه يا بنت الناس؟ هو الجواب باين من عنوانه ولا ايه؟ ايوه في حد عارفش كمان. يا بنت قلت لك اعدلي كلام. هاتي هاتي الجواب ما اشوف فيه ايه. تكون ايه غير المحروقه دي قسمه الجواز بتاعت عبد العزيز؟ ينيلك يا دي البيت. هو ده اللي مخليك تعيطي؟ ده انا افتكرتك هتطيري من الفرح. كيف يعني يا مرت خال؟ هتشوفي شكل عبد العزيز تلوك لما يشوف القسيمه دي. رب اموت يا رب يا رب اموت عشان الكل يرتاح مني. بتحبيه يا اشجان؟ بحبه. ليه بتقولي كده يا مرت خال؟ لا عشت ولا كنت حتى اقولها بيني وبين نفسي. عبد العزيز ده لازم يحب ست البنات. والله يا بنت بقى انا امورك دي محيراني. واحدة غيرك هتقف بعلو صوتها وتقول حق جوزي فين قطي فين دولابي ولا حتى تطلب شقة جديدة وعفش جديد؟ كيف الحديد ده يا مرت خال؟ ده لسه مش مصدق اللي أنا فيه. ده كفاية أنا بشوفه رايح جاي قدام عيني. تصدقي بالله أنا كل ليلة بنام على المخدة وأقول ورطيه يا أشجان وربنا يسامحك. ورطيه في إيه يا أشجان؟ دلوقتي لما يحب يتجوز يبقى كيف الحال عاد؟ يكتب وما يقولش انه متجوز ولا يقول ويخسرها؟ لا يقول الحق ورزق ورزقها على الله ونعم بالله. لكن زي ما البنت تحب ان هو يكون اول بختها هي كمان لازم تكون اول بخته. لكن كبت عليك يا عبد العزيز اول بخت ارمل. سامحني يا رب سامحني. الله وكتاب الله انتي بتحبيه اشجان وقلبك مكوي بحبه كمان بس محرمه على نفسك يا بنتي وخايف عليك انه ضناكي. بس لحد امتى لحد امتى الظلم ده بس يا ربي؟ يا برنس صبح وخد نص جنيه. ايه ده انت بتعمل ايه هنا عندك؟ انا
انا جاي اصبح وامشي على طول، مستنيك من الصبح. ايه الرومانسيه دي كلها؟ طب تعالى بعزمك على شيء. لا ما مره ثانيه بقى، وانت النهارده تخلصي محاضراتك بدري، يمكن كده استناك يعني. انا اصلا بقى ما عنديش محاضرات. تعالى بقى اعزمك في كفتري. لا كفتري ايه؟ يحكم كروم وشاش وسبج كنور. انا هتلاقيني مستنيك على الناصيه. طيب يعني مش عايز تطمن على النتيجه بتاعتي؟ لا ما خلاص بقى مش لازمه، طمني انت لوحدك. ماشي زي ما قلت لك استناك. ها طيب سلام. سلام. مش هتاخر. عسل عسل بنت اللذينه. انا مش فاهم الكلام ده. واضح يا نسا، بقول لك ان اداره الكليه جمدت التحقيق ده خلاص. ايوه بس انا مش عايزه التحقيق يتجمد، انا عايزه يستمر. معقوله الكلام اللي بتقوليه ده يا نسا؟ ده احنا ما صدقنا الدكتور وكيل الكليه طلع القرار ده. ايوه بس القرار ده ضدي مش في صالحي. انا عايزه اعرف مين اللي حط الحاجات دي في شنطتي، مين من مصلحته ان هو يشوه سمعتي ويفيدني من الكليه. الكلام ده بقى تقوليه لوكيل الكليه لما تقابليه، بس لو عايزه تاخدي بنصيحتي لحد كده وكويس قوي. انا شرحت الكلام ده لاخوكي لما كان هنا من شويه واقتنع جدا بالكلام. اخويا جه هنا؟ مستحيل طبعا. ليه مستحيل؟ اخوك عبد العزيز لسه ماشي من شويه، ده انا حتى لسه داخل المكتب لقيته منتظرني من بدري. طب عموما انا متشكره قوي يا استاذ مروان. يلا مساهل يا اخويا، منك ليه؟ نايمين كده على نفسكم ليه؟ يلا عايزين نفضي قدام المعرض. يلا يا اخويا. ايه؟ يلا يا اخويا. في الزيطة اللي انتوا عاملينها دي؟ ايه يا معلم؟ ايه الكركبة والزيطة دي؟ عم تشيل. يلا يلا. ايه يا عم الحاج؟ ايه يا عم الباشا؟ انت نسيت مواعيدنا ولا ايه؟ معقولة انا اقدر انسى ميعادك برضو؟ امال ايه بقى؟ الله الفل. كل مرة كنت ببقى جاي عليك مفضي مكان العربية ورشش مية كمان. ولا بطل تعطيه وماشي العربية. خلاص بقى ركنة والسلام. ازيك يا حاج عامل ايه؟ انا اخلص من دوشة الدماغ دي وترجع البوسكة امتى؟ عايزك تيجي بقى هنا البوسكة تبقى جنبي بدل التعابين اللي انت بتاكلها دي. لا انا هطلع اكل لقمة كده واخد دوش مع الحاجة ونطلع بقى عشان نروح مشوار. ايه المشوار ده؟ تقيل على قلب تقل. نخلص بقى حجيجه، ما خليش ازعل منك. ايه؟ حاضر يا عم، حكم الاوعى الضعيف. طب يلا انا هطلع فوق بقى اديك تليفون كده، نطلع ناكل لقمه ونقول الكلمتين. ماشي يا حجيجه؟ ماشي يا سيدي. بخلي حد بقى يكسر العربيه كده وتوقع. شوفوا شغلكم، شوفوا شغلكم. ايه يا لبنى؟ هم لسه ما قبضوش عليكي؟ المره الجايه بقى، الكليه قررت حفظ التحقيق. عرفت الحاجات اللي هو في شنطتك جات لي وحللتها وعرفت كنت بتهربي ايه من المعمل. هيروين برضه المره دي؟ للاسف لا، بس زي ما انت قلتي ملحوقه جايات اكتر. هو هارون الرشيد عايز يخلص مني للدرجه دي؟ لا للدرجه دي هارون الرشيد معجب بيكي، مش عارف بقى هتصدقيني ولا ايه. بص يا لبنى، احنا مش هينفع نتكلم هنا ولا في الكليه كلها، اديني فرصه نخرج نتكلم. لو سمحت انا ما بخرجش مع حد ما اعرفوش. خلاص يا لبنى يبقى هنتكلم هنا. انا يا ستي مازن الطنباري، مدرس مساعد في كليه صيدله، ويشرفني ويسعدني ان انا اطلب ايدك. يا دكتور من فضلك ده مش المكان المناسب. طب اختصري طيب عشان شكلنا بقى عامل زي الحبيبه بتوع ثانوي. يا دكتور الله. لبنى انا كل اللي عملته معاكي ما كانش اكتر من اختبار غلس شويتين. بصراحه فاجئتيني برد فعلك، يعني دافعت عن نفسك بمنتهى الادب والاحترام. وطالما مش عايزه تديني فرصه نقعد نتكلم، يبقى مش فاضل غير ان انت تفكري بعد كده تبقي تردي عليا. خدي وقتك في التفكير، لان انا للاسف عارف ان كل المقدمات اللي انا عملتها بترجح انك ترفضي. ولو اني كان نفسي تديني فرصه نقعد نتكلم عشان اشرح لك بقى كل حاجه لاول مره بجد. بس براحتك. حضرتك كده بتورطني بجد وبترمي الكوره في ملعبي. كل الاختيارات ملكك يا لبنى، ولعلمك انا عندي السعاده اجي لكم البيت واتكلم معاكي قدام اهلك. لا طبعا، تيجي البيت يعني دخلنا في رسميات ومعناها ان انا موافقه. لا خالص، هاجي لكم البيت بعد كده برفضي براحتك. لا ما يصحش، احنا برضو ولاد بلد وبنعرف في الاصول دي، كده تبقى قله ذوق. براحتك يا لبنى. عموما انا مش هكذب عليكي، انا مستني ردك في اسرع وقت او على الاقل فرصه ان انا اتكلم معاكي في اللي انا نفسي اقوله. انا ماشي عن اذنك. بقى تدي غسالات وترطرط الدنيا عند طلعت وعند علام وانا لا؟ يعني عامل زي القرع بيمد لبره؟ يا راجل عيب خلي عندك دم. عموما بسيطة، بالليل لما نتقابل يبقى لينا كلام. مع السلامة.
تعالى يا سطلع تقول عبان. اديني ما قلتش حاجة يا حاج عشان تبدأ بالأذية. اتمسكن يا أخويا وسوق الهبل. جبت فلوس البضاعة ولا لسه؟ وادي الفلوس عشان تعرف لمؤاخذة يعني نافم عادي سويسري زي الساعة. والفلوس دي بقى كاملة ولا زي كل مرة؟ كاملين بالتعريف يا عموم. ايوه واضح ان انا مش هخلص منك النهارده. ما دام جبت الفلوس كامله يبقى ليك طلبات. وحياه الغالي عاصم باشا ما انت كاسفني. وحياه الغالي ما دام حلفتني بيه عمري ما هرفض لك طلب. قول 10 غسالات بس. انا على فكره لا رحت لقنديل ولا هومت ناحيته، جاي لك انت على طول يا عموم. بس لا مؤاخذه يعني ريحني في السعر عشان اعرف اكل ايش. ما عدتش على علام وعرفت انه جاب نفس الغساله دي؟ ما انت عارف يا حاج انا ما ليش خلطه قوي بالراجل ده. وبعدين مؤاخذه يعني لو كان جاب غساله زي انت ما بتقول كان بان عليه، ده المحل بتاعه بنشه ولده. خليه نشه طلع. انا بقى هديك 10 حتت من الغساله دي بس بشرط. انت تؤمر يا عمهم. ايوه انا عايزك تبيع بالسعر ده وربنا يرزقك. بس ده سعر القطايع بتاعك يا عمهم، يعني مؤاخذه يعني انا هاكل عيش منين بقى؟ يا ابني اصبر على رزقك هيجيلك لغايه عندك. انا ما بقولكش بيع هنا، بيع بره. روح المنصوره، الزقازيق، كفر الشيخ، المناطق دي كلها شرقانه. بيع بالسعر اللي انت عايزه، ادفع دلوقتي النص. والنص التاني يا سيدي لما تبقى تبيع، فهمت؟ متشكرة. ليه بتقولي متشكرة؟ عشان جيت الكلية قبل كل الناس وطلعت سألت على التحقيق واطمنت عليا واستنتني بره. مش بقولك؟ بتقولي ايه؟ ان انت حواليا في كل مكان، حتى وانت مش جنبي بحس انك حواليا برضه. وبعدين بقى في الكلام ده يا دكتورة؟ الله يخرب بيت الدكتورة دي. أنا تحب احاول معهد عشان ترتاح؟ انا ما قلتش كده. طب فك التكشيره اللي على وشك دي، فكها يلا، ما تبقاش غلسه. الله وحشني اخي وعايز اقعد معاك. وانا حبيتك ليه بس؟ ايه بقى السؤال الغبي ده؟ حبيتني عشان حبيتك، عشان الحب اصلا اجابه مش سؤال. يعني انا مثلا عمري ما اسال نفسي السؤال ده. اهو انت من حقك تسالي السؤال ده. ليه بقى ان شاء الله؟ عشان مش عارف. عارفه يا لبنى، انا ساعات بسرح مع نفسي كده احس ان انا اناني طماع. يعني انت تبقي في حته تانية، تفتح صيدليه وتبقي دكتوره كبيره. وانا دكتوره دي شغلانه زي ما انت بتشتغل شغلانه كده، ملهاش دعوه بينا. وانت فاكره الناس بتفكر زيك؟ وانا مالي بالناس، انا مستنياك الوقت عمال يعدي. بعدين ما حدش عارف بكره ايه اللي هيحصل. قصدك تقول ان جاي لك عريس عاصم مثلا؟ بقول لك ايه، انا كل ما تجيب سيره عاصم ده بتقفط. بعدين انت اصلا مين قال لك الكلام ده؟ يعني او يمكن الواد الملزق اللي شفته في الجامعه. انت بتغير بقى. انا لا. الله. لا بتغير. ما تسكتي بقى. بقى انت حشر نفسك فيا ليه؟ ماله يعني الواد الملزق ده؟ معيد في الكلية وابوه دكتور وعندهم صيدلات كتير في وسط البلد، ناس تقيلة يعني. كويس حكاية صيدلات وسط البلد دي، عريس محترم. ما يهمنيش، انت اللي تهمني. بتخيرني بين ايه يا لبنى؟ بين عاصم ابن التاجر اللي عايز يتجوزك وهيموت عليكي، ولا الدكتور ابن الدكتور اللي المستقبل قدامه؟ طب جربي كده تقولي لابوكي، حطي مشاكلي كلها على الترابيزة قدامه. عبد العزيز بغلبه وفقره وشقاه والدبلوم اللي ما كملوش، تفتكري ممكن يقول ايه؟ المهم انا اللي اقول. انا مش بخيرك، انا بزقك. ما تفهم بقى. مالك يانا؟ تمام تمام تمام. وبعدين المبادئ بتاعت ديك ورا الشمس دي بلاش منها. واضح انك مش فاهم النقطة دي. أنا وصلت القناعة إن المبادئ هي اللي بتختارنا مش إحنا اللي بنختارها. يا عم بلاش فزلكة، بدل المصحف عورة. خاطر أنا كل اللي أعرفه إن بقالي 20 يوم ما شفتكش، وكل ما أسألك تقول لي كلام مش فاهمه. يا عم كنت في ضيافة الحكومة وخلاص، عديها بقى. كنت على البورش يعني. ماشي يا أخويا. متشكر يا زيزو.
يا عم انا متشكر انك سمعت كلامي وخليت لي احلق لك دقنك دي. يلا تعالى يا احمل لك وكمان اكل. ربنا يخليك يا زيزو. تعرف ان فيك حاجه كده كل شويه تطل من جواك تكسح كل بشاعه الدنيا يا سيدي. يا سيدي على الكلام الجامد الكبير. امال انا بقى ماليش حظ ليا يا اياد؟ متهيألك انا لو عندي نفس الموهبه بتاعتك دي كان زماني كتبت الشعر اللي محدش كتبه في الدنيا. هو كل بقى الشعر والكلام التقيل ده تهمني النهارده انا قاعد مع لبنى في الكازو ولقيت البتاع اللي هي اللي انت بتقول عليها دي بتطل دي من جوه البشريه دي طلعت من عينيها. هذا صعب قوي. حزن وعذاب يعني مهما اوصف لك مش هتقدر والعمل يا صاحبي عامل ايه يا عم اياد؟ هو انت اللي بتسالني؟ ده انا جاي لك عشان تحل لي مشكلتي. طب انت بتتصور مستقبلك مع لبنى ازاي يعني؟ مش عارف. انا حاسس ان مستقبلي مع لبنى يعني مش واضح الا في حاله واحده بس. ايه هي؟ الحظ يلعبها معايا ونط لفوق. وبتحلم تنط لحد فين؟ بعيد. انط لفوق قوي مبقاش ليا حدود ولا سقف. اعدي يعني زي ما تقول كده مثلا يطلع لي جناحين واطير. بس يعني ساعات الواحد بيقول لنفسه عادي الدنيا تدي بمناسبه ايه. بس خد بالك في حكايه بتقول ان في واحد عمل جناحين من الشمع طار لفوق 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 لحد ما قرب من الشمس ده بالشمع ووقع على جدور رقبته. يا عم انت هتحبطني ليه؟ بقول لك مثلا في الحاله دي بقى اغطي على موضوع جهلي ده قدام تعليم لبنى هتقدم بقلب جامد. بس الدنيا يعني هتلعب معايا لعبه الحظ دي بمناسبه ايه؟ مساء الفل يا سيدي الشوايين. ده الحباب كلهم متجمعين. ابن حلال يا شبرو ده انا كنت انا ادور عليك. وانا جيت لك بنفسي هشاهد صاحبك عليك. خير يا عم شبرو. امسك حته الحشيش دي متدفيه عايزك تصحيها من النوم. هتنسيك ايام القرف اللي شفته في سويسرا. مش برضو كنت مشرف هناك ابو السوس؟ يا عم انت مش جبت المعلومه. يلا بقى نفك ونسيب الراجل يرتاح. قالوا نتكلم مع بعض في الورشه. ده يا عم ده الا الورشه احنا جايين لك في مصلحه اكبر بكتير. اكتب ياض. احنا جايين لك في مصلحه اكبر بكتير. وصاد الصوت ده بقى طالع من عند امي. بره من نفسي اروح امك. عزيب عليك يا صبرو. ايه ده؟ والعيش والملح والصحوبيه اللي بينا. احنا كنا بنقول ايه؟ كنت جايين نكلمهم في الموضوع. اتفضل. ما تقول يا عم انت هو في عايز اخش انام. توصيله مخدرات من اسكندريه هنا في السليم المعوج يعني جراش الجراج ونو باركنج يا معلم. قرشها سخن مولع نار. يا نهار اسود. توصيله حشيش مره واحده؟ يا عم ما تلف لنا وانت ساكت. تصدق انت واد واطي؟ بقى ادي لك قرشين عربون. يا عم ما تسمعه كله وبعدين ترغي. ما الجواب بيبان من عنوانه يا اخويا. بقول لك ايه يا شبرو؟ انا مش فايق لك. اديني اسبوع كده وفكر انت براحتك ورد عليا. بس خليك في الحلال. الحلال قرش حنين وبيعيش ويربي العيال. ما تقول لهم حاجه يا عم اياد. عاجبك كده؟ عاجبك كده؟ اخد منك حته الحشيش واكنن عليك واسيبك كده كفتازين خلع لو يعني لا طايل سما ولا ارض. الرفاق حائر. اتفضل يا باشا. ايه دول يا انور؟ خلي بس على النبي المختار كده وانزل تحت البنك عدهم كويس. جراي يا عم انور احنا بنشتغل في الممنوعات. لا اله الا الله. تتنذر يا زيزو. خليها على الله. اللهم صل على كامل النور. شوف لها كده اتعشت وقضيت. يعني فاضل حبه بكره مثلا. مش فاهم يعني انا ليا فلوس تاني اخدهم بكره؟ لا يا عمنا ده راس مالك وعليه حقتك في السبوه اللي ربك يسرها. اوعى تكون فلوسك خلال اللي بره يا انور. يا عم مالكش دعوه انت بس انا بوست ايدي وش وضهر ان نصيبك جمع نفسه وقلت اطمنك. وده كلام برضه يا انور. تديني حقاتي وعليها مكسبي وانت فلوسك لسه بره لسه لوحدك هتفضل مغروس في الحكايه دي يعني. يا زيزو افهم بس داري كده. احنا في سبوبه تانية ربك يرزقها. وبعدين انت اخدت فلوسك المره دي الاول المره الجايه اخد انا فلوسي الاول. ماشي. شكل اليومين دول ربنا راضي علينا. هتفزعنا 29% من راس المال.
هو صحيح يعني العمليه ما كانتش زي ما كان الراجل عايز، بس البدايه مش وحشه. لا مش وحشه زي الفل، واحنا كنا طايلين احمد ربنا عم انور. قول لي بقى ايه المصلحه الجديده؟ نكوه هدوم بالبخار. حيواني. طالما ناكل البخار ما قعدناش في الحر وتعالى نقعد بره. قال يا نصر. ايوه عم زيزو. شويتين شاي يا ابني. عيني يا معلم. بس الليله كبيره. عايز شريك. وانا بقى مش عايز حد يخش بينا، انا وانت فاهمين بعض، ما اعرفش بقى الشريك اللي جاي ده هيبقى شكله ايه. الله، وندخل حد بينا ليه يا صاحبي؟ يا عم بقول لك الليله كبيره، فلوسي وفلوسك مش هتقضي. طب وانت مالي ايدك من المصلحه دي؟ بص يا صاحبي، عشان انت سالتني السؤال ده كتير، لازم انت تعرف ان انا مش همشي شمال، ولا هدخل على فلوس قرش حرام، انا عندي عيال يا اخي، ربنا يغنيها بالحلال ازيز. ايه يا عم انور؟ انت جاي تعلف دي؟ يا جدع بسالك. بقول لك يعني مال ايدك من الراجل، سكه التوزيع كده يعني. اه بعون الله مالي، هي المشكله بس في التمويل يعني. ليه؟ المصلحه دي محتاجه كام؟ 15 باكو. اوبا. ايه كتيره؟ طب بقول لك يا انور، التكيش ده ما يستناش اسبوعين. والله انا ممكن اجل، بس كل ما يبقى في البدري يبقى احسن. ماشي. شوف يا ريس، بعد اسبوعين ورطت لك الفلوس تبقى المصلحه دي من اسمتنا ومن نصيبنا. ما كانش تبقى مقسومه لغيرنا. بالظبط كده. مش هتاخد الايس هات بتاعتك؟ جبت لك 200 حته. كواتيرك كمان موجوده اهي. قديمه وجديده؟ كله. ماشي. يبقى لي بقى 1000 جنيه. الله، طب يبقى لك ليه؟ انت خيرك سابق يا انور، فلوسك حاضره. تاخدهم؟ بس دول يعني 1000 جنيه مش هيتنظروا. يعني افتح عادي؟ افتح بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. لما نجبر بعون الله هعدي عليك اخدهم. ها، واصل ام العيال عزمك على بومبار وكرشه. ماشي، تسلم، توكل على الله. شاي زيزو. حساب الشاي عندي يا نص. ماشي يا عم نص، خد لي 2 شاي دول وهات لي 1 ليمون ودنجا دنجا. اهلا، السلام ورحمه الله. انا لسه كنت اكلمك في المخزن. ولقيتني؟ ها؟ لقيتني في المخزن. لا ما نساكش، وانا عارف ان انت طول النهار بره. طب بقول لك، ها، طالما بتظبط بقى الفواتير، سوينا معاك الكام فاتوره دول والنبي. عينيا. ايه ده؟ ايه؟ انت بتتعامل مع الواد انور بتاع الايسيات من ورايا؟ مش في اتفاق بيني وبينك ولا ايه؟ يا معلم ما تقلقش، ده احنا بناكل لقمه عيش سوا وبيننا شغل، وبعدين الواد بياخد الفلوس ويدي الفواتير، لا بيسال الايسيات فين ولا لمين ولا ازاي، وكان الله بالسر عليه. ما تخافش يا معلم، خلي بالك انا دافعهم من جيبي. ها؟ ايه؟ من جيبي، دافعهم من جيبي. ايه من جيبي؟ من جيبي ما ايه، قاعد طولها كتير ليه؟ هو انا كده الحاجه لما تطلع من جيبي احب افكر نفسي بيها. يا ساتر. مش قصدي انك منمل يعني على الفلوس ولا اي حاجه. يا الله العظيم ده انت غريب يا اخي. ورحمه الله يا حبيبي يا سيدي المعلم. اسمع يا عم، اتفضل يا سيدي. دول ايه؟ جواهم 1000 وعليهم 1000 وعليهم 500، 100 100؟ وانا وانت. اقعد تقطني ولا ايه؟ لا كده ما ينفعش. الله، قول لي ليه ما ينفعش؟ ايه؟ انت قول لي انا ليه ما ينفعش؟ ليه ما ينفعش؟ لان الحته بسبعه، اضرب في 500 بقى كام؟ ها؟ كام؟ وانا بحسب 35 قدامهم صفرين. انما عارف انا بقى ومصلحتي 5 جنيه في الحته. اه، عارف لو انت بتعمل مصلحه من ورايا مع الواد اللي اسمه انور بتاع الايسيهات ده، والله العظيم هزعل منك بجد. وبعدين دي بقى عني. دي بتهب
دي بتهب بجد، ولو هبت هتهب فيك وتهب فيا وتهب علينا كلنا. يا معلم انت مش بتثق فيا. ليه؟ انت بتثق فيا؟ مش ساعات يعني. انا عايزك بقى تثق فيا على طول. ماشي. وين سيبك الفلوس اكتر حاجه ما كانش معاك خلي عنك خالص. يا سلام. وربنا الاربعه اللي عندك دول يزيد. يا سلام. والله العظيم. لا انت بتبقش يا شباب. 4000 جنيه. بش عليا. انت معلم انت كبير السوق يا سلام. اتفضل يا عم 2 في 2. تمام. ادي ال 4000. تمام 100 100. بس انا عاوز اطلب منك طلب. اتفضل. ال 200 حته اللي عندك انت ما تعرفش الناس عامله فيا ايه. التليفون ده ما بيبطلش. خلصني بقى. معلم ما تقلقش. وربنا هخلصهم لك في ميعادهم وقبل الميعاد، بس انت قول يا باسط. ماشي. انا اتوكل على الله. امرني بحاجه؟ الله يكرمك. والنبي. لا حبيبي انت حبيبي انت عارف. ايه في؟ في ايه يا زيزو؟ مالك يا معلم؟ ايه؟ مال ايه في ايه؟ وشك اصفر. ايه؟ وشك اصفر. التيشيرت. لا وشك اصفر. وش هنا؟ لمونه. يا راجل. وربنا قد اللقمه، انا من الصبح عايز اقول لك بس قلقان عليك. يا ساتر يا رب، ده من ايه ده؟ انت واكل ايه؟ فول ببيض. فول ببيض؟ اه. ايه في ايه؟ في حاجه كان عندها السكر؟ كان عندها ايه في ايه؟ ريقك ده بينشف؟ شويه كده ساعات. طب بالنسبة لدورة المايه بتلح معاك كتير؟ ماشي بقى لي يومين كده. ايه في ايه؟ ايه في ايه؟ ليك اخ في الكويت؟ ها؟ ليك اخ انت في الكويت؟ ممدوح. ممدوح في الكويت؟ اه. ايه حصل له حاجة؟ يجي بالسلامة يا ريس. يا ابن المجنونة. ما تخلص كده يا بركة، ماشي الناس دي. خلص يا بركة عشان كده الدنيا زحمة مش هنلحق. خلص يلا يا حبيبي، هات الجركن اللي عندك ده. يلا زيزو يا سيدي المعلمين. استنى. طلبك جاهز يا غالي. ربنا يبارك في حالك. عمر يا حبيبي. بقول لك ايه؟ معرفش عم لطفي قافل المحل ليه دلوقتي؟ عم لطفي؟ طب اقول لك ولا تقول عليا بشنع؟ يا عم قول انجز مش هتغنيها انت. ولا صالح ابني عامل لبش مع البنت هلا اللي ساكنه في لبش ازاي يعني مش فاهم؟ لبش على الاخر يا عم، يعني كده وكده والدنيا بايظه خالص وشكلها كده هترسم الست احسان اختها هتبلغ الحكومه. خلاص حصلت. امال يا عم امال انا بقول ايه من الصبح يا بركه؟ عمك لطفي بقى ربنا يكون في عونه من الجامع البيت عدل ماشي مدبدل ودانه يا اخويا كانه كبر 30 سنه. طب الواد صالح عامل ايه طيب؟ الواد صالح بدك فرار يا اسطى، بلغ فرار وسافر على بره بعد ما غرز الراجل حته مهموس. بس ايه؟ ربنا يهديه بقى، ما هو ربك بيطلع من دار العالم فلوس. انت عرفت منين الكلام ده كله؟ عربيه كشاكيل وكراريس بتيجي لعمك نور. الواد صالح المفروض يطلع عنده عشان يحاسب. مكسل يا اخويا، طلعت عشان اندع عليه؟ بخبط سمعت بترصهم له يا معلم ونازله في تهديد. انا بصراحه اتحركت ونزلت على طول. بس وحياه ابوك يا شيخ ما تجيبش سيره لحد من قدامك. لا ما شكرين يا ريس. ايه وحش؟ زي الفل حبيبي. شكرين انت تؤمر يا زيزو. اروي قلبك يا عطشان. مع الف سلامه يا انسه مريم. الله يسلمك يا دكتور، والف الف شكر انك وصلتني بعربيتك. ما تقوليش كده، انت عارفه ان انا في الخدمه دايما، وبكره احاول تيجي بدري على قد ما تقدر. حاضر باذن الله. ميرسي على الحاجه الساعه. الف شكر. لا العفو على ايه، ده انت اللي عازمني. مع الف سلامه. سلام. مع السلامه. خد هات الرهن. ده ايه طاقي؟ الدكتور اللي بيشتغل عنده كان بيوصلني بعربيته يا زيزو. بيوصلك بعربيته؟ اه. وكمان جايبه له سفن. كورنيش المعادي يا روح امك، كورنيش المعادي. امال انت بتغير عليا ولا ايه يا زيزو؟ قول لي انت بتغير عليا يا زيزو؟ قول لي. قدام. طب عليا النعمه بتغير عليا. هي حصلت ركوب عربيات مع رجاله غرب. طب اوعى كده لو ما شفتش حاجه تعمل ايه؟ قدامي. اوعى. ما تزهقش. كسر دماغي. اوعى يا لهوي يا لهوي. فاكر نفسك مالكيش كبير يا بنت؟ فاكر نفسك مالكيش كبير؟ ده انا اضحك اضحك يا ولا. ايه ده ايه ده يا زيزو؟ ايه ده يا جماعه؟ يا ولا يا حبيبتي هو بيغير عليا، هو بيغير عليا. اهدى بس بالله وفهمني هعمل ايه بالظبط يا زيزو؟ بيغير عليك ايه يا بنت المهفوفه دي؟ استهدوا بالله يا جماعه وتفهمونا في ايه؟ مفيش حاجه يا خالتي، كل ده عشان خاطر انا ماليش حد في الدنيا، فقال لي بقى عايز يعملي فيها راجل. اقعدي ساكته انت خالص بس. اهدوا بقى كده يا جماعه بالراحه وفهمونا ايه اللي حصل. الهانم قال جاي راكبه مع الدكتور اللي بتشتغل عنده وقال ايه بيوصلني. يا ولا وايه المشكله يعني؟ ايه المشكله؟ ها بيوصلني بعربيته يا زيزو؟ ها بعربيته؟ حد يعمل كده يا بنت يا محفوفه دي؟ وفيها ايه يعني؟ ايه المشكله؟ حد ياخد بنت من قدام. اهدى بس. خدها من قدام. حاضر حاضر. اهدى بس. وحياه امي
لانك لو شفتك بتعملي كده تاني هيكون اخر يوم في عمرك وعمره. بقى شفتي اشكال ابتدى هو يخير عليا. سلامي خالتي. يا بنت ملفوفه وزي جالها بسيبك منها. عم روق دماغي اقعد اقطع دراعي ان البنت دي لها ساعه اصلا. انا وقت البنت بيقع ولا حاجه انا داخل انام. اقعد يا وليد عايزك. خير؟ لا كان جاي دماغه رايقه هتنلت عليا وفوارت دم بنت اللذينه. معلش يا بنت مهبوشه روق بالك. فرحنا وبسطنا معاك. هدايا؟ هدايا هدايا. مالك ناقر ليه كده ما تهدى؟ خد يا عم. ايه رايك؟ ده طب انا عندي اللون ده يا حبيبي. لا لا خلاص خلاص هدية. تسلم لي يا اخويا ربنا يخليك لي. بصي بقى هدية على جزمة سامي توعى. يا حلاوة ده القماش باين عليه غالية يا عزيز. ما يغلاش عليك يا حبيبي. بنت انت يعني. تعيش وتجيب لنا يا ابني. ايه؟ مستنيه انت ها؟ لا والله دخلتك علينا بالدنيا يا عبد العزيز. يا بيت؟ البيت كان عفش من بيت. ماشي. يا 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 ايه ده؟ ما عايزاش يا عبد العزيز. يا بنت خدي خش قيس. قيس؟ يا عبد العزيز ده لبس زي الممثلين ده بنطلون. ما انت البسيه تحت الجلابيه. لا لا ما عايزاش. ماشي خلاص. انا كنت جايبه لامي اصلا. خدي يما هاتي بقى. يا بنت خدي يا بنت يا بنت خدي هم الممثلين احسن منك يا بنت. ما انت خالي ما اقدرش. يلا خش يا حرام. خش بقى. خد يا بنت. يا بنت مهبول معلش معلش. طبعا ما هي مراتك لازم تجيبها الكاني والمال. لا على الورق بس. طب يا اخويا جالك جواب من الصعيد. جد فضل مات؟ عيب يا ود الكلام ده، حد يقول كده برضه؟ ما هم هيبعتوا جواب ليه يعني؟ ما لازم يكون مات او في حد مات. يا عم لطفي ما تيجي تقعد معانا هتسيبنا لوحدنا ولا ايه؟ سيبهم يا بابا براحتهم يمكن يكونوا عايزين يتكلموا مع بعض في حاجه. هيتكلموا في ايه يعني؟ ما يتكلموا قدامنا واحنا غرب. سيبهم براحتهم بقى. بقول لك ايه يا انت متاكد ان انت عايز تخطب البت دي؟ تبقى متاكد يا سيدي. خلاص خلاص. يعني هنرد نقول ايه واحنا عارفين طلبهم؟ هنأجل هنأجل لحد ما نتخرج. شكلنا كده بيرفض بس بصنعة لطافة يعني. يا ريت بقى يفهموا عشان ارتاحوا ما يجوش يطلبوني تاني. لبنى انت في حد يتحب انه يتقدم او منتظر انه يتقدم عشان كده بترفضي؟ في يا بابا بس مش ده الموضوع دلوقتي اصلا يعني. خلينا كده نطلع كده ونشوف هنقول ايه وخلي الكلام يجيب بعضه. ماشي؟ انت شايفه كده؟ هو ده يا معلم. 100 100. ده مش 100 100 ده 1000 1000. ربنا يخليك وتعيش وتجيب بقى الجزمه او الكوتشي عشان بس الطعم يكمل. ده انا جايب لك الدنيا دي كلها. ده حقك يا حمار كده. انت بقى تخش الكليه برنس ولا ايه النظام؟ لا الكليه دي ما تقلقش منها خالص. الامتحانات قربت وانا نازل دح. بس انت فهمني حاجه واحده بس، انت الفلوس دي جت لك منين؟ مفيش، عملت مصلحه كده وربنا كرم بيرشين. ولما ربنا يكرم تقوم تبعزقهم في الهوا كده يا ابني. دراية هما بس. هو انا لما اجيب لامي هديه ابقى بعزق في الهوا؟ ربنا يخليك ليا يا ابني. ما يحرمنيش منك. فين يا اشجان الجواب اللي جاب البلد؟ صلى على النبي. ويسقف في الاوضه بيلعب ليه؟ علشان اشجان ماشي عليه. تعالي تعالي. السلام عليك يا زيزو يا برنس. لو المقاسات ايه على الشعره؟ مين اللي جاب لك الحاجات الحلوه دي؟ تتكسف يا عايز بقى ايه؟ بص تشيلي ده. ايوه ما تخافيش ما تخافيش. ايوه اللهم صل على النبي. قمر نجفة. فين الجواب يا بنت يا اشجان؟ فوت كبر تخلي من حكايه الجواب دي. جدي فضلي بيسلم عليك يا عبد العزيز. شو مكسوفه تقولي له بعتوا له قسيمه الجواز ولا ايه؟ جواز مين ياما؟ جوازك يا ولا. انا؟ ايوه انت. جواز. تصدقي كنت ناسي. ضحك عليا يا عبد العزيز والنبي ما تسكت. خلاص بقى انت مكبره الموضوع ليه؟ خلي القسيمه معاكي. انت هتلبس رايح فين؟ انت لسه جاي يا ابني. عندي مصلحه كده لما افتكرتها اروح اقضيها صد رد يعني. طب بتقعد تاكلك لقمه الاول؟ دي اشجان عامله محشي كرومب هتاكل صوابعك وراه والله. كرومب؟ كرومب. خلاص اغرفيه. اقدر يا سيدي.
حلوه قوي من بقك يا عم دي. ربنا طول عمرها بتعرف تتكلم كويس، تفهم في الاصول يا بابا. ده بس من ذوقك يا عاصم يا ابني. يا عاصم دي اسمه عاصم باشا يا اخوي، من يوم ما بقى ظابط وهو بقى اسمه عاصم باشا. ربنا يعلي مراتبه كمان وكمان. عاصم طول عمره باشا من غير لا كليه شرطه ولا حاجه. طب سمعونا الفاتحه بقى وبلاش الكلام الاوانطه ده. بيقول يا رب يفضل طول عمر لبنى لعاصم وعاصم للبنى. احنا نقرا الفاتحه ان ربنا يقدم ما فيه الخير لحد لبنى ان شاء الله ما تخلص علمها. ها؟ نعم اخويا. طب وايه الفكره يا عم؟ ما انا شقتي جاهزه ولبنى ممكن تكمل كليتها وهي عندي. عاصم انت عارف ان انا كليتي عمليه وبتاخر فيها، وبعدين بحتاج وقت طويل قوي علشان المذاكره، والجواز بقى عايز تفرغ وقت طويل. اللي تشوفوه. طيب احنا ممكن بس دلوقتي نقرا الفاتحه وبكره نلبس دبر ولا حتى شبكه كامله ونأجل موضوع الزفاف ده بعدين. انا شخصيا ما عنديش مانع استنى لبنى لحد ما تخلص. انا بقى عندي مانع لا مؤاخذه، انا عايز بعد 9 شهور اشيل ولي العهد كده، عاجبه اللي مش عاجبه. قلت ايه يا عروسه؟ انا قلت اللي عندي. يا ابني دول شايفين لهم شوفه تانيه، اسمع اللي انا بقول لك عليه. ولا انت عاصم ابني؟ قوم يلا قوم يلا يلا خلينا نمشي. طيب طيب ما تقوم يا ابني مستني ايه؟ اهلا استحسان. من غير سلام. قال ابنك صالح سافر صحيح يا حاج لطفي؟ ست حسان عندنا ضيوف وبنتكلم كلمتين. مش وقتها يا حسين، عندنا ضيوف دلوقتي بعدين. ولا حاج عمر الشرشابي ضيف برضه؟ ده كبير الشارع، يرضيك اللي حصل ده يا حاج؟ تسيبها تتكلم يا حاج لطفي. صالح ابن لطفي ضحك على البت وخيب امالها وضيع مستقبلها وخلي بيها، ويقول انا ما عملتش حاجه بعد ما جبت لهم محفظته من على سريرها وشهدت ابوه. عرضنا يروح كده يا ناس واحنا في شارع في ناس كبيره تاخد حقنا منه، ولا عشان ما احنا يعني ولايه وعايشين لوحدينا نتبهدل كده يا حاج؟ الكلام ده مظبوط يا حاج لطفي؟ رد انت يا لبنى، صالح اخوك عمل كده فعلا؟ وافرض يا عاصم. ده كلام، ده احنا صاير كده عنوان غلط يالا. بقول لك ايه يا حسين؟ تقدمي شكوى وانا معاك وفي ظهرك لغايه اخر يوم، اوعي تسيبي حق. هيحصل ان شاء الله يا حاج.